السلام عليكم، معكم مستر عصام دسوقي مدرس الأحياء. إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع الهرمونات، الجزء الخاص بالإنسان والنبات، ودي تجميع لأهم الهرمونات الموجودة في المنهج عندنا. أنا يا صديقي العزيز النهاردة هقدم لك الهرمونات بصورة مختلفة خالص. دي تجميعة عن كل الهرمونات اللي موجودة في الإنسان والنبات وخصائصها ووظائفها، بس الهرمونات دي متجمعة في صورة PDF من مجموعة كبيرة جدا من الكتب الرئيسية الموجودة عندنا في المنهج بتاعنا، زي الامتحان والتفوق والمرجع والنفيس والأفكار الخاصة بطبعا شغلنا على مدار السنين اللي فاتت، بالإضافة إن هي مجمعة كل الباب في بعضه. يعني مش هتلاقي المجموعات مترتبة ورا بعضها أو الهرمونات مترتبة ورا بعضها، وهقراها معاك واحدة واحدة، وهسيب معاك كمان PDF عشان حضرتك لو حابب تذاكر وتراجعها. لو ان شاء الله رجعت المذكرة دي ورجعتها معايا قراءة زي ما انا هعمل معاك دلوقتي، هتلاقي ان شاء الله ان هي بتجمع لك جزء كبير جدا من المنهج بتاعك، وفي نفس الوقت بتدخل لك كل الهرمونات في بعضها، وتدي لك كل التريكات والفنيات الهامة بيها، اللي ان شاء الله لو ذاكرتها بامر الله تعالى احنا بنضمن معاك درجات نهائية في مادة الاحياء. ان شاء الله ربنا يكرمكم جميعا، عدى عليكم كتير وتعبتوا كتير، فانتوا دلوقتي محتاجين بس ان احنا ان شاء الله نشجعكم وتفضلوا بنفس الباور اللي استمرتوا بيه طول فترة الامتحانات، وربنا يتمم لكم ان شاء الله باقي الامتحانات على خير عشان تتجمع بالكامل وتتواجدوا دايما بالنجاح والتفوق اللي بتتمنوه من ربنا. هبدأ معاك بالهرمونات. عندنا هنا الجزء الخاص بيها. اول حاجة بنتكلم على الهرمونات، هي رسائل كيميائية تنتقل في الدم الى الخلية الهدف من غدة صماء لا قنوية. هقول لك يعني ايه غدة صماء، او معنى كلمة غدة. غدة معناها عضو مفرز، بيفرز ايه؟ ممكن يفرز هرمونات، او ممكن يفرز مادة زي ال HCL او عصارة هاضمة مثلا، او مادة بتفرز، او غدة او عضو بيفرز عندنا جوه الجسم، ممكن يكون داخل قنوات او خارج قنوات. فاحنا بالنسبة لنا كلمة غدة، الغدد عامة هي أعضاء مفرزة، لكن قد تكون بتفرز هرمونات، والهرمونات لازم تمشي في الدم مباشرة، ودي رسائل كيميائية أو مواد كيميائية طبعا زي ما احنا عرفنا خلال المنهج بتاعنا، أو إن هي تتفرز خلال القنوات بتاعتها، فبنسميها يا إما غدة قنوية أو لا قنوية، لكن هرموناتنا بتفرز من غدد لا قنوية. احنا عندنا الجهاز الهرموني متناسق تشريحيا ولكنه مترابط وظيفيا، زي ما هو عندنا برضو الجزء بتاع الجهاز المناعي. الجهاز المناعي برضو بيكون متناسق في اجزاء مختلفة من جسم اعضائه، لكن بيكون مترابط وظيفيا، يعني كلهم بيشتغلوا مع بعض في تناغم مترابط عشان يؤدوا وظيفة محددة للجسم. طيب الغدد ثلاث انواع، يا اما تكون مشتركة يا اما قنوية لا يا اما لا قنوية. الغدة القنوية يا صديقي عندنا بنقول عليها غدة مشتركة، أو ممكن نقول عليها غدة قنوية، أو نقول غدة لا قنوية. الغدد المشتركة بالنسبة لنا، الغدة المشتركة هي الغدة اللي بيحصل فيها إفراز داخلي داخل الدم، وإفراز خارجي خارج الدم. عشان الموضوع كلمة إفراز خارجي وداخلي دي عشان تفهمها كويس، ممكن يجي يقول لك إفراز داخلي داخلي، هو كده سهل عليك الموضوع، يبقى إفراز داخلي داخلي يبقى إفراز داخل الجسم داخل الدم. طب لو قال افراز داخلي وسكت، يبقى انت كده عينك رايحه على الهرمونات. طب لو قال لك افراز خارجي داخلي، استنى بقى، او افراز خارجي خارجي، افراز خارجي خارجي يبقى غده عندنا زي الغدد الدمعيه بتفرز خارج الدم وخارج الجسم، زي الغده اللبنيه مثلا في الانثى بتفرز خارج الجسم وخارج الدم، فكده خارجي خارجي. طب لو خارجي داخلي، كلمة خارجي اللي في الأول دي معناها إن هي بتفرز خارج الدم، ثم داخلي ده داخل الجسم زي اللعاب مثلا على سبيل المثال، أو الـ HCL اللي بيفرز داخل الجسم عندنا، لكنه هو لا يفرز في الدم، لا يفرز فين؟ في الدم. طيب كده بالنسبة لنا الغدة المشتركة. طب في حاجة اسمها غدة مشتركة أو مختلطة أو مزدوجة. عفوا، مختلطة أو مشتركة يعني بتقوم بوظيفتين، قنوية ولا قنوية، يعني تفرز في الدم أو تفرز إفراز خارج الدم. اما كلمه مزدوجه الوظيفه، ودي كنا خدناها في البنكرياس، اللي هو بيشتغل بوظيفتين، بيفرز الجلوكاجون وبيفرز انسولين، اللي ليهم عملين متضادين او متعاكسين. طيب هنقول دلوقتي احنا عندنا هنا ليست كل الهرمونات تفرز من غدد صماء، ركز بقى في الحته دي، في عندنا هرمونات مش بتفرز من الغدد مين؟ من الغدد الصماء. تمام، يعني ايه؟ يعني احنا عندنا بعض الهرمونات ممكن تفرز من الفصل الخلفي للغده النخاميه، وده مكان تخزين بس احنا اتكلمنا فيه وليس مكان افراز. حاجة كمان عندنا مثلا
الغشاء المبطن للمعدة والغشاء المبطن للأمعاء، دي دول جزئين عندنا مش تبع الغدد الصماء المباشرة، ده غشاء، والأغشية دي بتفرز هرمونات. وكمان عندك المشيمة، المشيمة بتعمل كغدة مؤقتة بالنسبة للأنثى الحامل في أثناء الحمل بتاعها، وعندنا حوصلة جراف برضه نفس الكلام تعتبر كغدة مؤقتة، يعني هي غدة صماء لكن دي مؤقتة. لكن عندنا بطانة المعدة اللي هي بتفرز هرمون الجسترين، وعندنا غشاء المبطن الاثنى عشر ده كمان بيفرز هرمون السكرتين والكولستوكينين، لكن هم مش غدد صماء، دي أغشية. طيب ايه كمان؟ الغدد المؤقتة اللي بتفرز هرمونات مثل المشيمة والجسم الأصفر وحوصلة جراف، دي غدد مؤقتة. يعني ايه؟ يعني الغدد المؤقتة عندنا بتبقى موجودة جوه الجسم بتاع الإنسان لفترة معينة، وفي الغالب معظمها موجودة عند الأنثى زي المشيمة والجسم الأصفر وحوصلة جراف. طبعا اما الغدد اللي باقيه عندنا فهي غدد بنسميها غدد دائمه، لان طبعا موجوده داخل جسم الذكر او الانثى بصفه مستمره. عندنا اغشيه تفرز هرمونات احنا قلنا عليها من شويه زي النسيج الغدي لبطانه الرحم والغشاء المبطن للمعده، وعندك الغشاء المبطن للامعاء ده انسجه مفرزه للهرمونات، فدي تعتبر ليست غدد صماء لكن هي عباره عن انسجه، وبنسميها انسجه غديه عشان انسجه غير غديه زي على سبيل المثال مثلا الكليه. الكليتين عندنا بنسميهم انسجه غير غديه، يعني ايه؟ يعني نسيج بس مش بيفرز هرمونات، وان كان علميا يعني الكليه في هرمون بيشتغل فيها اسمه هرمون الرنين، بس ده مش علينا طبعا، ده ان شاء الله تدرسوه في المستويات العاليه بامر الله تعالى لما ربنا يكرمكم في كليه الطب. طيب بالنسبه لنا هنا في حاجه اسمها اول من اكتشف الهرمونات هو العالم ستارلينج، ده اول حد اكتشف الهرمونات هو العالم ستارلينج، وهو اول واول هرمون اكتشف هو هرمون مين؟ هرمون السكرتين. ركز بقى في الكلمه دي، اول هرمون بيعمل في الجسم هو هرمون الجي اتش، عشان ده بتاع النمو بتاع الايض بتاع البروتينات اللي بيبدا ينمي الخلايا ويساعدها على الانقسامات الميتوزيه. يعني هرمون الجي اتش عندنا بيساعد الجسم بتاع الانسان انه يعمل انقسامات ميتوزيه، تمام؟ طيب ده اول هرمون بالنسبه لنا بيعمل في الجسم. اما اول هرمون مكتشف هو هرمون السكرتين وطبعا الكولوستوكينين اللي اكتشفوا بواسطه العالم مين؟ ستارلينج. مال العالم كلود بيرنر كان بيتكلم في ايه؟ كان بيتكلم في ان الكبد عباره عن عضو مفرز للهرمونات، وده كان خطا. ده الخطا بتاعه يا صديقي، انه كان بيقول ان الكبد عضو مفرز، وهو قال وقتها ان الكبد بيفرز جليكوجين، لكن هو الحقيقي ان الكبد بيخزن الجليكوجين. طيب دور ستارلينج كان في ايه؟ في انه هو اول عالم وضح او وجه نظر العلماء لعمليه الافراز، وكان بيدرس عمليه الافراز دي على العصاره الصفراويه في الكبد، وبيدرس الكبد فاخد شريحه كده في الجهاز الهضمي وهو بيشتغل على الكبد، وبدا يبص على الكبد فلقي ان الكبد فيه حاجه اسمها ماده هو اعتقد ان هي افراز داخل الكبد، لكن هو الجلايكوجين ما كانش افراز، ده كان تخزين. فهنا دور كلود بيرنر ان هو وضح عمليات الافراز، اما دور ستارلينج فهو اول عالم اكتشف الايه؟ الهرمونات. طبعا وقتها ما سماهاش هرمونات، سماها مواد كيميائيه او رسائل كيميائيه، وقال ان هي بتمشي في الدم. وبالنسبه لستارلينج هنا كمان اقول لك حاجه على ستارلينج. ستارلينج كان بيتكلم في ايه؟ كان بيتكلم في انه عندنا نوعين من الافراز العصبي والهرموني. في هرمونات بتبقى سريعه يعني بتشتغل بسرعه جدا زي الافرازات الهرمونيه اللي بتفرز بطريقه عصبيه او عن طريق سيال عصبي او بتحفيز عصبي، وفي هرمونات بتفرز عن طريق التحفيز هرموني، تمام؟ ده كان العالم ستارلينج. طيب ايه كمان عندنا على سبيل المثال؟ الباشمهندس ستارلينج ده لما اتكلم قال ان البنكرياس بيفرز هرموناته الهاضمه تحت تاثيرين، تاثير هرموني وتاثير عصبي، والتاثير العصبي بيبقى سريع جدا عشان كده الهضم بيكون معاه سريع، لكن لما قطع الاتصال العصبي كان الافراز او كان الهضم لسه مستمر زي ما هو بس بسرعه ابطا، لان الهرمونات اللي بتفرز زي السكرتين والكولستوكينين اللي بيروحوا ياثروا على البنكرياس عشان يطلع عصاره الهضميه بتاعته لازم ياخدوا وقت شويه عشان بيتحركوا في الدم، فبالتالي الهضم بيتم لكن بيكون بصوره ايه؟ ابطا. الهرمونات بطيئه العمل طبعا، لان الهرمونات عندنا عباره عن مواد بتتحرك في الدم، تمام؟ وفي نفس الوقت لكنها ممتده المفعول. يعني ايه ممتده المفعول؟ يعني بتاخد معانا فتره طويله في الشغل، تمام؟ ليه؟ لان هي بتاخد وقت اطول في التكسير، لان لما بتشتغل وبتفضل شويه في الدم عندنا فبتتكسر، اي بتاخد زمن اكبر، يعني هي مبتدئ المفعول يعني زمنها اكبر او وجودها اكبر في الجسم، على عكس التاثير العصبي فهي سريعه جدا، التاثير العصبي ده بيكون بسرعه لكنه غير ممتد مين؟ المفعول، يعني بياخد زمن اقل
لانه بيكون اسرع. طيب الجهاز العصبي ليه وظيفتين، وظيفه عصبيه ووظيفه هرمونيه مفرزه لبعض مين؟ لبعض الهرمونات زي ما قلنا الغدد العصبيه المفرزه اللي موجوده في الفص الخلفي للغده النخاميه دي بتفرز هرمونات اللي هي الاي دي اتش والاو اتش اللي بيتخزنوا في الفص الخلفي. فركز في الحته دي كويس الله يكرمك. الفص الخلفي هو مكان تخزين وتحرير للهرمونات وليس مكان افراز، لكن الهرمونات بتفرز من الغدد العصبيه المفرزه من جسم الخلايا وتتخزن في المحاور او تتحرك عبر المحاور وتتخزن في الجزء الفص الخلفي للغده النخاميه، واجسام الخلايا العصبيه بتبقى موجوده في تحت المهاد. وهنا هنقول ان تحت المهاد دي كانت عباره عن حلقه وصل بين الجهاز الهرموني والجهاز العصبي. طبعا الغده النخاميه هي غثيات الغده الصماء، وعشان عندها فصين امامي وخلفي، وطبعا في فص اوسط وده بيفرز هرمون اسمه الميلاتونين، وده مش عليك اصلا ان شاء الله تاخده بعد كده. عندنا هناك ثلاث انواع من الهرمونات، في منها احماض امينيه زي السيروكسين والادرينالين والنور ادرينالين. ده حمض اميني بيبقى مرتبط ممكن بعناصر او حمض اميني ليه شكل محدد. هو طبعا قد نقول عليه تبع البروتينات، بس هو بيعتبر حمض اميني مخصص في شكل الحمض الاميني، يعني لسه ما وصلش السلسله المعقده بتاعت العديد البيبتايد ولا البروتين المعقد. تمام. طيب عندنا كمان سلاسل عديد بيبتايد، وعندنا احماض دهنيه، وعندنا طبعا البروتينات او الهرمونات البروتينيه اللي موجوده في جسمنا. فسلاسل عديد بيبتايد كلها بعد كده بتكون البروتين. يعني ايه سلسله عديد بيبتايد؟ احنا بنقول ان لو عندنا 50 حمض اميني فيما اقل، دي معلومه كده جانبيه، 50 حمض اميني فيما اقل يبقى ده يعتبر سلسله عديد بيبتايد لعند ما يوصل لحمض اميني واحد بس. يعني من 2 و3 و4 احماض امينيه مرتبطين بروابط بيبتيديه بنسميها سلاسل عديد بيبتايد او ثنائي البيبتايد او ثلاثي البيبتايد او عديد البيبتايد. تمام. طيب اكتر من 50 حمض اميني مختلفين طبعا في الانواع بتاعتهم بحسب الترتيب والنوع والعدد، ده بنسميه البروتين. طب الاحماض الدهنيه دول عندنا 7 هرمونات استروديه زي التستوستيرون والاندروسترون والبروجسترون والاستروجين والالدوسترون والكورتيزون والكورتيكوستيرون. الهرمونات معظمها يا صديقي العزيز من النوع المحفز، بتفرز بكميات ضئيله جدا في الدم، في الدم، لكنها تتحكم في معظم العلامات الحيويه في الجسم. عشان كده الجهاز الهرموني هو رقم 2 بعد الجهاز العصبي في جسمنا. تمام. الهرمونات توجد في الانسان وتوجد في النباتات باسم الايه؟ الاوكسينات. يعني الاوكسينات ممكن نسميها اوكسينات او هرمونات نباتيه في النبات. طيب هي بتفرز بكميات ضئيله. تمام. الكميات الضئيله دي معناها ايه؟ معناها ان اي زياده او نقصان فيها عن الحد اللازم، لان هي كده كده بتزيد في نسب معينه او بتقل بنسب معينه. يعني على سبيل المثال الانسولين، اما بنيجي ناكل الجلوكوز بيحصل له زياده في الدم بعد امتصاص طبعا بعد عمليات الهضم، فالجلوكوز نسبته بتزيد في الدم. فلما الجلوكوز يزيد في الدم طبعا الانسولين بيزيد، لكن لحد معين او لنسبه معينه لدرجه معينه، فدي زياده طبيعيه. لكن في بعض الاحيان بيحصل زياده اكتر من اللازم وتفضل مستمره في الجسم اطول من اللازم، او نقص اكتر من اللازم ويفضل مستمر برضه في الجسم فترة كبيرة، فهنا بيعمل حاجة بنسميها الخلل الهرموني. يبقى هي بتفرز من كميات ضئيلة جدا وبتبقى ليها حد نسبة عليا ونسبة دنيا. بنبدأ نتحرك خلال النسبة دي، لو حصل وإن النسبة دي زادت عن حدها وفضلت مستمرة فبنسميها حالات مرضية أو بتسميها الخلل الهرموني. طيب كمان عندنا الهرمونات توجد في النباتات باسم الاوكسينات، وتعمل الهرمونات البروتينيه التي تتكون من احماض امينيه وسلاسل عديد بيبتايد بشكل اسرع. كده الهرمونات البروتينيه تتكون احماض امينيه، سلاسل عديد بيبتايد تعمل بشكل اسرع. ليه بقى يا باشا؟ عندنا مستقبلات لكل هرمون. المستقبلات بتاعه الخليه موجوده فين؟ موجوده على غشاء الخليه من الخارج، فبالتالي الهرمون البروتيني بيستقبل على غشاء الخليه من الخارج اسرع، فتأثيره بيزيد أسرع أو بيكون أسرع على عكس الهرمونات مين؟ الاسترويدية. ليه بقى؟ دي بتحتاج إن هي تخترق غشاء الخلية اللي هو الفوسفوليبيدات، لأن هي مجموعة من الليبيدات أو الأحماض الدهنية، واللي منها مستقبلاتها بتكون موجودة داخل الخلية في السيتوبلازم أو بالقرب من النواة. فبالتالي محتاجة إيه؟ محتاجة إن هي تعمل داخل الخلية، فمحتاجة تعدي الغشاء الخلوي فبتاخد وقت أطول. عشان كده الهرمونات الاسترودية تأثيرها أقل في السرعة من الهرمونات البروتينية. الأوكسينات مسؤولة عن النمو، تمام؟ عن التميز، عن الإنضاج، عن تفتح الأزهار، عن الإثمار، عن تحفيز اللمس، عن الانتحاء، عن موت النبات، عن التنشيط بالتحفيز أو تثبيط، وكمان بتمكن الإنسان من إخضاع النبات زي حاجة خدناها في المنهج بتاعنا اسمها إندول حمض الخليج.
العالم بويرسون جونسون هو اول واحد اشار الى كلمه الاوكسينات او المواد الكيميائيه او الرسائل الكيميائيه اللي بتخلق في القمم الناميه. تفرز الاوكسينات دايما من القمم الناميه والبراعم النباتيه اللي هو بنسميه مكان الاستقبال، وتاثر في مكان الاستجابه اللي هو ايه بقى مكان الاستجابه؟ اللي هو الجزء اللي بنقول عليه اما الساق او الاوراق او الجذور اللي هو يحصل فيها استجابه بالنسبه للكائن الحي النباتات اللي هو الجزء الخاص بالنبات. طيب لما كان ستارلينج قطع الاتصال العصبي اللي موجود في البنكرياس، فالعمليات الهضم بتتم لكن بسرعه ايه؟ بسرعه اقل. للتعرف على الهرمونات يمكن ذلك من خلال دراسه تاثيرها والاعراض التي تسبب الخلل فيها. عايز اعرف هرمون معين لازم ادرس تاثيره وادرس الخلل اللي بيعمله واشوف هل في تضخم في المكان ده من ازاله او من عمليه جراحيه تمت على المكان ده او لا. يعني على سبيل المثال الغده تضخمت بنشيلها، طب والله الغده دي لما تضخمت وشلناها هل الجسم اتاثر؟ هل حصل تاثير على النمو؟ هل حصل تاثير على عمليات الايض؟ هل كان في مشكله في انتاج الطاقه؟ هل كان في مشكله بالنسبه للكائن ده او لا؟ طيب لو ما فيش مشكله يبقى الغده دي ما كانش لها لازمه او وظيفتها ما كانش مهمه بالنسبه للجسم بصوره كبيره او مش واضحه في الجسم بصوره كبيره، فكده تم ازالتها وعرفنا بعد كده تاثيرها على الجسم كان شكله ايه. طيب بنعرف كمان التركيب الكيميائي للهرمون، انا عندنا هرمون لازم اشوف التركيب الكيميائي بتاع الهرمون ده عشان اشوف هل هو هرمون استرويدي او هرمون من احماض امينيه فقط او من سلاسل عديد بيبتايد عشان اعرف تاثيره والمستقبلات اللي بيشتغل عليها عشان بعد كده نبدا نعالج لو حصل فيه خلل. ايه كمان؟ عندنا هرمونات البروتينيه دي بتدوب في الميه، لما يجي يقول لك هرمونات تدوب في الماء معنى كلمه تدوب في الماء اللي هو الماء اللي هو المذيب القطبي يعني ايه؟ يعني سهله الحمل في تيار الميه. الميه بتخليها لينه شويه وبتعرف تتحمل او تنتقل خلال تيارات الميه، اما الهرمونات الاسترولية فدي بتدوب في البنزين او كنا خدنا حاجه اسمها رابع كلوريد الكربون ودي مذيبات بنسميها غير قطبيه. هرمون السيروكسين هو الوحيد اللي له القدره على عبور الاغشيه البلازميه. ليه بقى يا باشا؟ هو اسمه حمض امين تيروزين معاه عنصر اليود محاط بغلاف دهني يستطيع من خلاله النفاذ الى داخل الخليه، يعني مستقبلات هرمون السيروكسين بتكون فين؟ بتكون داخل الخليه بتاعه الكائن الحي. طيب معنى كده ان هو هرمون محاط بغلاف دهني، يعني هو هرمون حمض اميني يتبع البروتينات طبعا لكنه محاط بغلاف دهني، والغلاف الدهني هنا بيسهل الدخول والخروج من الاغشيه البلازميه بتاعتنا اللي هي بتتكون من الفوسفوليبيدات. تمام؟ طيب هنا الهرمونات اما محفزه لانسجه بالجسم او محفزه لغدد اخرى. في هرمونات بتبقى محفزه وطبعا في هرمونات مثبطه، بس لا بس معظم الهرمونات في جسمنا من النوع المحفز. اما محفزه للانسجه بالجسم او محفزه لغدد ايه؟ لغدد اخرى. اهميه الهرمونات في نمو الجسم والنضج الجنسي والتمثيل الغذائي وسلوك الانسان والاتزان الداخلي. وعندنا كلمه اتزان داخلي هو الحفاظ على مكونات الدم واتزان العناصر داخل الجسم. كلمة اتزان دي كلمة مهمة والله، لان احنا بناخدها حتى في الاتزان الداخلي بتاع مثلا الالدوسترون بيحافظ على عناصر الصوديوم والبوتاسيوم متزن داخل الدم والبول. عندنا مثلا الكالسيتونين بيحافظ على الكالسيوم في الدم، عندنا مثلا الانسولين بيحافظ على نسبة الجلوكوز هو الجلوكاجون. تمام؟ فدي عناصر اساسيه للدم، يبقى كلمه اتزان داخلي في الجسم هي عباره عن عمليه اتزان للعناصر والمكونات الاساسيه لبلازما الجسم، بما فيهم طبعا الاجسام المضاده، بما فيهم المواد الغذائيه، بما فيهم العناصر والفيتامينات والمعادن والى غيره، والميه طبعا، طبعا الميه ده جزء مهم جدا، يعني هرمون الـ DH من الهرمونات اللي بيحافظ برضه على الاتزان الداخلي للجسم. يبقى كده انت ممكن تجمل بعض الهرمونات اللي بتحافظ على الاتزان الداخلي للجسم، وده طبعا هنشوفه في التجميعه في الاخر ان شاء الله. عندنا كمان الغدد لها نوعين من الافراز، افراز داخلي في الدم او افراز خارجي او يكون داخل الجسم او خارج الجسم، وده الكلام احنا قلناه في اول الكلام بتاعنا. تمام؟ طيب يتحكم في الغدد اللي عندنا او افراز الغدد حاجه اسمها تغذيه الرجعه السلبيه. تغذية الرجعة السلبية دي بقى يا باشا هي اللي بتتحكم في جميع افرازات الجسم من الهرمونات وتنسيقها وتنظيمها. في عندنا تغذية رجعة سلبية وفي تغذية رجعة إيجابية اللي هو هرمون بيحفز إنتاج هرمون آخر، ودي خدناها في حتة تقريبا واحدة زي هرمون البروجسترون والاستروجين في أثناء الدورة الشهرية. هفكرك بيها سريعا كده ونرجع نكمل. كان هرمون الاستروجين أما كان بيفرز من حويصلة جراف خلال 10 ايام بعد المرحله بتاعت دوره الطمس او مرحله الطمس عامه سوري، كان هرمون الاستروجين بيزيد لعند ما يوصل يوم 12 فتركيزه يزيد في الدم فيرجع بتغذيه راجعه، هو راجع للمخ
يقول للمخ ان احنا هرمون الاستروجين زاد في الدم بصوره كبيره، فيا مخ اتحفز عشان تحرر ال LH، فده هرمون بيروح ياثر على المخ عشان الاستروجين يتظبط، بس عن طريق انه بيحفز المخ انه يفرز هرمون ال LH، فدي اسمها تغذيه راجعه ايجابيه. اما باقي يعني العمليات في الجسم ممكن نحسبها بطريقه التغذيه الراجعه السلبيه والايجابيه طبعا مع مراعاه العلاقات البيانيه. يعني ايه العلاقات البيانيه دي؟ يعني انا ممكن اجيب لك مثلا هرمون اسمه كالسيتونين والكالسيوم، الكالسيوم احط لك كالسيوم في الدم واقول لك هنا الكالسيتونين، الكالسيتونين لما بيزيد الكالسيوم في الدم بايه؟ بيقل. طب لو عكست العلاقه البيانيه، احنا بنعتمد على محور السينات، لو حطيت هنا الكالسيتونين عملت علاقه بيانيه هنا، الكالسيتونين هو على محور الصادات والكالسيوم هو على محور السينات، يعني عملت هنا كالسيوم وعملت هنا كالسيتونين، الكالسيوم بيزيد في الدم. خلي بالك برضو المؤشر هنا بيقول لك كالسيوم الدم او كالسيوم البول، بس انا بتكلم على كالسيوم الدم. لو تلاقي كالسيوم الدم بيزيد معناها ايه؟ معناها الكالسيتونين كمان هيزيد عشان يخفض الكالسيوم الموجود في الدم، فالعلاقه هنا اصبحت طرديه. يبقى انت بتعتمد على العلاقه البيانيه او بتعمل مراعاه للعلاقه البيانيه اللي قدام منك دي. طيب ايه كمان؟ في عندنا حاجه اسمها الغدد لها دور مناعي، في غدد في الجسم لها دور مناعي في الجسم عندنا، تمام، زي الغده اللعابيه بتفرز انزيمات مواد قاتله، وفي كمان الغدد، احنا بنتكلم على الغدد عامه، في غده عرقيه بتفرز ماده ملحيه عشان تقتل الميكروبات، الدمعيه فيها برضو مواد محلله، التيموسيه ودي بتعمل نضج الخلايا التائيه، في نفس الوقت الخلايا التائيه هي بقى طبعا لها دور في المناعه الخلويه عندنا، وده طبعا الجزء الخاص في المناعه. الرقيه من ضمن الغدد اللي بتحافظ على سلامه الجلد والشعر، نسيج الغدي بالمعده بيفرز هرمون الجاسترين، ده بيحفز انتاج الاتش اس ال اللي بيعمل على قتل مين؟ على قتل الميكروبات. والجاسترين، بص بقى، الجاسترين بيكسر الانسولين او بيكسر اي هرمون تاني، دي معلومه برضو كده لازم تحطها في دماغك كويس، يعني ممكن هرمون مين يكسر الهرمونات الاخرى؟ تقول هرمون الجاسترين اذا اتاخد عن طريق الفم، دي برضو حته مهمه تخلي بالك منها. لو احنا اخذنا الهرمون ده عن طريق الفم اللي هو هرمون الانسولين على سبيل المثال، ده هرمون بروتيني، فالهرمونات البروتينيه قد يتم تكسيرها اذا تم تناولها بالفم عن طريق هرمون الجاسترين، يبقى هرمون قد يعمل على تكسير الهرمونات البروتينيه الداخله عن طريق الفم تقول له هرمون الجاسترين، لانه هو هرمون اصلا بيحفز انتاج الاتش سي ال وبيحفز انتاج البيبسينوجين اللي بيتحول بعد كده البيبسين عشان يهضم البروتينات لسلاسل العديد البيبتايد، فكده ممكن تتكسر الانسولين او الجلوكاجون او الادرينالين او اي هرمون اخر ما عدا الهرمونات الاسترويديه والسيروكسين، عشان السيروكسين عليه غلاف دهني عازل. تمام، عندك كمان حاجه لا يؤثر على السيروكسين عشان هو ذات طبيعه دهنيه، هرمون تؤثر على حزام الحوض الانثى هو هرمون الريلاكسين، ادي واحد ده بيعمل اتساع الارتفاق العاني عند الانثى عشان يزودوا على مدار حياتها طول ما هي عايشه. اول ما تتولد بتبدا الانثى يعني تكبر شويه بشويه لعند ما توصل مراحل بلوغ، وبعد مراحل بلوغ بيبقى في التزاوج، وبعد كده بعد الزواج بيكون ممكن يكون في حمل، فهرمون الريلاكسين بيفضل شغال مع البنت على الارتفاق العاني يوسع فيه جزء بجزء، عشان كده دايما بيكون الزاويه بتاعه الارتفاق العاني اكبر من الزاويه عند الذكر، وطبعا الحوض عندها بيكون اكثر اتساعا. الكالسيتونين كمان طبعا، لان الكالسيتونين بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الكالسيوم، وده منطقة الحوض، فبتكلم هنا على منطقة الحزام الحوضي. تمام، طيب في عندنا كمان هرمون البارثرمون وهرمون النمو اللي هو الجي اتش، تمام، واذا حبينا ندمج هرمونات تاني ممكن اقول لك السيروكسين والانسولين، لان الانسولين ده نسيج عظمي يعني في نوايا يعني بيتغذى، فمحتاج الانسولين اللي بيعمل خلل في الاغشية البلازمية عشان يدخل الجلوكوز جوه الخلية، ثم هرمون السيروكسين اللي بيحرق بقى الجلوكوز عشان يحرر منه الطاقه اللازمه للنمو. تمام، بس طبعا حاجات بعيده شويه، فاحنا نركز اكتر على الريلاكسين والكاسوتين والباراثرمون وهرمون النمو. معانا كمان ايه؟ معانا كمان الغده النخاميه. الغده النخاميه عندنا هي رئيس الغده الصماء، بتكون موجوده اسفل المخ، بها فصين امامي وخلفي، الامامي بيفرز 6 هرمونات، عشان كده قد يطلق على الفص الامامي هو الغده النخاميه لان في 6 هرمونات. طب الخلفي بيفرز 2 هرمون، الفص الامامي يتصل بالهايبوثالاموس باتصال شبكه دمويه، اتصال دموي، تمام، اما الفص الخلفي بيتصل بالهايبوثالاموس عن طريق محاول الخلايا العصبيه، لذلك هو اتصال ايه؟ اتصال عصبي، ويقوم الفص الخلفي بتخزين وتحرير الهرمونات في الدم المفرزه
من الخلايا العصبية المفرزة فقط. يبقى الخلايا العصبية اللي بتفرز هرمون من خلال جسم الخلية وينتقل عبر المحاور يتخزن في الفص الخلفي عشان يتحرر في الدم. طيب عندنا معلومة بتقول زيادة حامضات المعدة يعني نقص القاعدية. في عندنا مؤشر كده يا شباب اسمه البي اتش. البي اتش ده انا هوصفه لك كده بصورة كيميائية شوية. هنا بيبقى صفر، تمام، هنا سوري هنا 7، هنا صفر، هنا 14. ركز بقى معايا، لو انا رايح ناحية الصفر فانا بزود الحامضية فانا بقلل القاعدية، تمام. يبقى هنا اقدر اقول هنا في الاتجاه ده كده البي اتش مالها بتقل، صح، يعني بتقل الحامضية، لان البي اتش ده هو او الاس الهيدروجيني هو تركيز الهيدروجين في المحلول، فالبي اتش في الاتجاه ده اتجاه صفر بتقل، يعني الحامضية بتزيد، تمام. هنا البي اتش هنا بتزيد، الحامضية بتزيد والبي اتش هنا بتزيد. طب هنا البي اتش، لا معلش انا هرجع للجزء ده مرة تانية، جزء البي اتش ده انا هرجع له مرة تانية. انا هرسم لك الجزء بتاع البي اتش ده واقول لك احنا عندنا علاقة كده بين المعدل المؤشر بتاع صفر وصفر، وهنا 7 وهنا 14. البي اتش هو تركيز الهيدروجين في الدم، فتركيز الهيدروجين لما بيزيد الحامضية بتزيد، تمام. فبالنسبة لي هنا البي اتش كده بايه بيزيد، معنى ان البي اتش بيزيد ان الحامضية كده بتزيد القاعدية بتقل، تمام. يبقى الحامضية بتزيد والقاعدية بتقل. طيب لو جيت كده هقول لك يا استاذ تركيز الاو اتش هو اللي بيزيد مش البي اتش، تمام، ده اللي اسمها البي او اتش، هنا البي او اتش، فالبي او اتش هنا يا استاذ بتزيد، معناها ان القاعدية بتزيد فالحامضية بتقل. بص بقى على الجملة دي، زيادة الحامضية بتاعت المعدة معناها ان الحامضية بتزيد، يعني وجود اتش اس ال عالي معناها ان القاعدية كده بدأت تقل. طب بتقلل من افراز هرمون الجسترين، حلو خالص. ليه بقى؟ لان هرمون الجسترين لو زاد اكتر من اللازم هيزود ال HCL اكتر من اللازم، هيعمل قرحة معدة، دي بقى التغذية الراجعة السلبية، تمام. يبقى اذا كل ما زود ال HCL يعني الحموضية بتزيد، يعني القاعدية معناها ان هي بتقل، معنى كده ان في طعام موجود في المعدة، حلو خالص. وجود الطعام في المعدة معناها زيادة ال HCL معناها نقص هرمون الجسترين. ليه بقى؟ لان الجسترين هنا بيحصلوا تغذية راجعة سلبية، عشان لو زاد اكتر من لازم هيعمل تآكل في بطانة المعدة وجدار المعدة، تمام. طيب زيادة قاعدة المعدة يعني نقص الحامضية، دي بتقلل من افراز هرموني السكرتين والكولوسيستوكاينين. ايه دول يا استاذ؟ زيادة القاعدية في المعدة معناها ما فيش اكل، يعني المعدة ما فيهاش HCL، والHCL بيطلع اثناء وجود الطعام في المعدة، كده ما فيش HCL، فالحامضية بتقل، فالقاعدية بتزيد نسبيا، تمام. فبما ان ما فيش طعام في المعدة يبقى اذا مفيش طعام هيطلع الاثنى عشر، فالسكرتين والكولوسيستوكاينين مالهم تركيزهم هيبدا يقل عشان مفيش طعام خارج الاثنى عشر. هرمون الجسترين يؤثر على هضم البروتين فقط، وده الهرمون اللي بيعمل على هضم البروتينات، تمام. طيب في عندنا كمان حاجه اسمها زياده افراز الجسترين قد يصيب الانسان بقرحه المعده، وده احنا لسه قلنا من شويه لانه بيزود هرمون ال HCL، وبالتالي افراز الجسترين ده بيزود الهرمون الجسترين بيزود افراز ال HCL، وبالتالي يا صديقي العزيز هيفضل ال HCL زياده فيأثر على هضم المعده نفسها لنفسها، تمام. ده من حمايه ربنا لينا طبعا في هرمون الجسترين. طيب في هرمونات بتأثر على الغدد الثدييه، ماشي، مين بقى الهرمون بيأثر على الغدد الثدييه؟ خد يا عم عندك اول هرمون بيأثر على الغدد الثدييه هرمون الاستروجين رقم 1. امتى؟ في بدايه مراحل البلوغ، يعني بيبدا هرمون الجسترين مسؤول عن كبر حجم الثدييين عند الانثى وبيبدا ينمي فيهم جزءا فجزءا، يبقى اول هرمون بيشتغل عليهم هو هرمون الجسترين. طبعا خلي بالك ما تنساش عندنا هرمون الجي اتش اللي كان بيحفز انقسامات ميتوزي، والاستروجين دلوقتي كده بيحفز برضه انقسامات ميتوزي، والبروجسترون برضه بيحفز انقسامات ميتوزيه، بس على مين؟ على الثدي وعلى بطانه الرحم، تمام. طيب الاستروجين كان قبل منه خالص كان في هرمون اسمه الجي اتش، وكان في برضه الثيروكسين اللي بيدخل جوه الخلايا عشان يديها الطاقه، وكان في الانسولين. بس خلينا نشوف الهرمونات تبعا للمنهج بتاعك. هرمون الاستروجين
ده بيأثر على الغدة الثدية. بعد منه هرمون البروجسترون ده بينظم التغيرات اللي بتحدث في الغدة الثدية ويجهز، ده تجهيز الثدي. ثم هرمون البرولاكتين مسؤول عن افراز اللبن في اواخر الحمل طبعا، وبعد كده هرمون الاوكسيتوسين اللي بيبقى ليه اثر مشجع لاندفاع الحليب استجابة لعملية اللمس، اللي هي بتبقى لازم اللمس ده يبقى بمحفز عصبي سريع زي ما بيحصل اثناء لمس الجنين لثدي الام او اثناء عمليه الرضاعه. فبالتالي بيفرز الاكسيتوسين بتاثير عصبي جدا، بيحرر وينتج من الفص الخلفي للغده النخاميه او الغدد المفرزه في الهايبوثالاموس، ويخزن في الفص الخلفي وبعدين يحرر في الدم مباشره عشان يكون افرازه افراز عصبي سريع لاستجابه عمليه مين؟ الرضاعه. طيب الجدول ده بيوضح الهرمونات الاساسيه المسؤوله عن الحركه في الانسان. عندنا مثلا الجهاز العضلي ده بيحتاج حاجه زي مثلا جزيئات الاي تي بي. طيب جزيئات الاي تي بي الهرمونات المطلوبه ليها عشان تساعدها سيروكسين والانسولين والكورتيزون والكورتيكوسترون والادرينالين والنور والسوري والنور ادرينالين ومعانا كمان الجلوكاجون. دي هرمونات بتحفز ايه؟ الهرمونات دي بتحفز انتاج الجلوكوز او تحرير الجلوكوز او حرق الجلوكوز او امتصاص الجلوكوز. يعني السيروكسين بيمتص الجلوكوز من الامعاء والقناه الهضميه للدم، الانسولين بيعمل خلل في الاغشيه البلازميه عشان يدخل الجلوكوز للدم، الكورتيزون والكورتيكوسترون بينظموا ايضا المواد الكربوهيدراتيه، وطبعا لو ما فيش كربوهيدرات في الجسم فبيلجأوا لاستخدام البروتين والدهون المخزنه في الجسم عشان برضو يكسروها ويطلعوا منها الجلوكوز. الادرينالين نفس الكلام بيروح يشتغل على الجليكوجين المخزن في الكبد والعضلات ويحرره، والجلوكاجون بيروح يشتغل على الجليكوجين المخزن في الكبد فقط عشان ملوش مستقبلات على العضلات ويكسره ويخليه جلوكوز زائد في الدم عشان الانسولين يدخله جوه الخليه عشان السيروكسين يحرقه في وجود الاكسجين طبعا عشان يديني مين؟ الاي تي بي. فطبعا ده بيشتغل معانا كده على الجهاز العضلي. موجود كمان انت الصوديوم. الصوديوم ده هو الايون الناقل للسرعه العصبيه، وبيشتغل عليه هنا او بيتاثر به هرمون الالدوسترون. في كمان ايونات الكالسيوم، هرمون الباراثورمون، وفي كمان ايون الكالسيوم في هرمون الباراثورمون في الجهاز العصبي. تمام، لان احنا كنا بنقول ايونات الكالسيوم لو نقصت عند الشق التشابكي فبالتالي بتسيب المكان فاضي للصوديوم انه يندفع على البوابات بتاعته، فممكن يحصل نقص هرمون الباراثورمون الى نقص الكالسيوم اللي موجود في الدم، فبالتالي البوابات بتبقى مفتوحه فبيحصل شد عضلي او تشنج عضلي بسبب نقص هرمون الباراثورمون. طيب ونسيج العظام طبعا في الجهاز الهيكلي بيشتغل عليه هرمون النمو، والعظام كمان بيشتغل على الكالسيتونين والباراثورمون. معناته الكالسيوم في العظام هرمون مين؟ هرمون الكالسيتونين. كلود بيرنر درس وظائف الكبد واعتبر ان الكبد له وظيفتين، الصفراء افراز خارجي قنوي، وده اعتقاد صحيح. السكر المدخل في الكبد ده اعتقاد خاطئ، هو اعتبره افراز داخلي يعني كانه غده صماء، وده طبعا اعتقاد خاطئ. لمين؟ لكلود بيرنر. الهرمونات الاسترويديه يمكن استخدامها كاقراص طبعا، لان ديت ممكن تناولها عن طريق الفم، وكمان هنا مش هتتاثر بالانزيمات الهاضمه في المعده. عندنا وظائف لباقي الهرمونات، على سبيل المثال عندنا هنا هرمون وليكن هرمون التستوستيرون الاندوسترون، مكان افراز الغده التناسليه، الخلايا البينيه في الخصيه. تمام، دي الخلايا البينيه. خلي بالكم كلمه خلايا بينيه عدت علينا كتير في المنهج، انا هقولها لك مره واحده كده مع بعض. كلمه خلايا بينيه عدت علينا في الخصيه اهي، اللي بتفرز التستوستيرون الاندوسترون، ودي بتعمل على نمو البروستاتا والحصوات المنويه وظهور الصفات الجنسية الثانوية، وكمان بتساعد في نمو العضلات. ما تنساش ديت يعني بتساعد هرمون الـ GH. تمام؟ في عندك كمان الاستروجين، أو خلينا نكمل الجزء بتاع الخلايا البينية. في حاجة اسمها الخلايا البينية في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية فيها جزئين، جزء بتأثر بالغدة النخامية اللي هي الخلايا الحويصلية اللي بتفرز هرمون السيروكسين اللي بيجي يشتغل عليها هرمون الـ TSH من الغدة النخامية. أما الجزء اللي ما بين الحويصلات ده بيفرز هرمون الكالسيتونين، وده بيتاثر بعنصر الكالسيوم الموجود في الدم، يعني مش بيتاثر بهرمونات الغده النخاميه، يعني مش كل الغده الدرقيه بتتاثر بهرمونات الغده النخاميه. طيب خدنا كمان حاجه اسمها الخلايا البينيه اللي موجوده في البنكرياس. البنكرياس فيه خلايا بينيه اللي بتبقى موجود فيها جزر لانجرهانز اللي فيها خلايا بيتا والفا اللي مسؤوله عن افراز الانسولين والجلوكاجون. في عندك كمان حاجه اسمها خلايا بينيه خدناها موجوده في الخميره او موجوده في الهيدرا والاسفنج، وكنا بنقول الجزء الخلايا البينيه ده كان بيبقى مسؤول عن نمو البراعم في الخميره والهيدرا والاسفنج. نكمل من هنا، معنا الاستروجين
ده مسؤول مكان افرازه، بيفرز من حوصلات جلاف، وطبعا فيه هرمونات شبه للاستروجين والبروجسترون والاندروسترون والتستوستيرون اللي بتفرز من القشره بتاعه الغده الكظريه. ده مسؤول عن كبر حجم الثدين وتنظيم دوره الطمس. الجسترين ده بيفرز من المعده وبيحس المعده افراز عصير المعدي. وعندك الكولوسيستوكاينين والسكرتين، دي هرمونات بتفرز من الامعاء الدقيقه، القشره المبطن للامعاء، وده كده جزء اهو مش غده صماء لكن عباره عن غشاء مبطن للاثنى عشر، وهو ده اللي بيفرز الهرمونات وبينقل عبر الدم طبعا للبنكرياس عشان ياثر على البنكرياس لافراز هرموناته. ركز في الحته دي كويس، البنكرياس بيفرز هرمونين وبيتاثر بهرمونين. بيفرز هرمونين اللي هما الانسولين والجلوكاجون نتيجه وجود سكر الجلوكوز في الدم. فاذا نقدر نقول ايه؟ ماده تؤثر على البنكرياس لانتاج هرموناته، ماده الجلوكوز. او نقدر نقول هرمونين يؤثران على البنكرياس لانتاج ماده، السكرتين والاستروجين. طبعا دول بيأثروا على البنكرياس عشان ينتج العصاره الهاضمه. الاوكسينات دي بتفرز من القمم النباتيه او البراعم الناميه، وبيتحكم في موعد تفتح الازهار وتساقط الاوراق ونضج الثمار، وطبعا بيساعد الانسان في اقطاع النبات عشان طبعا الهندسه الوراثيه او التربيه النباتيه اللي بنحتاجها. هرمونات المبيض، عندنا الاستروجين ده بيفرز من حوصلات جلاف مسؤول عن كبر حجم الثدين. عندنا دول في المبيض، بروجسترون ده بيفرز من الجسم الاصفر والمشيمه، تمام، وطبعا بينظم دوره الطمس او دوره الحمل، سوري دوره الحمل. الريلاكسين ده الجسم الاصفر والمشيمه والرحم، وده بيعمل ارتفاق العيني عند طبعا الانثى وبيسهل طبعا الجزء ده عشان خاطر يسهل عمليه الولاده. في عندنا انتظام دوره الحمل عند الانثى زي التغيرات الدمويه المبطنه للرحم، ده هرمون البروجسترون طبعا او الهرمونات البروجسترون ده يعني احنا بنقدر نقول الهرمونات المبيضيه بتاثر على الدورات الرحميه، او الدوره المبيضيه بتاثر على الدوره الرحميه فعلا، لان الهرمونات اللي بتفرز من المبيض زي الاستروجين والبروجسترون بيأثروا على الدوره المبيضيه الدوره الرحميه اللي هو انضاج ونمو بطنه الرحم ونقصها اثناء عمليه الدوره الشهريه او اثناء التبويض، تمام. في عندنا هرمونات بتحافظ على التوازن الداخلي للجسم زي الميه. دلوقتي هنكمل مع هرمونات حفظ التوازن الداخلي للجسم، الميه والاملاح. عارفين احنا كلمه حفظ التوازن داخلي للجسم دي يعني احنا بنتكلم على الدم وكل محتوياته وكل مكوناته. يعني ايه؟ عندنا بلازما الدم على سبيل المثال، البلازما بما فيها من ماء والاملاح والسكريات والاحماض الامينيه والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم. فعلى سبيل المثال ال ADH، ال ADH بيحافظ عندي هنا ال ADH. انا قصه ال ADH دي قصه ظريفه شويه لازم نحكيها عشان هو بصراحه هرمون مهم وفي نفس الوقت يعني اسئلته تبقى برضو فيها تشابك كتير. ال ADH بيشتغل على البول وبيشتغل على الدم. ركز بقى هنا، عندي الدم وعندي البول، تمام. هنعمل ايه؟ هو ال ADH بيروح يشتغل على النفرون. بيعمل ايه في النفرون؟ يعني مستقبلاته موجودة على النفرون. بيعمل ايه في النفرون؟ بيرجع المية مرة تانية من البول للدم، يعني بياخد المية اللي جاية من البول بيرجعها مرة تانية للدم. فتعال نشوف لما ال ADH هنا في الدم، في حالة ال ADH لما يزداد ايه اللي هيحصل في الدم؟ اول حاجة كمية الماء في الدم تزداد، وبعدين حجم الدم يزداد، وبعدين ضغط الدم يزداد، وبعدين لما ضغط الدم يزداد حجم الدم يزداد كمية المية زادت، فبالتالي معدل ضربات القلب هيرتفع. حلو، خد عندك كمان كمية الأملاح هتفضل ثابتة. ليه؟ لأن أنا عندي كمية مثلا 50 ملح 60 ملح مثلا، يعني 70 أيون 20 أيون 100 أيون أيا كان كمية الأيونات، الكمية ثابتة. لكن تركيز الدم وتركيز البول إيه اللي هيحصل فيها عند ذات الـ ADH؟ بص بقى، تركيز الدم هيقل. ليه؟ عشان خاطر كمية المية زادت، فبالتالي الضغط الاسموزي للدم، هنقول هنا كلمة الضغط الاسموزي. ركز بقى الفرق بين الاتنين، في كلمة اسمها الضغط الاسموزي في كلمة اسمها ضغط الدم.
ضغط الدم يزداد ماشي عشان كمية الدم وحجم الدم زاد، أما الضغط الأسموزي اللي هو كمية الملح، سوري تركيز الملح في الدم ده هيبقى إيه؟ تركيز الملح في الدم هيقل، فالضغط الأسموزي هيقل، يبقى زيادة الـ ADH بتقلل ضغط الأسموزي بترفع ضغط الدم في الكليتين. طيب إيه كمان؟ طب إحنا سحبنا المية منين؟ سحبناها من البول، فتركيز البول هي إيه؟ هيزيد، يبقى تركيز البول عندنا هيزيد، أما تركيز الدم هو اللي هيقل عشان ضغط الاسموزي هيقل. على عكس بقى ان حتى نشوف البول هيحصل فيه ايه، حجم البول هيقل، كمية البول هتقل، طب تركيز البول مش احنا سحبنا منه المية، يبقى تركيز هيزيد، يبقى اذا ضغط الاسموزي بتاع البول هي ايه، ده ضغط الاسموزي بتاع البول هيحصل له ايه، هيزداد. حلو خالص، لان زياده الملح فيه زودت الضغط الاسموزي، لكن كميه البول وحجم البول نفسهم قلوا، وحجم الميه اللي في البول بدات تقل، فتركيز البول هيزيد. تمام، ده شغل الاي دي اتش. فالاي دي اتش هنا بيعمل على تقليل كميه البول وعاد امصاص الماء مره ثانيه. الكالسيتونين والباراسلمون بيعملوا على حفظ مستوى الكالسيوم في الدم للمعدل الطبيعي. الكالسيتونين بيقلل كالسيوم الدم، حبيب العظام ده بيحب العظام وبيمنع امتصاص الكالسيوم من الامعاء وبيمنع امتصاص الكالسيوم من النفرون مره تانية. تمام، اما الباراثورمون فده بيحافظ على مستوى الكالسيوم في الدم عن طريق ان هو بيسحبه مره تانية من العظام او بيعمل على امتصاصه من النفرون والامعاء للدم مره تانية او يسحبه من العظام عشان يزود مستوى الكالسيوم في الدم. طيب زياده الكالسيتونين دي تزود الصلابه بتاعه العظام، تمام، ولو زاد الكالسيتونين فالكالسيوم اللي في الدم هيقل، فبالتالي يحصل تشنج عضلي. ليه؟ عشان الكالسيوم اللي في الدم ده بدأ ينخفض، فيحصل انه مضخات الكالسيوم اللي موجوده او البوابات بتاعه الصوديوم اللي موجوده بين الشق التشابكي بين الليفه العصبيه والعضليه هتبقى عليها صوديوم كتير، فالصوديوم هيندفع على البوابات فيعمل تشنج عضلي. طب لو نقص الباراثرمون نفس الكلام برضو، الكالسيوم في الدم هيقل، يبقى انا بالنسبه لي زياده الكالسيتونين او نقص الباراثرمون هيزود التشنج العضلي. الالدوستيرون ده بيعمل اعاده امتصاص الاملاح، وهو ده هرمون معدني بيشتغل على على عنصر الصوديوم، فبيطرد الصوديوم من البول، او بمعنى اصح بيزود صوديوم الدم ويطرد البوتاسيوم من الدم يزوده فين؟ في البول. طيب الانسولين، عندنا الانسولين بيحافظ على معدل ومستوى السكر بتاع الدم الجلوكوز تمام، والجلوكاجون نفس الكلام بيحافظ برضو على معدل او مستوى السكر الجلوكوز بتاع الدم، فبالتالي اي مكون عندنا للبلازما بتاع الدم بنسميه اتزان داخلي. عندنا هرمونات عملية الايض زي هرمون الجي اتش وهرمون السيروكسين وهرمون الكورتيزون والكورتيكوستيرون والانسولين. هرمون السيروكسين ده بيتحكم في معدل الايض الاساسي للجسم اللي هو بنسميه معدل الهدم او معدل الهدم بتاعه، فهو بيساعد في عملية الهدم. طيب الانسولين بيساعد برضه في الهدم بس بسرعة غير مباشرة. ازاي؟ الانسولين بيعمل خلل في الغشاء البلازمي للخلية. فالانسولين عندنا الانسولين ليه 3 ادوار بيشتغل بيهم او بالطريقة بتاعته بيشتغل عن طريق، اول حاجة هو بيعمل خلل في غشاء الخلية بتاعة الجسم الكائن الحي او بيعمل خلل في نفاذية الغشاء، فبيسمح ب رقم واحد دخول الجلوكوز لفين؟ للخلية عشان يحصل له احتراق بواسطة السيروكسين، يبقى كده الانسولين ليه دور هدمي بس بطريقة غير مباشرة. طيب ايه تاني؟ رقم 2 بيزود الجلوكوز في الكبد والعضلات، فبيزود الجلوكوز داخل الكبد والعضلات، وبعد كده بيعمل تخزين للجلوكوز داخل الأنسجة الدهنية في صورة في صورة طبعا متحولة من الجلوكوز للصورة الدهنية، او الجلوكوز بيتحول الى جلوكوجين، فالانسولين بيزود بناء الجلوكوجين وبيزود بناء الدهون في الجسم. تمام، يبقى احنا بالنسبه لنا كده الانسولين هيعمل دور هدم ودورين بناء. تمام، طيب ده من هرمونات الايض. الكورتيزون والكورتيكوستيرون بينظموا ايضا الكربوهيدرات الموجوده في الجسم تنظيم ليها، والانسولين طبعا بيعمل حث على اكسده الجلوكوز، فكده ليه دور هدم وبيحفز تحويل الجلوكوز للجلوكوجين فيخزن، وكمان يحوله الى ماده دهنيه فبيعمل عمليه بناء، فالدور البنائي للانسولين اكتر من دور الهدم.
هرمونات التمثيل الغذائي وعمليات الايض. هرمون الجي اتش اللي هو هرمون النمو بيتحكم في عمليات الايض وخاصه تصنيع البروتين وبالتالي التحكم في النمو. هرمون النمو اللي هو الجي اتش بيتحكم في تصنيع الاحماض الامينيه وبيظبط او يزود انتاج البروتين داخل الجسم. الثيروكسين بيتحكم في معدل الايض الاساسي بالجسم اللي هو الهدم لانتاج الطاقه والاي تي بي، وطبعا هنا بيزيد استخدام الاكسجين وبيزود معدل اخراج ثاني اكسيد الكربون من الجسم، فبالتالي مع زياده الثيروكسين بيزيد استهلاك الاكسجين وبيزيد نسبه ثاني اكسيد الكربون الخارجه من الجسم نتيجه الاحتراق الزياده وانتاج كميه عاليه من الاي تي بي. كورتيزون والكورتيكوسترون بينظموا عمليه ايض المواد السكريه والدهون، واحنا زي ما قلنا الجلوكوز فوق بيعمل ايه مع الانسولين. طيب هرمونات بتاثر على الغدد الثدييه زي ما قلنا قبل كده بالترتيب، رقم واحد استروجين، بروجسترون، ثم برولاكتين، ثم الاكسيتوسين. هرمونات النضج الجنسي في الذكر الاف اس اتش وبنسميه الهرمون المحوصل، والال اتش بنسميه الهرمون المصفر. ده بيعمل على تكوين الاف اس اتش، بيعمل تكوين انبوبات الخصيه المنويه وتكوين حالات منويه عند البلوغ عند الذكر، وكمان بيحث الانثى على انتاج في الانثى الاف اس اتش ليه دور في تكوين الحويصلات بتاعه جلاف داخل المبيض تحويلها الى حويصلات جلاف في مرحله النضج. طب ال اتش في الذكر بيعمل ايه؟ بيعمل على تكوين الخلايا البينيه في الخصيه، وكمان تنبيهها لافراز هرمونات الذكوره اللي هم التستوستيرون والاندروسترون. تمام، الاندروسترون والتستوستيرون دي هرمونات الذكوره بيعملوا على نمو البروستاتا والحصيتين المنويتين وظهور طبعا الصفات الجنسيه عند الذكر عند البلوغ. طب الاف اس اتش والال اتش عند الانثى بيعملوا ايه؟ الاف اس اتش انضاج حصيله جلاف تمام في مرحله النضج، ال اتش بيعمل على 3 ت ت ت ت تفجير حصيله جلاف، تحرير البويضه، تكوين الجسم الاصفر، فاحنا بنقول لهم 3 ت. الاستروجين ده بيسمى الاستراديول وبيظهر الصفات الجنسيه الثانويه في الانثى عند البلوغ زي نمو الغدد الثدييه وتنظيم الدوره الشهريه اللي هي دوره الطمس. طيب هرمونات ترتبط فتره الحمل، عندنا البروجسترون ده بينظم دوره الحمل وكمان بيمنع التبويض، يعني بيعمل على نفس مكانه مره ثانيه زي هرمون الجسترين اللي بيشتغل على نفس مكانه، زي تيموسين اللي بيفرز برضه يعمل في نفس مكانه، فدي هرمونات بتفرز تعمل في نفس مكانها. السيروكسين برضه نفس الكلام، الانسولين بنفس الكلام بيفرز ويعمل في مكانه، بس الانسولين والسيروكسين بيعملوا في جميع اجزاء الجسم، لكن البروجسترون بيشتغل على المبيض عشان يوقف التبويض في المبيض، الجسترين بيشتغل على المعده، لكن لازم يفرز الهرمون في الدم ويلف دورته في الدم بصوره طبيعيه ويرجع يشتغل على المكان اللي انتجه مره ثانيه. طيب كمان اللاكسين ده بيزيد افرازه عند نهايه فتره الحمل ليعمل على الارتفاق العيني عشان يسهل عمليه الولاده. الاكسيتوسين طبعا ده له علاقه مع تنظيم تقرصات الرحم ويزيد شدتها اثناء الولاده من اجل اخراج الجنين. الاكسيتوسين طبعا لو زاد اثناء الحمل في 3 شهور الاولى ممكن يعمل على الاجهاض او ما بعده يعني او ما بعد كده، لكن الاكسيتوسين لو زاد في مراحل بعد الولاده ده زيادته مفيده طبعا عشان بيعمل على ادرار اللبن بالنسبه للرضاعه الطبيعيه عند الام. هرمونات ترتبط مع عمليه الهضم، يعني ارجع بس الاكسيتوسين كده، احنا كنا بنتكلم على الاكسيتوسين قبل كده قلنا ان الاكسيتوسين ده لو زاد في اثناء الحمل ممكن يعمل على الاجهاض، وهو نفس الكلام بينه وبين الجسم الاصفر ان احنا لو شلنا المبيض اللي مكون للبويضه اللي نتج منه البويضه يعني وفيه الجسم الاصفر، فتم ازاله المبيض زاد الجسم الاصفر اللي طلع منه البويضه، فده ممكن يعمل برضو عمليه اجهاض بالنسبه للجنين في ال3 شهور الاولى. اما بعد 3 شهور الاولى لو شلنا المبيض اللي هو كون البويضه مفيش مشكله طبعا، لانه ده بيبقى فيه المشيمه حلت محل الجسم الاصفر. هرمونات ترتبط مع عمليه الهضم، عندنا الجاسترين ده بينتقل عبر الدم الى المعده، يعني بيفرز من الغشاء البطني للمعده ويعمل على المعده مره اخرى لافراز العصير المعدي، وطبعا بيقل بعد زياده ال HCL يعني زياده الحموضه، بيفضل الجاسترين يقل مره ثانيه عشان دي تغذيه راجعه سلبيه. سكرتين وكولستوكينين دول بينتقلان عبر الدم، هرمونان يعملان على البنكرياس عشان طلع عصارته الهاضمه او العصاره البنكرياسيه ولإنتاج مادة، يبقى هرمونان يعملان على البنكرياس لإنتاج مادة ودول بيفرزوا من الغشاء البطني الاثنى عشر. في عندنا هرمونات النقل العصبي الألدوسترون، وده بيعمل ضبط مستوى الصوديوم في الدم المسؤول عن استجابة الليفة العضلية للمؤثر العصبي، وطبعا طرد البوتاسيوم الزائد في البول أو بيقلله في الدم. كمان عندنا الباراثورمون والكالستونين ده ضبط مستوى الكالسيوم في الدم، وهرمونات الأنوثة زي الاستروجين، هرمون الرضاعه زي البرولاكتين والاكسيتوسين، وهرمونات تفرز بتاثير هرموني، عندنا السيروكسين يفرز بتاثير تي اس اتش،
استروجين يفرز بتاثير الاف اس اتش، تستوستيرون واندروسترون وبروجسترون يفرز بتاثير ال اتش، الكورتيزون والاندروسترون والكورتيكوسترون يفرز بتاثير الاي سي تي اتش، ده طبعا الهرمونات اللي بتبقى موجوده في الفص الامامي للغده النخاميه. هرمون ضغط الدم الطبيعي اللي هو من 80 ل 120، 80 في حاله الانبساط، 120 في حاله الانقباض، الادرينالين والنور ادرينالين يعمل على القلب، ودي هرمونات سريعه بتاثير عصبي في ظروف الطوارئ طبعا، والاي دي اتش والفي اتش بيعمل تدريجيا على الاوعيه الدمويه. في عندنا هرمونات تفرز بتاثير عصبي الاسرع في الافراز زي الغده الصماء واسمه الشهره والمكان بتاعها. الغده الصماء هي الغده النخاميه طبعا، دي رئيس الغده الصماء، ودي بتكون موجودة أسفل المخ. في عندنا كمان الغدة الدرقية، دي غدة نشاط لها اسم تاني أو غدة فراشة أو الحويصلية، دي ملاصقة للقصبة الهوائية ويكون فيها برزخ من الأمام وبيلتصق بها من الخلف 4 غدد جراد درقية اللي هم غدة العظام، 4 غدد على جانبي الغدة الدرقية. الغدة الكظرية هي غدة انفعال أو غدة الحياة، وانفعال هنا معناه التفاعل، يعني احنا هنا مش انفعال عشان خاطر نتنرفز او نتضايق، لا ده انفعال معناها التفاعل مع الظروف البيئيه المحيطه. في دي بتبقى موجوده فوق الكليه تمام. طيب غده البنكرياس دي بتبقى منظمه للسكر، ودي بتبقى موجوده داخل تجويف البطن. في هرمونات بتؤثر على السكر في الدم، في عندنا هرمونات بتؤثر على السكر في الدم زي الانسولين والجلوكاجون، وفي الادرينالين والنور ادرينالين والسيروكسين والكورتيزون والكورتيكوسترون، وطبعا دي هرمونات بتأثر على مستوى السكر في الدم. الانسولين هو الوحيد اللي بيخفض مستوى السكر في الدم. طيب عندنا هرمونات اتزان الحرارة زي السيروكسين، بنسميها اتزان الحرارة ليه؟ لأن السيروكسين بينتج طاقة، والطاقة بتاعت السيروكسين هنا بيتزود معدل انتاج الاي تي بي في حال زيادة السيروكسين. هرمون التوتر العصبي والتهيج العصبي هو برضه سيروكسين. هرمون الصيام زي الجلوكاجون، في حالة الصيام احنا ما بيكونش عندنا كمية سكر كافية في الجسم، فبيلجأ جسمنا انه يلجأ لاستخدام الجلوكاجون المخزن في الكبد والعضلات. طيب لو حالة الكبد والعضلات ايه اللي بيشتغل هنا؟ لو الكبد هنشتغل بيه على الجلوكاجون، او الجلوكاجون هيشتغل على الكبد فقط عشان يكسر الجلوكاجين، لان الجلوكاجون ملوش مستقبلات على العضلات. طب لو في حالة طوارئ بيفرز عندنا هرمون الادرينالين وبيزود معدل تكسير الجلوكوجين الى جلوكوز مره تانية، بس الادرينالين والادرينالين بيفرزوا في حاله الطوارئ، يعني لو ان الشخص ده تعرق وتعب على اخر اليوم مثلا في الصيام بتاعه فيبدا الادرينالين يشتغل طبعا في دي حاله الطوارئ. اما في العادي بيبدا الجلوكاجون يكسر الجلوكوجين المخزن في الكبد في حاله الصيام. هرمون الفطار طبعا الانسولين اللي بيشتغل على الجلوكوز اللي زاد في الدم بعد امتصاصه، وطبعا اللي امتص الجلوكوز من الدم هو السيروكسين، رجعه او زود مستواه في الدم، فاول هرمون بيشتغل على الجلوكوز هو السيروكسين عشان يعمل له امتصاص من القنوات او من القنوات الهضميه او الامعاء الى الدم، فيرفع مستواه فيبدا الانسولين يحس بوجود الجلوكوز. يبقى خلي بالنا من الحته دي كويس، الجلوكوز والانسولين الاتنين دول بيشتغلوا بتاثير ماده زي الجلوكوز اللي موجوده في الدم. هرمون الإفاقة اللي هو الأدرينالين، وأو بنسميه الفازوبرسين في بعض الحالات، لأنه الدكاترة لو حب إن هو ينعش قلب مريض، الأدرينالين بيزود معدل ضربات القلب بسرعة عالية جدا وبيزود إنتاج الجلوكوز. وعلى فكرة كمان في حالة الخوف الشديدة لو تلاحظ إن الجسم عندنا بيبقى الأطراف بيبقى زرقاء شوية، أو بمعنى أصح لما بتخض جسمك بيبقى أزرق شوية أو أصفر شوية، يعني بنقول أنت لونك شاحب، وشك الدم راح منه او الدم هرب منه او ايدك. ليه؟ لان الدم كله بيبقى اتجمع في القلب، والقلب بيضخه الى العضلات، عشان احنا عندنا في حالة الادرينالين حاجة بنسميها فايت اور فلايت، يا تحارب فايت او فلايت، اهرب يا معلم بقى، لان انت كده ايه في خطر، في حاجة هتاكلك لو كلب بيجري وراك مثلا، او شفت حاجة خضتك، او حصل لك ظرف طارئ فجأة. وطبعا في حالة الحوادث برضو عشان ننعش القلب الدكتور بيحب ان هو او يفضل ان هو يستخدم ادرينالين بسرعة عالية. طبعا الفازوبرسين ليه دور كمان، ان الفازوبرسين هو الفي اتش اللي بيطلق عليه الاي دي اتش، اللي بيمنع خروج الميه من الجسم، فبالتالي بيمنع خروج الميه من الدم اثناء الحوادث او القطوع، فبالتالي بيحافظ على كميه الميه مره تانية، وبيحاول يرفع الضغط به الشخص مره تانية للجسم. في عندنا هرمونات اسمها هرمونات الحفز العضلي والنقل العصبي زي عنصر الصوديوم، وده بيتاثر بهرمون الالدوسترون
ده مسؤول عن استجابة العضلة للحفظ العصبي ونقل السائل العصبي داخل الليفة العضلية. في عنصر الكالسيوم وهرمونة الباراثورمون والكالسيتونين. ده الباراثورمون والكالسيتونين بيشتغلوا على الكالسيوم عشان دول مسؤول عن نقل السائل العصبي داخل الليفة العصبية. في عندنا هرمونات الطوارئ زي هرمونات خارجية أو طوارئ خارجية مثلا زي الخوف والتعب والقتال والتعصب مثلا والهروب، ده الأدرينالين والنور أدرينالين طبعا الكورتيزون بيشتغل معاهم كمان. في طوارئ داخلية زي الولادة والجفاف وعمليات الجراحية والنزيف، ده فقدان سوائل الجسم وده بيشتغل هنا الأكسيتوسين فيها بسرعة عالية وكمان معاه الفازو إبريسين. عندنا هرمونان يفرزان منغذتين مختلفتين بصورة متتالية ويتكامل عملهما الأدرينالين والأنسولين. شوف بقى دول بيفرزان من غدتين مختلفتين، الادرينالين بيفرز من نخاع الغده الكظريه والانسولين بيفرز من البنكرياس. عملهم بيتكامل ازاي؟ الادرينالين بيزود السكر في الدم والانسولين بيزيد هو كمان عشان يقلل السكر اللي في الدم يدخله في الكبد والعضلات، او بمعنى اصح العضلات بسرعه اكتر في حاله الخوف او حاله الرهبه او حاله القتال لان دي حاله طوارئ. فلو زاد الادرينالين يزيد معاه الانسولين. عندنا هرمون بيفرز من غدتين مختلفين في نفس الوقت زي المشيمة وبطانة الرحم، ده هرمون الريلاكسين. لو قال لك هرمون بيفرز من غدتين مختلفتين في أوقات مختلفة، جسم أصفر مثلا ومشيمة، تقول له بروجسترون. طب لو قال لك هرمون اتأثر بفصول السنة، تقول له الـ ADH أو الفازوبروسين اللي بيطلق عليه الـ VH، في ناس بتسميه VB هو فازوبروسين. هرمون يتأثر بالموقع الجغرافي طبعا السيروكسين، ده لأن احنا كنا بنقول في الأماكن الساحلية بيبقى فيها عنصر اليود بسرعة عالية، فبالتالي الأشخاص اللي بتعيش في الأماكن الساحلية ليها ثروة معدنية من عنصر اليود بتبقى عالية في جسمهم، وبالتالي هم بيكونوا أكثر نشاط من الأشخاص اللي بيعيشوا في الأماكن العادية. تمام. في عندنا هرمون يفرز من نوعين من الانسجه الغدديه المبيض وقشره الغده الكظريه، هو هرمون البروجسترون. وعشان الامانه العلميه برضو قشره الغده الكظريه مش بتفرز البروجسترون بشكل البروجسترون، لكن هو هرمونات مشتقه او بتبقى شبيهه للبروجسترون في التركيب والتاثير بتاعها. في عندنا هرمون يفرز من ثلاثه انواع من الانسجه الغديه، المبيض والمشيمه والجسم الاصفر. الثلاثه دول بيشتركوا في انتاج هرمون زي هرمون الريلاكسين اللي بيفرز من الرحم، هو نسيج غير ايه؟ غير غدي. يبقى اللاكسين بيفرز من الرحم وهو نسيج غير غدي. تمام. طيب عندنا هرمون بروتيني الوظيفة، طبعا اي هرمون بروتيني الوظيفة يعني هو بيشتغل هنا على البروتينات، لو انا لو هحدده بيشتغل على البروتينات وظيفته فهو هرمون الجي اتش، لكن معظم الهرمونات تركيبها من البروتين ما ننساش ده، انا بتكلم هنا على الوظيفة. هرمون يفرز ويؤثر في نفس العضو او نفس مكانه، طبعا الجاسترين عندنا والبروجسترون والتيموسين. احنا قلنا الجاسترين بيفرز يشتغل على المعدة، والبروجسترون بيفرز يشتغل على المبيض، والتيموسين بيفرز يشتغل على الغدة التيموسية، وطبعا السيروكسين بيشتغل برضو على نفس مكانه، بس السيروكسين بيشتغل على كل خلايا الجسم الحية عشان يديها الطاقة اللازمة لها، والانسولين نفس الكلام، والجي اتش برضو نفس الكلام، لكن دي بتبقى متخصصة اكتر على نفس مكانها اللي افرزت واشتغلت منه. تمام. في عندنا هرمون له فعلان متعاكسان، هدم وبناء، يؤدي وظيفة لعمليتين متعاكسان الأنسولين، لسه كنت بتقول من شوية. الأنسولين بيعمل على دخول الجلوكوز الخلية عشان يتكسر بواسطة السيروكسين أو يحترق بواسطة السيروكسين وإنتاج الطاقة، وله دور بناء داخل كبد العضلات. طيب هرمون يؤثر فقط على جزء من غدة، جزء بس، هرمون الاي سي تي اتش بس على جزء من غدة كظرية. طيب التي اس اتش بيأثر على الجزء الحويصلي في الغدة الدرقية لإنتاج هرمون السيروكسين، وده تي اس اتش والاي سي تي اتش بيفرزان من الفص الأمامي للغدة النخامية. في عندنا هرمون يؤثر على خلايا معينة فقط من غدة مشتركة، طبعا غدة مشتركة وخلايا معينة بس فيها، ال ال اتش يؤثر على الخلايا البينية. تمام. ده هرمون بس، طب في غدة مشتركة تاني عندنا زي البنكرياس، بس مش فيه هرمون، فيه هرمون بيأثر على الجزء الحويصلي فيها، وفي سكر بيأثر على الخلايا البينية اللي موجودة جزر لانجرهانز فيها عشان إنتاج خلايا بيتا وألفا للأنسولين والجلوكاجون. هرمون بيأثر على غدة صماء كاملة فقط التي اس اتش دون الخلايا البين حويصلية، ده هرمون يؤثر على غدة صماء كاملة فقط تي اس اتش، بس بيأثر على مين؟ على الجزء الخلايا البينية فقط، يعني هنا تي اس اتش دون الخلايا البينية او البين حويصلية. البين حويصلية
دي بتنتج هرمون الكالسيتونين، ودي بتاثر بعنصر الكالسيوم، اما تي اس اتش بيأثر على الجزء الحويصلي فيها فقط. فاحنا بنقول دون الخلايا البينيه، يعني كاني بتكلم على ان تي اس اتش بيأثر على الحويصلات وليست الخلايا البينيه. تمام. هرمون بيأثر على غده قنويه فقط، هرمون البرولاكتين، هرمون دهني التركيب، طبعا هرمونات قشره الغده الكظريه كلها دهنيه التركيب، ما نقولش السيروكسين لان السيروكسين هو حمض اميني لكن عليه غلاف دهني او غلاف من احماض دهنيه او بروت او دهن او دهني. في عندنا هرمون يؤثر على معدل ضربات القلب، الادرينالين والفي اتش. في عنصر كيميائي ناقص يؤدي لتشنجات عضليه مؤلمه، طبعا الكالسيوم، لان الكالسيوم هو كان المسؤول عن تفجير الحويصلات النقيه العصبيه في الشق القبل التشابكي وتحرير الاسيتايل كولين للشق التشابكي عشان يفتح بوابات الصوديوم، عشان اندفاع الصوديوم الى الليفه العضليه، عشان تحرير الكالسيوم مره تانية من مخازنه اللي كانت موجوده في الليفه العضليه، عشان تكوين الروابط المستعرضه اللي بتربط، او تكوين الروابط المستعرضه اللي بتربط بين الاكتين والمايوسين، فهي بتنشا من المايوسين وبتربط في الاكتين. فالكالسيوم هنا كده ليه دورين، دور ان هو بيفجر حويصلات نقله عصبيه، وبيخرج من المخازن في الليفه العضليه بتاعته عشان يكون الروابط المستعرضه. هرمون بروتين التركيب طبعا انسولين وغيره تم ذكرهم، زي الانسولين والجلوكاجون والادرينال والجي اتش والبرولاكتين والاف اس اتش والتي اس اتش والال اتش، دي كلها هرمونات نقدر نقول عليها هرمونات بروتين التركيب. طيب عندنا هرمون او غده يزداد افرازها عند الهياج العصبي. لو واحد عنده هياج عصبي ايه اللي يحصل؟ والله نقول له يا استاذ ان احنا عندنا الغده الدرقيه بتفرز هرمون الثيروكسين، سوري، عند الهياج العصبي النخاع الغده الكظريه ده بيفرز عند الهياج العصبي او التاثير العصبي ده بيفرز هرمون الادرينالين. طب عندنا غده يؤدي زياده افرازها الى تهيج عصبي، هنا يزداد افرازها عند الهياج العصبي لما واحد يكون متعصب او زعلان او متضايق، يعني نرفزه او ضيق او تشنج، فممكن يزيد معانا هرمونات نخاع الغده الكظريه زي الادرينالين والنور ادرينالين لا تاثير عصبي. اما لو اتفرز هرمون وهو اللي زود التهيج العصبي يبقى ده هرمون الثيروكسين. عنصر كيميائي زيادته تؤدي الى التوتر العصبي والتهيج، طبعا اليود عشان بيزود انتاج السيروكسين، بيرتبط مع الحمض الامين اللي اسمه تيروزين ويبدا يتكون. وعلى فكره السيروكسين قد يطلق عليه تي 3 او تي 4. تمام. طبعا هو ليها تحويله كيميائيه كده، بينشا الاول يبقى تي 4 وبعدين يتشال منه مجموعه يتحول لتي 3 وحوار كده كيميائيا. يعني في هرمون يؤثر على النقل السريع العصبي، طبعا هرمون البارس هرمون، عشان ده بيأثر في زيادة الكالسيوم اللي موجودة في الدم. هرمون مسؤول عن استجابة العضلة للحفظ، طبعا الألدسترون، عشان ده اللي بيمسؤول عن زيادة الصوديوم في الدم ونقصه في البول، أو زيادة البوتاسيوم في البول ونقصه في الدم، وبالتالي يبقى ده مسؤول عن إنتاج الصوديوم في ال أو استرداد الصوديوم أو زيادة الصوديوم في الدم. هرمونات تؤثر في ايضا مواد غذائيه بشكل غير مباشر، التي اس اتش والاس تي اتش. التي اس اتش بيروح يحفز الغده الدرقيه في الخلايا الحويصليه بتاعتها عشان تطلع سيروكسين، عشان يعمل احتراق او اكسده او هدم او تنفس خلوي هوائي بمعنى اصح، عشان ينتج الاي تي بي. وطبعا ما ننساش ان احنا هنا بننتج اي تي بي، فمعدل الشهية عند الشخص ده بيزيد ووزن الشخص ده بيقل لو ان السيروكسين زاد بكمية عالية عنده، وبيبقى ده من اعراض الجويتر الجحوظي اللي هي زيادة الحرارة ونقص الوزن وزيادة الشهية وارتفاع معدل التنفس وارتفاع معدل ضربات القلب وزيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون الناتجة من الجسم. الـ ACTH قد مواد غذائيه ازاي؟ انه بيروح اثر على قشره الغده الكظريه وبيحفزها لانتاج الكورتيزون والكورتيكوسترون اللي بينظموا ايضا المواد الكربوهيدراتيه. عندنا هرمونات تؤثر في ايضا المواد الغذائيه بشكل مباشر زي هرمون النمو والسيروكسين والكورتيزون والكورتيكوسترون. وعندنا بطانه الرحم تتاثر بهرمونين، طبعا الاستروجين لعمل انماء وبروجسترون لعمل زياده في الانماء والسمك والامداد الدموي، وطبعا لبطانه الرحم. هي ممكن تنتج هرمون بعد كده زي ريلاكسين، او تنتج هرمون الاستروجين من الغشاء المبطن لبطانه الرحم، بيطلع هرمون الريلاكسين، وده في المراحل الاخيره من الحمل بيزيد عشان يزود الارتفاق العيني عند الانثى اثناء الولاده. نوع التنبيه السائد للقشره والنخاع بالغده الكظريه لافراز هرموناتها. التنبيه السائد للقشره تنبيه هرموني، اما نوع السائد التنبيه للنخاع هو النخاع، بيبقى التنبيه ايه؟ تنبيه عصبي من عن طريق العصب السمبساوي، عشان ده بيكون سريع جدا.
على فكرة الملاحظات اللي بتكلم فيها دي اللي عند نهاية الجزء اللي بتكلم فيه دي من أهم الملاحظات اللي ممكن تاخدها في باب الهرمونات، وإن شاء الله لو ذاكرتها كويس وتممتها كويس ورجعتها كويس مع المذاكرة قراءة وفهما، لو في حاجة في الشرح ابعتولنا نوضحها لكم إن شاء الله. إحنا معانا بأمر الله تعالى 6 أيام نقدر نتواصل مع أي سؤال ونقدر نرد على أي سؤال أو استفسار خاص بالجزء اللي مش مفهوم، وبأمر الله تعالى يعني نأهلكم تأهيل كامل لامتحان الأحياء بحيث ندخل الامتحان وإحنا مطمئنين، وبأمر الله يكون لنا يعني إيه دور في المساهمة والمشاركة في نجاحكم بأمر الله وتفوقكم في الأحياء. هرمونات لها دور في عملية الهدم، طبعا هرمون النمو الأنسولين والجلوكاجون الأدرينالين والنور أدرينالين والسيروكسين عند تضخم الجحوظي طبعا بيزود عملية الهدم. حد يقول لي يا أستاذ هو هرمون النمو ليه دور في الهدم إزاي؟ يعني لها دور في الهدم عملية الهدم. إحنا هنا هرمون النمو بيعمل على هدم البروتين أو تكسير البروتين عشان يستخدمه في البناء، فإحنا يعني بنحورها بيبقى ليها طريقة محورة كده شوية. الهرمونات لها دور في عملية البناء طبعا النمو، جلوكاجون كورتيزون، الكورتيزون بينظم أيضا المواد الكربوهيدراتية. أمال البناء إيه؟ سبحان الله ربنا خلق الكورتيزون ده بيعمل هدم أو يعني تنظيم لأيض وتكسير المواد الكربوهيدراتية في كل أجزاء الجسم ما عدا الكبد، بيروح يعمل بناء للجلوكاجون سوري الجليكوجين داخل الكبد. ادرينالين والادرينالين طبعا بيكسروا الجليكوجين، والسيروكسين ده بيعمل على احتراق الجلوكوز، والانسولين طبعا بيساعد في احتراق الجلوكوز اثناء دخوله للخلايا عشان يخفضوا من الدم للمستوى الطبيعي. هرمونات يتم التحكم فيها بوقت معين، اكستوسين في نهايه الحمل، ادرينالين والادرينالين في الطوارئ، اف اس اتش والاتش دول هرمونات النضج الجنسي عند الحاله بتاعه النضج الجنسي. في عندنا تتحكم الغدد النخامية في كل من نمو العظام والكلية والرحم والأوعية الدموية والغدة الثدييه والمناسل والخصية ومبيض والغدة الدرقية المفرزة للسيروتين. يعني الغدد النخامية تتحكم في حاجات كتير، يعني سبحان الله هي لأن هي عندها هرمونات محفزة بتشتغل عليها يعني على كامل أجزاء الجسم زي الجي اتش والاف اس اتش والاتش، بيشتغلوا في طبعا الجزء بتاع المناسل عند الأنثى أو الذكر، والأوعية الدموية طبعا والعضلات الخاصة بالجسم والعظام. لا تتحكم الغدة النخامية في كل من ما بتتحكمش في النخاع الكظرية ولا الغدة الدرقية في الخلايا المفرزة للكالسيتونين اللي بنسميها بين حويصلين. وطبعا الغدة الدرقية مش بيتحكم فيها أبدا الغدة النخامية، لكن بيتحكم فيها نسبة الكالسيوم الموجودة في الدم. جزر لينجرهانز اللي موجودة في البنكرياس بتحكم فيها الجلوكوز. هرمونات القناة الهضمية كلها زي الجاسترين بتحكم فيها وجود الطعام في الفم، والسكرتين والكروسيستوكاينين طول طبعا ما بيتحكمش فيهم الغدة النخامية. هرمون النمو الكالسيتونين باراسيتامول ده هرمون بتعمل على العظام، لأن الهرمون النمو كان بيعمل على العظام في زيادة السمك والطول في المراحل بتاعة الطفولة أو في مراحل السمك بس في مرحلة ما بعد البلوغ. النمو الكالسيتونين باراسيتامول ريلاكسين دول بيعمل على الحزام الحوضي مع بعض، يبقى احنا عندنا اللي بيشتغل على النظام الحوضي النمو اللي هو الجي اتش والكالسيتونين والباراسيرمون والريلاكسين. الريلاكسين بيعمل على منطقه الرتفاق العاني اللي هي الغضروفيه، واللي هو بيزود فيها اللي هي المنطقه الغضروفيه الاماميه يعني عشان خاطر يزود الاتساع بتاعها اثناء الحمل تسهيلا وتمهيدا لعمليه الولاده. الالدوسترون مباشره على الكليه الاي دي اتش عندنا، وغير مباشر بيشتغل الاي سي تي اتش. الكبد بقى بيشتغل عليه الانسولين والجلوكاجون والادرينالين والنور ادرينالين، عشان دول طبعا منهم اللي بيزود الجليكوجين داخل الكبد ودول بيقللوا الجليكوجين من داخل الكبد. قناة هضمية جاسترين بيشتغل فيها والثيروكسين، وما ننساش طبعا السكرتين والكوستوكاينين، بس دول مش بيشتغلوا على القناة الهضمية، دول بيفرزوا من القناة الهضمية وروحوا يعملان على البنكرياس اللي هم السكرتين والكوستوكاينين. في عندنا غدد مناعية زي الغدة اللعابية والعرقية والدمعية والتيموسية، دول ذكرناهم فوق، بس أنا هتكلم على نوع الإفراز هنا. في الغدة اللعابية بتفرز اللعاب، ده بنسميه إفراز خارجي داخل الجسم. طيب الغدة العرقية إفراز خارجي خارج الجسم. طيب الدمعية الدموع بتاعتها خارجية خارج الجسم، والتيموسية دي إفراز داخلي داخل الجسم، فده هرمون بيفرز داخلي يبقى داخل الدم داخل الجسم. لو قلت لك ما مدى صحة العبارة التالية مع تفسير يمكن أن يؤثر أكثر من هرمون على نسيج واحد، تقول الإجابة صحيحة، حيث أن هناك بعض الأعضاء تتأثر بأكثر من هرمون زي الكبد
بيتأثر بالجلوكاجون والأدرينالين والأدرينالين على سبيل المثال القلب يتأثر بمواد الغدة الدرقية والأدرينالين والأدرينالين، الكلية بتتأثر بالألدوسترون والقبض الأوعية الدموية اللي هو الفي اتش أو بنسميه الإي دي اتش ومنبه القشرة الجذرية من المخ. الكلية بتتأثر بطريقة غير مباشرة ومن الفص الأمامي بالإي سي تي اتش، دي بطريقة غير مباشرة لأن الإي سي تي اتش بيروح على قشرة الغدة الجذرية يحفزها لإنتاج الألدوسترون اللي بيروح على الكلية يعمل إعادة امتصاص للصوديوم منها مرة تانية. الغدد اللبنيه او الثدييه بالترتيب كده بتتاثر بالاستروجين والبروجسترون والبرولاكتين والاوكسيتوسين. الفرق بين اليه عمل هرمون النمو والثيروكسين والكورتيزون في عمليه الايض، عندنا هرمون النمو على سبيل المثال ده بيتحكم في عمليه ايض وخاصه تصنيع البروتين، يعني كده دي له دور بناء. تمام، طيب لو قلنا هرمون الثيروكسين ده بيؤثر على معدل الايض الاساسي، لما اقول لك ايض الاساسي يبقى بتكلم على الهدم والاكسده والاحتراق والتنفس الخلوي الهوائي، يعني استخدام اكسجين في انتاج الاي تي بي. طبعا بيؤثر على انقباض العضلات، ده علاقه طرديه، لان كلما زاد الاي تي بي فده بيزود معدل انقباض وانبساط العضلات، لان العضلات في الانقباض والانبساط بتحتاج للاي تي بي طبعا مع الكالسيوم والصوديوم لو بنعمل انقباض والاستايل كولين، او بنحتاج في الانبساط بنحتاج الانزيم الكولين استريز وبرضه الاي تي بي معها مره تانية. هرمون الكورتيزون ده بينظم ايض مواد الكربوهيدراتيه. لما نيجي نقول لك علل يمكن اخذ حبوب منع الحمل عن طريق الفم، تقول له طبعا لان هي استرويدات وطبعا لا يتم هضمها بالعصاره الهضميه لان ديت مش بتاثر بالعصاره الهضميه اللي بتهضم البروتين مع هرمون الجسترين. أنسجة بتعمل كغدد صماء مؤقتة في أنثى الإنسان، حويصلة جراف والجسم الأصفر والمشيمة وغشاء بطانة الرحم. الكورتيزون لا يزيد من معدل هضم الجليكوجين زي ما قلنا من شوية، الجلوكوز إنما بيصنع الجلوكوز من البروتين والدهون، فهو طلع لي جلوكوز من دهون البروتين وبيزود معدل إنتاج الجليكوجين داخل الكبد، فهو ليه دور بنائي. الأكسين يفرز من ثلاث أنسجة مختلفة، جسم أصفر ومشيمة وبطانة الرحم. الأنثى قبل البلوغ لا يوجد لها غدد ثديية، تمام، يعني هي لسه ما فيش غدد ثدييه ما تكونتش، فبالتالي يبدا الاستروجين يبدا ينمي الغدد الثدييه فبيشتغل اولا ثم البروجسترون عشان يعمل لها تجهيز، ثم بعد كده نلاقي البرولاكتين ثم الاكسيتوسين في حاله الرضاعه بعد طبعا الولاده. تذكر ان الفركتوز هو السكر الوحيد الذي لا يتاثر بوجود الانسولين، ده علاقته بالانسولين علاقه ثابتة، يعني لما يجي يرسم لي علاقة بيانية بين الفركتوز وبين الأنسولين أقول له والله يا أستاذ العلاقة البيانية بتاعتنا يبقى شكلها بالشكل ده، لا آدي آدي يكتب لي هنا الأنسولين ولو كتب لي الفركتوز، الفركتوز علاقته تبقى ثابتة بينه بالأنسولين، مفيش زيادة الأنسولين ما بتأثرش في مين؟ ما بتأثرش في الفركتوز. لو جينا نبص على الجسم الأصفر يفرز هرمونين أحدهما بروتيني اللي هو الريلاكسين والآخر استرويد اللي هو البروجسترون. تمام؟ طيب يبقى كده الريلاكسين بيفرز من مكانين مختلفين، حاجه زي غشاء بطانه الرحم بتفرز الريلاكسين وبيفرز كمان من الجسم الاصفر، وهنا الجسم الاصفر ليه نوعين من هرمونات الريلاكسين والاخر والتاني بيكون زي البروجسترون. السيروكسين له دور او اثر غير مباشر على القلب، لانه مثلا في المكسديما بيقلل معدل ضربات القلب، الجوتر الجحوظي بيزود معدل ضربات القلب، فكده هو ليه دور غير مباشر على القلب. الضغط الدموي يزداد بزياده الادرينالين ونور الادرينالين وطبعا الالدوسترون والاي دي اتش، في فرق بين الضغط الدموي زي ما قلنا من شويه والضغط الاسموزي. القوات الاوعيه الدمويه ادرينالين ونور ادرينالين والاي دي اتش، والضغط الاسموزي للدم طبعا الطريق المباشر اللي هو الالدوسترون والاي دي اتش، والغير مباشر الاي سي تي اتش اللي بيزود معدل الصوديوم عن طريق الالدوسترون. على فكرة احنا في موضوع الضغط الاسموزي ده ممكن نتكلم كمان على السكر اللي هو الجلوكوز زي الانسولين على سبيل المثال، الانسولين بيزود الجلوكوز في الدم فكده قلل حجم المية اللي موجودة في الدم، تمام، بسبب زيادة الجلوكوز. فأنا عندي مثلا جلوكوز وعندي صوديوم وعندي بوتاسيوم، دي عناصر أو جزيئات موجودة في الدم، فالأنسولين لو إن ضغط الأسموز للدم بيزيد ده معناه الجلوكوز بيزيد في الدم يبقى الجلوكادو، طيب لو ضغط الأسموز الدم بيقل يبقى تركيز الأيونات والمعادن والجزيئات اللي موجودة فيه بتقل، يبقى الأنسولين عندنا هو اللي بيزيد، يبقى زيادة الأنسولين بتقلل الضغط الاسموزي، طب نقص الانسولين بيزود الضغط الاسموزي، والعكس صحيح مع الجلوكاجون، زياده الجلوكاجون بيزود الضغط الاسموزي، نقص الجلوكاجون بيقلل الضغط الاسموزي. تمام، ممكن نكتب دي هنا كده، عندنا هنا الانسولين، الانسولين بيعمل ايه؟ بيعمل زياده في الجلوكوز، صح؟
طيب بما انه زود الجلوكوز ده عبارة عن جزيئات فين؟ في الدم، فجزيئات الدم مالها؟ زادت. يبقى اذا تركيز الجلوكوز سوري الانسولين، معلش الانسولين بيقلل الجلوكوز في الدم، فجزيئات الدم دي مالها؟ هتقل. فتركيز الجلوكوز ماله؟ هيقل. بما ان تركيز الجلوكوز هيقل فنقدر نقول الانسولين، زيادة الانسولين بتعمل ايه في الضغط الاسموزي؟ بتقلل الضغط الاسموزي. على عكس طبعا، ده كده عكس مين؟ عكس الجلوكاجون. نبص على الجلوكاجون اللي بيحصل فيه، لو قلت لك الجلوكاجون تمام، ادي يا عمي الجلوكاجون، اقول لك هنا الجلوكاجون لو زاد فبالتالي الجلوكوز يزداد، علاقته هنا طردية. حلو كده؟ حلو. طيب الجلوكوجون لو زاد الجلوكوز يزداد، عشان زاد فين؟ زاد في الدم، فإذا التركيز بتاع الجلوكوز ماله؟ يزيد. فإذا ضغط الدم الاسموزي يزداد. يبقى أنا كده في عندي علاقة طردية بين ضغط الدم الاسموزي، الضغط الاسموزي للدم، والتركيز بتاع الجلوكوز مع الجلوكوجين، علاقة طردية. حلو كده؟ طيب نكمل. في عندنا يا عزيزي في حاجة بنقول عليها جميع الهرمونات التي تزيد السكر في الجلوكوز، او تزيد سكر الجلوكوز يعني في الدم، او اسموز الدم، والعكس كما في الانسولين. احنا لسه قايلينها من شوية هنا اهي. طيب زيادة إفراز هرمون الجسترين قد يصيب الإنسان بقرحة، طبعا ده زيان بيزود الحموضة، يعني أنت عندك كل ما تزود الجسترين كل ما زاد ال HCL أثناء طبعا وجود الطعام في المعدة، فزيادة ال HCL معناها زيادة الحموضية، يعني ال pH بتاعتنا بتزيد تمام، سوري ال pH بتاعتنا بتقل، يبقى نقص ال pH معناه زيادة الحموضية، معناه نقص القاعدي. نقولها هنا كده اهو، ده المؤشر بتاعنا بتاع البي اتش. البي اتش اهي، في هنا 7، في هنا 0، في هنا 14. بص بقى في البي اتش اللي بيحصل فيها، قال لك والله يا سيدي احنا عندنا البي اتش، ادي مؤشر البي اتش، البي اتش كده بتقل صح، معنى البي اتش بتقل ان الحامضية مالها؟ تزداد. يبقى زيادة البي اتش معناها، زيادة البي اتش معناها القلوية. طيب نقص البي اتش معناها زيادة مين؟ زيادة الحامضية. زيادة الحامضية معناها ايه؟ ان في اتش سي ال موجود في المعدة كتير، ففي هنا جاسترين كان بيحفز خروج الاتش سي ال بصورة كبيرة تمام. طيب معنى ان الجاسترين موجود بصورة كبيرة انه الحامضية عالية، ان الاتش سي ال عالي، ان البي اتش قليلة، ان القلوية اقل، يعني كده معناها حاجة اسمها وجود الطعام في المعدة. حلو. يبقى وجود الطعام في المعدة معناه وجود اتش سي ال، معناه زيادة الجاسترين، معناه زيادة الحامضية، معناه نقص البي اتش، معناه نقص القلوية. طيب لو قسمنا الشاشة دي كده نصين وجيت قلت لك هنا البي اتش دي بتزيد، يبقى احنا رايحين ناحية مين؟ القلوية. يبقى معنى كده الاتش سي ال بيقل، يبقى لا يوجد طعام في المعدة. حلو خالص. يبقى الجاسترين ماله؟ يقل. واحنا عارفين طبعا الاتش سي ال ليه دور مناعي والجاسترين ليه دور مناعي تمام. طيب نروح على عندنا في حاجة بنسميها قد يعاني مريض العملاقة من هشاشة العظام. ده طبعا ليه؟ لأن كل ما الشخص ده بيزيد في النمو، هو المفروض اللي محتاج هرمون الكالسيتونين كمان يزيد معاه عشان يزود الغلظة والصلابة بتاعة العظام، فهو المفروض الكالسيتونين يزيد، فلكن هو دلوقتي مريض عملاقة، يعني عنده خلل في الغدة النخامية فقط في الجزء الخاص بهرمون النمو، لكن ما عندوش خلل في الجزء الخاص بالخلايا البين حويصلية الموجودة في الغدة الدرقية، يعني الكالسيتونين عنده ما بيزيدش. ف
فمريض عملاق قد يعاني من هشاشة العظام، وذلك أن نشاط هرمون النمو يزداد معدل بناء العظام في الطول، ولكن ليس هناك كالسيوم كافي للجسم لزيادة صلابتها، وبالتالي تحدث الإيه؟ الهشاشة. يبقى هنا ممكن هرمون النمو يؤدي إلى هشاشة العظام، ونقص الكالسيوم يؤدي إلى هشاشة العظام، وزيادة البرس هرمون تؤدي إلى هشاشة العظام. في عندنا هرمونات بتسهم في تركيب العضلة زي التستوستيرون والأنسولين والنمو. الأنسولين بيزود طبعا جلوكاجون داخل العضلات، الجلايكوجين سوري الجلايكوجين داخل العضلات، وبيسهم في تركيبها، وكمان بيساعد على دخول الجلوكوز جوه الخلايا، فالعضلات بيدخل لها ثيروكسين يساعدها في الاحتراق وانتاج الطاقه اللازمه للنمو الخاص بيها. طبعا التستوستيرون كنا قلنا عليه ان هو بيظبط المظاهر الثانويه الجنسيه عند الذكر زي نمو العضلات وخشونه الصوت ونمو الشعر، فنمو العضلات هو كده بيساعد هرمون الجي اتش في الانتاج بتاع العضلات ونمو العضلات في الجسم. في عندنا هرمونات تؤثر على المخ، ثيروكسين بيأثر على المخ، لو نقص ثيروكسين هيؤدي لإيه؟ إلى قماءة وتخلف عقلي، فده هرمون بيأثر على المخ أهو. في هرمون تاني زي هرمون بتؤثر على الرئتين زي الأدرينالين والنورأدرينالين، وكنا قلنا هرمون الكورتيزون، حتى إنه في بعض الدكاترة في بعض الحالات يعني كده قبل الولادة بيروح على الست الحامل ويقول لها نديك حقن كورتيزون حقنتين ثلاثة أربعة كل أسبوع كل 10 أيام في آخر أشهر الحمل عشان يزود معدل نمو الرئتين عندهم، عشان الطفل ما يولدش برئة فيها نقص أو مشكلة زي كده. طبعا الأدرينالين والأدرينالين دول بيعملوا زيادة معدل التنفس في حالة الطوارئ والغضب والقتال، فبالتالي بيزودوا الشغل على الرئتين. البنكرياس يفرز هرمونات زي الأنسولين والجلوكاجون ولا تؤثر عليه، يعني هما بيفرزهم بس مش بيأثروا على البنكرياس، هو بيأثروا طبعا بصورة غير مباشرة، ان هما بيرجعوا مرة تانية يشتغلوا على البنكرياس عشان زي الأنسولين يدخل السكر لخلايا البنكرياس، عشان طبعا دي محتاجة طاقة يعني، لكن انما يفرزان بتأثير من معدل مين السكر. يعني هو القصد هنا ان الأنسولين والجلوكاجون مفيش حاجة بتأثر على البنكرياس عشان يطلعهم، لكن اللي بيأثر عليهم مادة زي السكر اللي هو الجلوكوز. تمام؟ طيب البنكرياس بيتأثر بهرمونات مين بقى؟ هرمونات الغشاء المبطن للاثنا عشر. يعني احنا كنا بنقول هنا عندنا هنا الاثنا عشر شكله عامل كده لو تفتكروا معايا، الاثنا عشر الاثنا عشر اهو، وكنا بنقول طالع منه هنا كده الجزء بتاع البنكرياس، والبنكرياس ده هو فيه جزئين، فيه جزء خلايا حويصلية جوه البنكرياس. تمام؟ لو نكبر كده البنكرياس، فرع البنكرياس ده شوية كده، فكان هو جواه خلايا حويصلية اللي بتفرز افراز داخل الجسم خارجي او خارج الدم داخل القنوات، وهنا كان في حاجة اسمها خلايا جزر لانجر هانز. ده بيصب فين؟ بيصب في الاثنى عشر. طبعا هنا الكبد بمحتوى الكبد من هنا كان بيطلع العصارة العظيمة بتاعته برضه في الاثنى عشر عشان يدخل بعد كده العصارة بتاعته على اللفائفي او ما يسمى بالامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة بالشكل ده. الاثنى عشر كان غشاء البطن الاثنى عشر من هنا بيطلع سكرتين وكولستوكينين، دول بيروحوا يشتغلوا على البنكرياس عند وصول الطعام ليهم منين؟ من المعدة. فاحنا عندنا ادي المعدة اهي، تمام؟ المعدة فيها طعام، بتحرك الطعام للاثنى عشر، الغشاء البطن ليها هتأثر بوجود الطعام الخارج من المعدة، يعني بدأ الطعام يثير الغشاء المبطن الاثنى عشر، فبدأ السكرتين وكريستوكينين يروحوا على البنكرياس عشان هو ينتج مين؟ ينتج عصارة هاضمة. تمام؟ ده تأثير هرموني. طيب لو بما ان عصارة هاضمة بدأنا في الهضم وخلصنا هضم، فهنا بدأ مستوى الجلوكوز في الدم يزيد، فالجلوكوز هو يأثر على البنكرياس عشان البنكرياس ينتج بعد كده مين بقى؟ ينتج الأنسولين على حسب او الجلوكاجون على حسب نسبة مين؟ الجلوكوز الموجودة في الجسم. لو الجلوكوز عالي يطلع انسولين، لو الجلوكوز قليل يطلع الجلوكاجون عشان ينتج الجلوكوز من الجلوكوجين المخزن في الكبد. طبعا الجلوكوجين احنا اتفقنا ان هو بيشتغل على الكبد فقط عشان ما فيش مستقبلات على العضلات. تعالوا نشوف الخلايا الحويصلية والهرمونات اللي تؤثر عليها. عندنا الدرقية فيها خلايا حويصلية بنسميها لا قنوية، دي حويصلية قنوية ليست صماء، تمام؟ كما في البنكرياس. في ده موجوده فين؟ ده في البنكرياس. في عندنا خلايا حويصليه في الدرقيه ديت قنويه، دي اللي هي قنويه صماء اللي بتطلع الثيروكسين. طب حويصليه قنويه ليست صماء دي في البنكرياس، دي بتطلع العصاره الهاضمه. طب حويصله جراف دي بتكون الخليه البيضيه الاوليه بداخلها
او بتاخده بداخلها عشان تحفز للانقسام من الاوليه للثانويه. عندنا هنا تفرز السيروكسين دي في الدرقيه، اما الحويصات بتطلع عصاره هاضمه ودي بتطلع هرمون الاستروجين اللي هي الغده المؤقته بتاعت حويصات جلاف. الوقايه من الاكسديما يضاف اليود للطعام، انا عايز نعمل وقايه فقط فممكن نضيف اليود للطعام. اما للعلاج من الاكسديما ده بيتم بقى اعطاء المريض يا باشا نديله ايه؟ ندي الباشمهندس المريض ده نديله ثيروكسين، لان ده خلاص علاج للميكسوديما، لانه كده خلاص دخل فيه خلل في نقص افراز التي اس اتش او الثيروكسين. وبالمناسبه عايز اوضح لكم حته هنا في الافراز بتاع الثيروكسين والتي اس اتش، علاقه غده بغده، ودي من اهم الحاجات اللي بتقع فيها انت في تركات بتاعه المنهج بتاعك. انا عندي نخاميه وعندي الدرقيه، هنقول العلاقة دي بشكل ظريف خالص بس احفظها معايا كويس الله يكرمك. في عندنا الخلل في حاجتين، عندنا هنا النخامية وعندنا الدرقية. بص بقى يا سيدي، دي غدة صماء ودي غدة صماء، دي بتطلع هرمون اسمه تي اس اتش يروح رايح على الدرقية عشان الدرقية تتحفز في الخلايا الحويصلية بتاعت الدرقية بس مش كلها، فتطلع ايه؟ تطلع هرمون الثيروكسين. هرمون الثيروكسين ده يروح رايح هو على الخلايا بتاعت الجسم عشان يحفز فيها الأكسدة بتاعت الجلوكوز طبعا في وجود الأكسجين عشان إنتاج الـ ATP. طيب بص بقى الخلل اللي بيجي لك فيه الأسئلة بتاعت الامتحانات، لو عندي العلاقة طردية بين النخامية والدرقية يعني تي اس اتش ده زيادة فبالتالي هيزود السيروكسين يبقى علاقة طردية، يبقى إذا لو العلاقة بتساوي طردية يبقى الخلل في النخامية، ركز في دي، علاقة طردية خلل نخامية مع درقية. طيب طردية برضو اهي، لو التي اس اتش ده بيقل ده التي اس اتش اثر على السيروكسين خلاه يقل، يبقى العلاقة برضو هنا علاقة ايه؟ طردية. يبقى مين اللي سبب الخلل؟ نقص او زيادة تي اس اتش، لما زاد زود السيروكسين، لما قل قل السيروكسين، يبقى العلاقة هنا طردية، يبقى الخلل بتاع النخامية. طب بص بقى، لو العلاقة عكسية، ركز في دي، لو عندي علاقة عكسية النخامية افرازها بيزيد من التي اس اتش لكن السيروكسين اقل، يبقى الخلل فين؟ في الدرقية. ليه التي اس اتش بيزيد؟ بص احنا كنا بنقول، اتفق معايا كده، كنا بنقول ان احنا عندنا حاجة اسمها الغدة النخامية والغدة الدرقية. على سبيل المثال لما بنتكلم على الغدة النخامية والدرقية، بص يا باشا ادي الدرقية، الدرقية المفروض النهاردة هي بتطلع سيروكسين، المفروض السيروكسين ده رايح لمين؟ رايح للخلية عشان يدخل جوه الخلية يعدل الغشاء الخلوي بتاعها ويخرج من الغشاء الخلوي ده، او يدخل من الغشاء الخلوي ويؤثر على الخلية عشان تعمل احتراق. حلو خالص. طيب الخلية هنا استجابت للثيروكسين ولا لا؟ ما انت لازم تبص برضو على المستقبلات، تشوف المستقبلات بتاعت الخلية دي شغالة كويس ولا لا، هل استقبلت ثيروكسين ولا لا. طيب لو احنا قلنا ثيروكسين بيزيد لكن الخلية ما بيحصلش فيها اي تي بي، ما بتنتجش اي تي بي، يعني مش بتستجيب بمعنى اصح للثيروكسين، في الحالة دي ايه اللي يحصل؟ في الحالة دي الثيروكسين يزيد النهاردة مثلا ب 5 جرام مثلا، انا بقول لك مثلا يعني طبعا مش بيزيد 5 جرام، بيزيد بالمايكرو تمام، لكن هنفترض كده مثال عام كده، هنقول الثيروكسين وليكن بيزيد النهارده ب 5 جرام، المفروض الغده عارفه ان معدل نشاطها في اليوم تقريبا 5 جرام مثلا، فهنزود 5 جرام النهارده ونزود 5 جرام بكره ونزود بعد بكره 5 ونزود بعد منه 5، ده هرمون بيمشي في الدم وبيفضل فتره جوه الجسم. احنا في اول شرح الشابتر ده او الجزء بتاع الهرمونات كنا بنقول الهرمونات بتظل في الجسم فتره طويله، ليه؟ عشان الرسائل الكيميائيه لازم تمشي في الدم وبعدين تتكسر شويه. فالنهارده ادي زاد 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 زاد، فتركيزه زاد في الدم بكميه كبيره، لكن مستقبلاته، المستقبل يا باشا ماله؟ المستقبل بايظ مش شغال عطلان،
طب ايه اللي يحصل؟ كمية الثيروكسين تزيد، فبالتالي المستقبل ده مش شغال، فيبدأ يحصل تغذية راجعة سلبية للغدة الدرقية مرة تانية عشان تقلل الثيروكسين، فهي تدي مؤشر بزيادة الثيروكسين لغدة مين؟ النخامية. طبعا نحسبها على النخامية والدرقية، عندنا هنا النخامية والدرقية. بص يا معلم، عندنا تي اس اتش بيزيد، تمام؟ فالتي اس اتش بيزيد، حلو خالص، فالمفروض ان التي اس اتش يروح ينشط مين؟ الدرقية. للأسف الدرقية بتطلع السيروكسين بس بكمية أقل. إيه ده؟ دي علاقة إيه؟ عكسية. حلو خالص، يبقى العلاقة العكسية دي خلت التي اس اتش يزيد وبكرة يزيد وبعده يزيد، لأن النخامية مش هتوقف، النخامية شغالة عشان هي عارفة إن كل يوم بتطلع كمية معينة من التي اس اتش ليها حد معين، يعني ليفل معين، بتنتج ما بين مثلا 5 و10 يا عم، 1 و4 ايا كان الرقم، يعني من 1 لـ4 كل يوم، عارفه لو الشخص بيعمل نشاط كتير ومجهود كتير، اللي هي غدة النشاط بتاعته الدرقية شغال زي الفل وبيطلع ثيروكسين زي الفل، فبيطلع 4، قليل فطلعت 1، فاللي هي النخامية لها معدل في الافراز، فمعدلها النهارده طلعت التي اس اتش، الدرقية مش بتستجيب، زودت تاني يوم الاس اتش نفس الكمية، الدرقية مش بتستجيب، زودت تالت يوم التي اس اتش الدرقية مش بتستجيب. خلي بالك التي اس اتش ماله؟ عمال يزيد في الدم، والدرقية الثيروكسين ماله؟ بيقل، او بمعنى صح ما بيزيدش، معنى التي اس اتش زاد والثيروكسين ثابت او ما بيزيدش في الدم بالمعدل اللي الجسم محتاجه، يبقى العلاقة عكسية. طب الخلل هنا فين؟ مش في النخامية، النخامية سليمة، لكن الدرقية هي اللي فيها الايه؟ هي اللي فيها الخلل، عشان ما بتستجيبش للتي اس اتش، لكن التي اس اتش زاد لمعدل عالي على مدار ايام ورا بعض، وللاسف ان مفيش استجابه من مستقبلات الغده الدرقيه، فزاد التي اس اتش وقل هنا الثيروكسين او ما زادش بمعدل طبيعي، فالخلل فين؟ في الدرقيه. يبقى هتقول لو العلاقه طرديه بين النخاميه والدرقيه، او اي غدتين بقى، اي غدتين العلاقه طرديه، هيبقى الافراز ده لو حصل خلل في الغده المنشطه. طيب العلاقة عكسية، يبقى الخلل في الغدة المنشطة، فرق تشكيل، معلش لغة عربية بقى فسحة. حاجة كمان، في عندنا الهرمونات بتمشي في الدم، والهرمون احنا عندنا الأوعية الدموية بتاعتنا يا رجالة، احنا الأوعية الدموية أهي، أدي وعاء دموي، في عندنا وعاء دموي في شريان وفي وريد، وعاء دموي تاني بيبقى وريد، ركز الله يخليك في الحته دي برضه عشان في احيان بتيجي في الاسئله. في الشريان المفروض الخارج من القلب الداخل للعضو يبقى ايه؟ يبقى شريان. طيب الخارج من العضو الداخل للقلب يبقى ايه؟ يبقى وريد. بص بقى، التي اس اتش هيفرز منين؟ هيفرز تي اس اتش ده من الفص الامامي للنخامية، حلو كده، للنخامية الامامي، هيمشي فين؟ هيفرز في وريد، هيروح فين؟ على الوريد الاجوف السفلي. اي هرمون هيمشي في الاوردة يروح على الاجوف السفلي، من الاخر كده، تمام. طيب لو ده الهرمونات اللي هي الهرمونات البروتينية، الاسترودية في الغالب بتصب في الاجوف العلوي. طيب الأوجه في السفلي هياخدها يروح بيها على فين؟ يروح رايح بيها على القلب. القلب هيروح بيها على فين؟ هيروح رايح بيها على الشريان. الشريان يوديها لفين؟ يوديها للعضو المستقبل ليها، يعني تي اس اتش يفرز من النخامية يروح في وريد، تمام؟ الوريد ده ياخده على الأوجه في السفلي يوديه على القلب، القلب ياخده يوديه على الشريان، والشريان يدخله على الدرقية، فالدرقية تطلع مين؟ تطلع الثيروكسين. حلو، الثيروكسين يمشي فين؟ في وريد. الوريد يمشي فين؟ في القلب على الأجوف السفلي، والقلب يوديه لمين؟ يوديه للخلية أو العضو المستجيب اللي هيستجيب للهرمون بتاع الثيروكسين. ده لفة طويلة، عشان كده كنا بنقول الهرمونات بتفرز في الدم وبتاخد لفة أطول عشان تتحرك داخل الدم. ناخد مثال تاني، عندنا مثال زي الجزء بتاع التي اس اتش والاف اس اتش وتأثيرهم على التستوستيرون مثلا والاندوسترون. هناخد ال اتش عشان هو ده اللي بيأثر في انتاج الهرمونات، لكن الاف اس اتش انتوا فاكرين هو بيأثر في انتاج الخلايا الحويصليه او الانابيبات المنويه بس عشان يكون حاجات منويه.
هنقول ادي النخامية، ده مثال كمان اهو عشان يوضح لك الموضوع اكتر. النخامية بيطلع ال اتش، يمشي فين؟ يمشي في وريد، يروح على الاجوف السفلي معايا. يبقى ال اتش راح لوريد، الوريد وداه على الاجوف السفلي، الاجوف السفلي وداه على القلب، القلب ياخده يوديه على شريان. الشريان طبعا معروف الابهر او شريان الاورطة. حلو، شريان الاورطة ده ياخد ال ال اتش، ركز بقى، يروح يوديه على فين؟ يوديه على الخلايا البينية. الكلام ده طبعا بينطبق على الخصية او على المبيض، يوديه على الخلايا البينية. الخلايا البينية توديه فين؟ طبعا لو ال ال اتش رايح على المبيض هيروح على حويصلة مين؟ جراف، عشان يشتغل عليها في المبيض ويفجرها. لكن هنا في الخلايا البينية هيروح على الخلايا البينية يحفزها عشان تنتج مين؟ الخلايا البينية في الخصية تنتج التستوستيرون، تمام، والاندروستيرون. حلو خالص، دول يطلعوا يروحوا فين؟ دي هرمونات بتمشي فين يا معلم؟ بتمشي في الدم. هيروح الدم واخدهم فين؟ في وريد، يوديهم على الاجوف السفلي، يوديهم على القلب، القلب يوديهم على شريان، الشريان ياخدهم يضخهم مرة تانية. تستوستيرون رايحين فين؟ والله رايحين للحصات المنوية. ماشي، لا يا عم احنا رايحين على الجزء بتاع العضلات عشان ننمي العضلات، لا ده احنا هنروح ننمي الخلايا البينية. شوف شوف اللي حصل، النخامية عضلة ال اتش راح في وريد، بعد كده راح على شريان، يبقى راحوا للقلب في الدم اهو، ومن القلب وداهم في شريان على العضو المستجيب، تمام. يبقى الداخل للعضو شريان، خارج من العضو ايه؟ وريد. طلع الوريد وداها على مين؟ على القلب، القلب وداها على شريان مرة تانية عشان الشريان يضخه مرة تانية للعضو المستجيب. ليه؟ عشان كده الهرمون بتاخد دورة أطول أو فترة أطول داخل الدورة الدموية في الجسم، لكن طبعا بتظل فترة أطول وبتستمر فترة أطول مع جسم الإنسان. نكمل، كنا فين؟ كنا بنقول التضخم البسيط بقى والتضخم الجحوزي في الغدة الدرقية. كنا بنقول لو في حالة بس يا دوبك بيعاني من ميكسوديما وقاية، من الميكسوديما نزود الملح الموجود في الطعام اللي هو ملح اليود. لو عندنا علاج بقى من الميكسوديما، يبقى احنا محتاجين ان احنا يتم اعطاء المريض ده سيروكسين مباشرة عشان خاطر نخفف من حدة الميكسوديما. معلش انا اسف اذا كنت بطال شويه، بس ديت والله يعني انتوا لو تشوفوا فعلا المعلومات دي بالنسبه لكم، دي احنا بنقولها في المنصات عامه يعني، او بنتكلم بيها في المنصات، لكن النهارده ده شغل المنصه كله قدام منكم، ويعني شغل كامل لكل الطلبه يعني، بس مش محتاج منكم غير دعوه لام وابويا بالرحمه والتوفيق لكم. رب كده يعني ربنا يوفقكم جميعا في حياتكم ويكرمكم دايما النجاح والتفوق اللي تتمنوه. التضخم البسيط في الغده الدرقيه بسبب نقص اليود ده الذي يسبب انخفاض السيروكسين مما يحفز الغده النخاميه لافراز تي اس اتش. عندنا شوف بقى، التضخم الجحوزي قد يكون تي اس اتش منخفض والسيروكسين مرتفع بسبب تورم الغده. بص، تي اس اتش ماله؟ منخفض والسيروكسين مرتفع، هي الخلل فين؟ في الدرقيه. هو خلاص تي اس اتش انخفض ليه؟ السيروكسين عالي، عمل تزرعه سلبيه للتي اس اتش، قال له انزل انت يا باشا، لان احنا زياده اكتر من اللازم، ففي تورم في الغده الدرقيه. وخلي بالك في حاجه كمان ممكن اقول لك عليها، احنا عندنا النخاميه، ادي النخاميه يا معلم، اهي الفص الامامي والفص الخلفي، تمام، طبعا فيها فص اوسط، وهنا الخلايا العصبيه المفرزه اللي كنا بنتكلم عليها، ودي شبكه دمويه، هنا اتصال عصبي، هنا اتصال دموي. طيب ركز معايا بقى، في الاتصال الدموي اللي هنا دي شبكه من الشعيرات الدمويه، هنا دي خلايا فيها الجي اتش وفيها ال اف اس اتش وفيها ال ال اتش. ممكن اجي اقول لك انا على الرغم من سلامه ال اف اس اتش وال ال اتش، ماشي، الا ان الشخص ده بيعاني مثلا على سبيل المثال من او على الرغم من الا ان الشخص ده بيعاني مثلا من سرعه الانفعال. ايه جاب ده اف اس اتش وال اتش لسرعه الانفعال؟ ايه ده وايه ده يا باشا؟ هو هنا بيقول لك الاف اس اتش والال اتش، ده معناها انه بيقول لك ان الفص الامامي للغده النخاميه سليم، ما هو مفيش حاجه متورمه فيها وضغطها على الاجزاء التانيه اللي فيها. طب هي فيها ايه تاني؟ فيها اي سي تي اتش، استنى 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 ما تنساش ده، وفيها التي اس اتش، نسيت ده. معنى سلامه الاف اس اتش والال اتش
ان الفص الامامي سليم، يعني مفيش اي حاجه متورمه فيه، يعني مفيش ضغط على تي اس اتش. طب سرعه الانفعال دي جت منين؟ جت من زياده الاي تي بي. ده زاد ليه؟ عشان عنده السيروكسين عالي. استنى، انت قصدك تقول لي ان في خلل في الغده الدرقيه؟ ايوه، بس احنا خدنا المؤشر بتاعها من مين؟ من سلامه الاف اس اتش والتي اس اتش. يبقى اذا الفص الامامي سليم. ايوه، لان الهرمونات دي سليمه، الاف اس اتش والتي وال اتش دول سلام. يبقى اذا الاي سي تي اتش سليم، والجي اتش سليم، والبروتين سليم، والتي اس اتش سليم. تمام، فبما ان التي اس اتش سليم وده بيعاني من سرعه انفعال او الجويتر الجحوظي مثلا على سبيل المثال، الجويتر الجحوظي، فده معناه ان السيروكسين هو عنده عالي. فبان السيروكسين عنده عالي فبيعاني من سرعه انفعال، والجويتر الجحوظي شغال معاه عشان زياده الاي بي ومعدل الاحتراق عنده عالي. فركز برضه على الجزء ده، الله يكرمك، برضه حاجات تبقى تكايه كده، ايه، في وسط الكلام مستخبيه، واحنا بنطلعها وننضفها ونلمعها، نديها للطالب متقشره للي يفهم عشان ربنا يكرمه. مستخلص الفص الامامي للغده النخاميه في الحمل والولاده يقصد به الاكسيتوسين. لو قلت لك انا تم اعطاء انثى مستخلص الغده النخاميه او الفص الخلفي للغده النخاميه عشان الولاده، تقول لي الاكسيتوسين على طول، لان هو ده اللي بيساعد في عمليه الولاده. في عندنا هرمون غدي يؤثر على انسجه غير غديه، الجي اتش، هرمون النمو. هرمون غدي، اه، يعني بيفرز من انسجه غديه، انسجه غدي يعني غده، بيؤثر على أنسجة غير غدية، أو بيؤثر على كل أنسجة الجسم، العضلات والكليتين والكبد والقلب والعظام، كل حاجة بيؤثر عليها، دي أنسجة غير غدية. طب هرمون غير غدي يعني هرمون عصبي يؤثر على أنسجة غدية. استنى، الأكسيتوسين ده غير إيه؟ ده غير غدي، لأنه بيفرز من الفص الخلفي للغدة النخامية. تمام، بيؤثر على مين؟ على عضلات الرحم اللي هي أنسجة غدية. أيوة، عضلات الرحم دي اللي هي بتطلع مين يا باشا؟ بتطلع هرمون ريلاكسين، وبتطلع معايا عضلات الرحم، بتعمل على انقباض طبعا عضلات الرحم، او بيأثر فيها الاكسيتوسين. هرمون غير غدي عصبي يعني يؤثر على انسجه غير غديه، الاي دي اتش، انسجه غير غديه زي عضلات مين؟ عضلات الاوعيه الدمويه والموجوده كمان في الكليه. لو جينا قلنا لك عند نزله الفص الخلفي من الغده النخاميه لامراه حامل في شهرها الخامس، تتعثر عمليه الولاده عشان مش هيبقى فيه اكسيتوسين، بيضعف نزول اللبن. طيب لو ضعف نزول اللبن ده، والله يعني هنحل الموضوع ده بان احنا ندي الطفل ده بعض المغذيات الخارجيه اللي تساعد معاه في التغذيه بتاعته. تعالى بقى اما ننفض لك دماغك شويه وندخل في جزء من اهم الاجزاء بتاعت مراجعه الهرمونات. ده اهم جزء كمان، يعني بص، انت واخد ايه؟ انت واخد عصاره الشغل بتاع سنين في الهرمونات. الجزء اللي جاي هيتشرح فيه الهرمونات، ركز الله يخليك فيه كويس جدا. لو الفيديو طويل معلش، انت كده كده معاك 6 ايام تعرف تسمع فيديو واتنين وتلاتة وتذاكر وتراجع وتجمع معلوماتك كويس. المعلومات دي مهمة جدا، حاول تركز فيها كويس خالص، عشان دي في صورة معلومة، يعني كأنه سؤال وإجابة بس في صورة معلومة سريعة. الهرمونات والأكسونات مواد عضوية بيولوجية كبيرة الحجم، يعني تتركب من جزيئات كتير جنب بعضها، مونومرات، عشان تكون حاجه اسمها بوليمرات. يبقى الهرمونات والاكسونات عباره عن مواد عضويه بيولوجيه كبيره الحجم يطلق عليها بوليمرات. تمام، تشترك الهرمونات الاسteroيديه والبروتينيه في ان كل منهما ينتقل عبر مجرى الدم. لما نيجي نقول لك هما مشتركين في ايه، تقول له بيمشوا في الدم الاثنين، دي هرمونات يا باشا، استرويديه بقى، دهنيه او بروتينيه، احماض امينيه، سيروكسين محاط بغلاف دهني، مش مشكله، كله بينتقل عبر مجرى مين؟ الدم. وكمان مشترك ان هي بتفرز من غدد صماء. طيب ايه كمان؟ الهرمون لا هو هرمون، هو الهرمون هرمون لا يغير من وظيفه العضو الاصليه. الهرمون او الهرمون لا يغير من وظيفه العضو الاصليه. اه، ما بقى انا بروح عشان ما بغيرش الهرمون وظيفه العضو، وله خلايا هدف، وقد يفرز استجابه لتغير فسيولوجيا الجسم. يعني ايه فسيولوجيا الجسم؟ وظيفه، انا مش بغير من وظيفه العضو الاصليه، انا بس ممكن ازودها او اقللها، لكن انا ما بغيرش من وظيفه العضو. تمام، طيب ايه كمان؟ عندنا الهرمون الذي يستهدف نسيج، والهرمون يستهدف غده. في هرمون بيستهدف نسيج وهرمون يستهدف غده. اللي بيستهدف نسيج رايح يشتغل على العضلات،
او هرمون رايح ينشط غدة تانية، فبينتقلان عبر نفس الوسط اللي هو مجرى مين؟ مجرى الدم. تستطيع الهرمونات حفظ الاتزان الداخلي للجسم، مستوى مكونات الدم اللي هي البلازما لانها تتحكم في الانشطة الحيوية. خد عندك دي كمان، تختلف الهرمونات فيما بينها عن طريق تركيبها الكيميائي، كل هرمون ليه تركيب كيميائي مختلف عن اخر، والا كان كل الهرمونات دلوقتي لها نفس التركيب. الهرمون يؤثر في خلايا معينه دون غيرها من الهرمونات بسبب وجود مستقبلات خاصه بها على سطح الخلايا المستهدفه. الهرمون بيأثر في خلايا معينه دون غيرها. ليه؟ انا رايح عندي هرمون مثلا هنا الاكسيتوسين، ماشي ادي الاكسيتوسين، يلا يا عم الاكسيتوسين او الاكسيتوسين او اكسيتوسين، وعندنا هرمون البرولاكتين، وعندنا هرمون مثلا هنقول الاف اس اتش، دول طالعين من الغده النخاميه، ده بقى من الفصل الخلفي ده من الفصل الامامي، مش مشكله في الاخر احنا من الغده النخاميه. طب يلا كلنا نروح على الثدي على سبيل المثال نشتغل هناك، الاف اس اتش ماليش دور، انا مش تبعكم. ليه؟ ماليش مستقبلات هنا يا باشا. طب الجلوكاجون نفس الكلام، بيشتغل على الكبد بس ما بيشتغلش على العضلات، ليه؟ ماليش مستقبلات يا باشا. خلاص يبقى انا كل هرمون بيروح يشتغل على الغده الخاصه بيه عشان مستقبلاته. طبعا الهرمونات بتبقى متخصصه، بس الاكثر من تخصص هرمونات الانزيمات. ركز في الكلمه دي برضو الله يخليك، عشان دي جت في اسئله كتير قبل كده. عندنا انزيم وعندنا هرمون، مين الاكثر تخصص؟ الانزيم اكثر تخصص من الهرمون. لكل انزيم ماده هدف واحده بس يعمل عليها وعلى موقع الهدف الخاص بيه، اما الهرمون قد يعمل الهرمون على اكثر من نسيج، صح؟ لكن الانزيمات يعني عندنا السيروكسين بيعمل على جميع انسجه الجسم، الانسولين بيعمل على جميع انسجه الجسم تقريبا، يعني الجي اتش نفس الكلام جميع انسجه الجسم، اما الانزيمات لا، ده الانزيمات متخصصه في العمل، اما الهرمونات اقل تخصص. طب لو هقارن هرمون زي السيروكسين زي السيروكسين مثلا وزي التي اس اتش، مين فيهم يا باشا اكتر تخصص؟ هتقولي تي اس اتش. ليه؟ ده رايح يشتغل على الخلايا الحويصليه بتاعت الدرقيه بس، اما ده مش مهندس، ده بيشتغل على كل خلايا الجسم، فالاكثر تخصص هو هرمون التي اس اتش، تمام؟ لكن اي هرمون ما دام وجود المستقبل على الخليه هيشتغل. اذا حدث خلل في افراز هرمونين، واحد مرتفع والاخر منخفض، فان الخلل يكون في الغده ذات الافراز المنخفض. طيب اذا حدث خلل في هرمونين يؤثران على بعضهما بزياده او نقصان معا، فان الخلل في الغده المنشطه دي اللي كنت بقول عليها من شويه علاقه طرديه والعلاقه العكسيه. يعني على سبيل المثال ده، المثال ده احنا قلناه من شويه بتاع السيروكسين، لاحظ لفظ فشل في تقليل الافراز، استنى كده، فشل في تقليل الافراز يعني ما عرفش يقلل الافراز، يعني الافراز زياده يبقى ده معناه زياده الافراز. يفرز هرمون البرولاكتين عند كل من الذكور والاناث، ولكن يتضح اثره اكتر فين؟ في الانثى. يعني الذكر عنده برولاكتين يا استاذ؟ ايوه عنده برولاكتين. طيب نخاع الغده الكظريه تاثر بتاثير عصبي لافراز الادرينالين ونور الادرينالين، ولذلك يتم انتاجهم بسرعه اكبر. عندنا الاي سي تي اتش لا يؤثر في نخاع الكظريه، ده تاثير عصبي يا باشا عشان يطلع الادرينالين ونور الادرينالين في النخاع. الغده الثدييه تتاثر بهرمون يفرز من الهايبوثالاموس اللي هو مين؟ الاكسيتوسين او الاكسيتوسين، والفص الامامي النخاميه اللي هو هرمون البرولاكتين. يبقى كده الفصين بتوع الغده النخاميه بيأثران على الغده الثدييه. الفص الخلفي هو مكان تخزين وتحرير فقط، لكن ولكنه لا ينتج ولا يفرز ايه؟ الهرمونات. الفص الامامي الغده النخاميه يمكن اطلاق عليه مصطلح مايسترو او رئيسي، او هو الغده الصماء لانه عنده 6 هرمونات، طبعا ده عدد كبير جدا بالنسبه للهرمونات الخاصه بالغده النخاميه. في اجراء عمليه جراحيه ممكن نستخدم هرمون الفي اتش والاي دي اتش، تمام؟ بعمل عمليه جراحيه ممكن نستخدم هرمون الاي دي اتش والفي اتش، طبعا لو افاقه سريعه ممكن استخدم الادرينالين، او لو في اصابه ممكن نستخدم هرمون الادرينالين. زياده هرمون الاي دي اتش هذا يعني انخفاض اسمه زيت الدم، لانه زادت كميه الدم، وارتفاع مستوى اسمه البول لانه نقص منه الميه، فالاسموزيه زادت عشان الملح في البول زاد ونقص طبعا كميه البول. هرمون الاي دي اتش والاكسيتوسين يتسببان في انقباض العضلات الملساء. انخفاض افراز هرموني الاف اس اتش والاتش في الذكور والاناث يؤدي الى العقم. لو نزل ده وده في الذكر او في الذكر او الانثى يؤدي الى ايه؟ الى العقم. الاي دي اتش يؤثر في انسجه غير غديه، حيث يعمل على خلايا ونيابات الكليه، ودي انسجه غير غديه يعني مش غدد، وهي ليست غديه. الانسولين والجلوكاجون والباراثورمون الاكسيتوسين يتم افرازهم تحت تاثير مواد كيميائيه
في الدم وليس تحت تأثير هرموني زي الأنسولين والجلوكاجون بيتم عن طريق نسبة الجلوكوز. بارس هرمون والكالسيتونين بيتم عن طريق الكالسيوم، وبرضه الألدوسترون على فكرة عن طريق الصوديوم والبوتاسيوم في الدم وفي البول. عند زيادة هرمون الكالسيتونين في الدم فنسبة الكالسيوم في الدم تقل، بينما يزداد نسبة الكالسيوم فين؟ في العظام، يبقى صلابة العظام بتزيد، يبقى هنا الهشاشة بتقل. تمام، لكن زيادة الكالسيتونين أكتر من اللازم قد تؤدي لشنج عضلي عشان غياب الكالسيوم من الدم. نقص الثيروكسين يؤدي إلى مرض القمائة في الأطفال، مما يؤدي إلى تخلف عقلي ونقص مستوى التحصيل الدراسي. يبقى الثيروكسين بيأثر على المخ. من الآخر كده، معظم الخلل أو إصابة في الغدد يسبب نقص الإفراز، خلل بيساوي نقص إفراز، ده الخلل. إلا إذا ذكر غير ذلك في السؤال بقى، ممكن يجي يقول لك في السؤال زيادة الإفراز، فده موضوع تاني. لكن كلمة خلل، حصل خلل في الغدة يبقى هي ما اشتغلتش بصورة طبيعية. لو هو ما حددش غير كده يبقى هنا زي ما انا كاتب لك كده، الا اذا ذكر غير ذلك في السؤال، ده معناها ان الاستاذ قال لك انه حصل زياده في الافراز. زياده افراز الاكسجين يحفز زياده انتاج جزيئات الاي تي بي ويزود معدل استهلاك الاكسجين للاكسده، وزياده كميه ثاني اكسيد الكربون عشان الاستاذ ده بيتنفس بسرعه فبيطلع ثاني اكسيد الكربون بنسبه كبيره. في فرق بين غده مختلطه ومشتركه، الخصيتين والبنكرياس والوظيفه المزدوجه. المختلطه والمشتركه وزي الخصيتين والبنكرياس دول بيعملوا قنويه ولا قنويه في نفس الوقت، اما مزدوجه فعندنا بنكرياس بيطلع انسولين وجلوكاجون بيعمل عكس بعضهما في الوظيفه. نقص البارس هرمون او زياده الكالسيتونين يؤدي الى نقص الكالسيوم في الدم، مما يؤدي لشنجات عضليه وسرعه انفعال. ليست جميع الهرمونات متخصصه في عملها، فقد يعمل هرمون على اكثر من نسيج، وادي الكلام اللي لسه بنتكلم فيه هنا من شويه اهو. طيب الثيروكسين ذات الطبيعة الدهنية ولكنه قابل للذوبان فين؟ في الماء. عند انخفاض الألدوسترون في الدم فإن محتوى البول من الصوديوم يزداد، حلو، ومحتوى الدم من الصوديوم يقل، بينما يزداد محتوى الدم من البوتاسيوم وينخفض مستوى البول من البوتاسيوم. وخلي بالك من دي كويس كمان، احنا لو عندنا هرمون زي الألدوسترون والباراثرمون، لو إن الباراثرمون ده قل فبالتالي الكالسيوم هيبقى اقل في الدم، فيبقى موجود في البول بسرعه عاليه، فممكن يؤدي الى حصوات الكليه. او لو ان هرمون الكالسيتونين قل، ده معناه انه هيخلي الكالسيوم زياده في الدم فيطرد بسرعه عاليه في البول لان مفيش ليه طرد، فبالتالي هيزود حصوات الكليه برضه. تمام، طيب زياده حجم الدم يعني ارتفاع ضغط الدم، الكحول والكافيين في القهوه، انخفاض الملح وبروتينات الدم يخفض من هرمون الاي دي اتش. عندنا الاي دي اتش ده ايه اللي بيقللوا يا باشا؟ قال لك انخفاض الملح. يعني ايه؟ يعني الميه عاليه، بروتينات الدم، انخفاض الملح وبروتينات الدم ديت عاليه. يعني معنى انخفاض الملح يعني انخفاض التركيز، يعني ارتفاع الضغط، يعني كميه الدم وحجم الدم كبيره، يعني الميه عاليه، فبالتالي لازم هرمون الاي اتش دي ايه يقل. ليه؟ عشان يسمح للميه بالخروج من الجسم، مش هيفجر الخلايا بتاعتنا يعني. أنا تناول وجبة مملحة أو القيء أو النزيف أو العرق. أكلت وجبة مملحة أو قيء فخرجت مية من الجسم أو نزيف، فبالتالي انخفاض الضغط عشان كمية المية اللي في الدم وفي الجسم قلت، فإن هرمون ال اتش ايه يزيد، يعني ال في اتش بيرجع يزيد مرة تانية ويمنع الجفاف من الجسم. الألدوسترون وال اتش يؤثران على تركيز البول في الشخص السليم. زيادة نشاط اللاعبين يزداد معهم الأدرينالين عشان ده بيلعب ومحتاج نشاط عالي، الذي يؤثر على جميع انواع عضلات الجسم. طيب يبقى معنى كده الادرينالين بيأثر على عضلات والكبد ويكسر الجلايكوجين ويحوله الى جلوكوز، اما الجلوكاجون فيبقى أثر على الكبد فقط. خروج الصوديوم في البول يدل على خلل في الالدوسترون، او قد يكون خلل في مستقبلات الالدوسترون، يعني ممكن يكون الالدوسترون عالي بيزيد لكن المستقبلات هي اللي فيها مشكله. طيب يبقى معنى كده الالدوسترون ما بيقومش بوظيفته بصوره طبيعيه حتى وان كان بيفرز من الخلايا المفرزه ليه، اللي هي قشره الغده الكظري. الايون المحفز لافراز الالدوسترون هو الصوديوم، والمحفز لهرمون الالدوسترون هو الاي سي تي اتش. هو المسؤول عن استجابه العضله للسائل العصبي هو الالدوسترون. عند زياده هرمونات نخاع الغده الكظريه فانه يزداد معدل ضربات القلب عشان طبعا الادرينالين والادرينالين، وبالتالي يزداد الجلوكوز في الدم ويزداد معدل التنفس ثاني اكسيد الكربون، ده خايف او في حاله اضطراب، ويقل الجليكوجين في الكبد. استنى كده، فاكرين احنا خدنا الجليكوجين ده بيقل في الكبد؟ قد يقل الجليكوجين في الكبد وليس بتأثير هرموني، او لا يزداد الجلوكوز في الدم. تقول له الواد ده عنده حاجة اسمها سبوروزيتات عايشة جوه الكبد بتتغذى عليه وبتتقطع،
خدناها دي تبع منهجك؟ اه خدناها، خدناها في مرض بلازموديوم الملاريا، لما كان بيقول ان عندنا السبوروزويتات اللي هي شكلها المغزلي ده بتروح رايحه على خلايا الكبد السداسيه عشان تعيش جواها، فبتغذى على مين؟ تغذى على الجلايكوجين، فالجلايكوجين بي ايه؟ بيقل. دي اسمها ايه يا باشا؟ اسمها سبوروزويتات. حلو خالص. السبوروزويتات بتقل، تمام. الجلايكوجين ماله؟ بيقل. الجلوكوز فين؟ مفيش. اشمعنى؟ لان الجلايكوجين ده بيتاكل عن طريق السبوروزويتات، يبقى حاجه بتكسر الجلايكوجين اللي موجود في الكبد ولا تؤدي لزياده الجلوكوز في الدم، يبقى تقول له دي السبوروزويتات، تمام. طيب احنا وصلنا فين؟ كنا بنقول عن تناول وجبات فقيره في ملح الطعام فان مستوى الالدوسترون يزداد في الدم. ايوه، في ملح قليل فبالتالي الجسم مش عايز يطرد الملح اللي موجود فيه، يعني عايز يحافظ على مستوى الصوديوم والبوتاسيوم الموجود فيه. هنعمل ايه؟ فبالتالي الالدوسترون يزيد عشان يحافظ على الصوديوم، لان الصوديوم طبعا ده المسؤول عن الحفظ العصبي او النقل العصبي عندنا عشان يسبب انتقال السائل العصبي في الخلايا بتاعتنا. ركز في اللي جاي. الاتزان الاسموزي يحدث في الالدوسترون والاي دي اتش، ده اتزان اسموزي. وممكن كمان كان الكالسيتونين والباراثورمون، وممكن الانسولين والجلوكاجون عشان بيحافظوا على معدل مستويات الجزيئات والايونات داخل الدم، تمام، او داخل بلازما الدم. غده قنويه تعمل على ضبط مستوى السكر في الدم هو الكبد. غده ايه؟ قنويه بتظبط مستوى السكر في الدم هو مين؟ الكبد. اه ده غده قنويه. ايوه، لما كان برنارد قال على برنارد لما كنا بنتكلم عنه قال على الكبد ان هو غده قنويه بتطلع عصاره صفراويه، بس ازاي بيحافظ على مستوى السكر في الدم؟ عن طريق ان الجلوكاجون بيشتغل عليه ويكسر الجلايكوجين الموجود فيها فبيزود مستوى السكر في الدم، او الادرينالين او النور ادرينالين. طيب عندنا الجلوكاجون يفرز من خلايا الفا من جزر لانجرهانز، والعضو المستهدف هو الكبد. حلو خالص. لا يؤثر على عضلات لعدم وجود مستقبلات. الانسولين يفرز من جزر لانجرهانز من خلايا بيتا ويساعد على دخول السكر للخلايا وتحويل السكر الى مواد دهنيه وتحويل الجلايكوجين. طبعا يزود تكوين الجلايكوجين ويزيد من نفاذات الاغشيه البلازميه لمرور الجلوكوز. خد عندك المعلومه دي، النفاذيه للاغشيه البلازميه. بص بقى، في حتتين بيزودوها عندي في المنهج احنا خدناهم، في انزيم اسمه الهيالويورينيز وفي هرمون الانسولين. ركز في دي. الهيالورونيز كان بيعمل ايه؟ ده كان انزيم موجود في الجسم القمي للحيوان المنوي اللي اسمه الاكروسوم، صح؟ ده كان في قمة رأس الحيوان المنوي، تمام يا معلم؟ تمام. طيب بتعمل ايه انت يا عم يا هيالورونيز؟ قال لك والله يا باشا انا الهيالورونيز ده بيعمل لي اذابة للغشاء الخلوي عشان يسهل اختراق الحمل المنوي للبويض، فده بيعمل خلل اهو في الغشاء بتاع النفسي، وكمان الانسولين بيعمل خلل في الغشاء النفسي. وعلى فكره ده سؤال تراكمي موجود في اولى ثانوي، الهيالورونيز الموجود في راس الحمل المنوي ده كان انزيم كنا بناخده في الجزء بتاع تصنيف في اولى ثانوي، فيمكن يعني يجيب لك سؤال زي كده. فعندك الهيالورونيز والانسولين اهو، ده دول من المواد البروتينيه اللي بتعمل على زياده النفاذيه في الاغشيه البلازميه. نكمل. عندنا عند ربط القناه البنكرياسيه فنسبه الجلوكوز هتتاثر طبعا، لان الجلوكوز ده بيحصل له امتصاص، والقناه البنكرياسيه لو اتربطت لا تتاثر، لانها تتاثر بهرمونات تنتقل في الدم، لان كده كده احنا نشتغل بهرمونات، والهرمونات بتروح على الكبد والعضلات تزود الجلوكوز في الدم عادي، مش فارق القنوات يعني. والهضم كده كده بيتم برضه بالعصاره اللي موجوده في البنكرياس، او بالعصاره اللي موجوده في الاثنى عشر اللي بتصب من البنكرياس، او بالعصاره المعديه واللعاب اللي موجود في الفم، الانزيمات موجوده في الجسم. فكده كده نسبه الجلوكوز مش هتاثر عند ربط القنوات. تمام. الانسولين والجلوكاجون بيساعدنا على اتزان معدل السكر في الدم، ده احنا طبعا قلناها كتير، اتزان الداخلي. بعد تناول الوجبه فان هرمون الجلوكاجون لا يرتفع. ايوه، يعني بيقل او ما بينتجش اصلا. امال مين اللي بيزيد؟ بيزيد الانسولين ومين؟ والسكرتين والكلوسيستوكاينين. ليه؟ عشان الاتنين دول هما اللي بيحفزوا الكبد عشان انتاج العصاره الهاضمه، سوري البنكرياس، معلش، بيحفزوا البنكرياس عشان انتاج العصاره الهاضمه.
في مرضى البول السكري فإن تركيز الجلوكوز في الدم مرتفع وفي البول مرتفع أيضا. ده عنده سكر، فمريض بول سكري فتركيز الجلوكوز في الدم عالي، فبالتالي مرتفع والبول كمان بيكون مرتفع. ونضيف حتة هنا كمان يا سعادة الباشا، ركزوا الله يكرمكم، لان الاسئله دي مهمه جدا والكلام ده والله يعني احنا اشتغلنا فيه طول السنه، احنا بنحاول نجمعه في ساعه ساعتين في فيديو 3 ساعات فيديو. يعني بالنسبه لك انت لو اتفرجت على الفيديو وشفته مش محتاج منك غير يعني زي ما قلت لك دعوه، واذا تكرمت يعني سبسكرايب ولايك للقناه وكومنت كده ظريف من حضرتك، يعني احنا بنحاول نساعدك وانت برضو بتساعدنا وتساعد زمالك في ان الفيديوهات توصل لاكبر عدد من الناس. طبعا ده كله بيتعمل لله عشان في المقام الأول حضرتك تحصل على الدرجة النهائية كاملة. كنا بنتكلم في جزء بتاع السكر والمرتفع في الدم ومرتفع في البول بيكون مرتفع أيضا. مرضى البول السكري تركيز الجلوكوز في الدم عالي وكمان تركيزه في البول بيكون عالي، تمام؟ طيب انتقال الجلوكوز من الأمعاء الدقيقة إلى الدم يثبط نشاط خلايا ألفا. جلوكوز من الامعاء، مين اللي عملوا النقل؟ افتكر كده السيروكسين هو اللي كان بيعمله امتصاص من الامعاء الى الدم، فبيثبط نشاط خلايا الفا. الفا اللي هي بتفرز مين؟ بتفرز الجلوكاجون، تمام. السيروكسين والانسولين يؤثران على جميع خلايا الجسم بما فيهم الخلايا المفرزه لهم، تمام. لان السيروكسين كده كده هيفرز الروح على الغدد الدرقيه عشان يحفزها، الحويصلات عشان يحفزها عشان تاخد الطاقه اللازمه ليها، والانسولين هيروح على خلايا البنكرياس اللي هي بيتا عشان برضه تاخد الطاقه اللازمه ليها عشان انقسامات. يزداد افراز كل من الادرينالين والسيروكسين والجلوكاجون والاي دي اتش اثناء اداء تمرينات رياضيه. ادرينالين تمام عشان يكسر الجلوكوجين ويحوله الى جلوكوز عشان ده نشاط رياضي وبدني عنيف، فيعتبر بالنسبه لنا حاله اثاره وانفعال شديد، فمحتاج هرمون سريع يشتغل معانا. سيروكسين عشان يحرق ويدي طاقه، جلوكاجون عشان يكسر برضه معانا ويزود الجلوكوز في الدم، والاي دي اتش بالمناسبه بس كمان معانا الانسولين. ليه؟ في اداء اثناء التمارين الرياضيه لو زاد الادرينالين هيزيد الانسولين عشان يدخل السكر ده للجسم، الجلوكوجين هيزيد فتره عشان يزود مستوى السكر في الدم، فالانسولين يطلع يدخله في الكبد والعضلات عشان يخليهم يحصلوا على الطاقه اللازمه ليهم. زياده افراز الخلايا البينيه في الخصيه يزيد من التستوستيرون مما يؤدي الى زياده قوه العضلات في فتره البلوغ. يبقى افراز الخلايا البينيه في الخصيه يزيد من التستوستيرون، حلو. التستوستيرون بيساعد الجي اتش عشان يعمل بناء العضلات في الجسم. مسؤول مباشر عن صفات الجنسيه في الذكور هو التستوستيرون، والمسؤول غير مباشر هو مين؟ ال ال اتش، لان ال اتش هو اللي بيحفز التستوستيرون والاندروسترون. هرموني ال اتش والاف اس اتش مكملين لكل منهما الاخر في الانثى لاتمام نضج البويضات على عكس الذكر، كل منهما يعمل بشكل منفصل. حلو. الاف اس اتش بيروح على القنوات المنويه والحوصات المنويه، وال اتش بيروح على الخلايا البينيه عشان يطلع التستوستيرون والاندروسترون. اما الانثى موضوع مختلف يا معلم، عندنا ال اف اس اتش بيروح يشتغل على الحويصله بتاعه جراف عشان تاخد الخلايا البيضاء الاوليه وتبدا فيها بدايه انقسام الخلايا البيضيه الاوليه الى بيضيه ثانويه. ال ال اتش بقى اللي بيتمم الموضوع ده ويحرر البيضيه الثانويه. فاحنا كده معانا هرمونين مكملين لبعض في الانثى، اما الذكر كل واحد لوحده. اف اس اتش هو هرمون مسؤول عن نمو غده صماء في الانثى فقط وهي حويصله جراف. ال اتش مسؤول عن تكوين نسيج غدي حويصله جراف، مسؤول عن افراز الهرمونات الجنسيه في الذكر. ال اتش مسؤول عن تكوين نسيج غدي، هو حويصله مين؟ جراف، تمام. او سوري بمعنى صح هنقولها تفجير نسيج غدي اللي هو حويصله مين؟ جراف، مش تكوينها. ال اتش بيكسر، معلش دي تفجير مش تكوين. اوكسيتوسين يؤثر على الانسجه العضليه الملساء وليست الضامه. الملساء اللي احنا اخدناها اللي هي ما بيحصلش فيها الانقباض والانبساط مفصل او بصوره واضحه زي ما كان العالم هيكسلي فسرها، نظريه الانقباض العضلي، وليست الانسجه الضامه، لانه الانسجه الضامه عندنا زي الدم زي الاعصاب زي الجلد دي بيسموها انسجه ضامه. في عندنا هرمون يسبب البلوغ المبكر في الانثى هو الاستروجين. في الاف اس اتش لا يساهم في الصفات الجنسيه الذكريه ولكنه يساهم في الصفات الجنسيه الانثويه بطريقه غير مباشره عن طريق انماء حويصلات جراف ولا تفرز الاستروجين. طبعا الاف اس اتش لا يساهم في الصفات الجنسيه الذكريه ليه؟ لانه يا استاذ ده مسؤول عن تكوين الحيوانات المنويه. وهنا لو قلت لك مين اهم، لو فرضنا ان الحيوانات المنويه اللي هو الاف اس اتش موجود وال اتش عشان يطلع حويصلات جراف،
سوري، في بالنسبه للذكر، انا هتكلم بالنسبه للذكر. اف اس اتش المفروض انه بيطلع الحيوانات او بيحفز القسمات للانابات المنويه عشان يطلع الحيوانات مين؟ المنويه. والاتش اتش بيطلع التستوستيرون والاندروستيرون. هل دول اهم ولا دول اهم بالنسبه لنا كمنهج في التكاثر؟ ان التكاثر بيتم بحالات منويه. لو في حالات منويه مكتمله النضج وقادره على الاخصاب، يبقى احنا بالنسبه لنا الاف اس اتش هيكون اهم. يعني الحالات المنويه اهم ولا التستوستيرون والمظاهر اهم؟ كتكاثر الحالات المنويه اهم، تمام. لكن طبعا ده لا يغني عن دور التستوستيرون والاندروستيرون في ان هم بينموا الحصيلات المنويه وبيطلعوا السائل القلوي وبيحافظوا على الحالات المنويه عشان حياتهم. لكن التستوستيرون والاندروستيرون بيساعدوا في انماء الحصيلات المنويه. في عندنا كمان غدتين اسمهم كوبر والبروستاتا، دول بيفرزوا سائل قلوي وقد يحافظوا على الحالات المنويه لعند عمليه الاخصاب ما تتم بصوره طبيعيه. فاذا الحالات المنويه لو ان هي وصلت للبويضه في اثناء التزاوج وحصل انتاج فرد جديد بالغنى عن المظاهر الثانويه الجنسيه بالتستوستيرون والاندروستيرون، فنقدر نقول لك الحالات المنويه هي الاهم. فاهم؟ احنا بندرس فصل اسمه التكاثر. الهرمون الذي يسبب بلوغ مبكر في الانثى هو الاستروجين، تمام. طيب هرمون يفرز عند وصول الطعام للمعده طبعا الجسترين ويؤثر على هضم اللحوم والبروتين، بينما يفرز عند وصول الطعام للامعاء. استنى، في فرق بين المعده والامعاء. المعده جسترين، امعاء سكرتين وكولوسيستو كينين، ودول هيروحوا ياثروا على مين؟ على هضم قطعه خبز من الكربوهيدرات. ليه يا باشا؟ دول هيروحوا ياثروا على البنكرياس، البنكرياس هيطلع ثلاث هرمونات وماده، ماده اسمها بيكربونات الصوديوم عشان يحول وسط لقلوي مره تانية، تمام. وهيفرز معانا الاميليز البنكرياسي، فاكرينه ده تانية ثانوي، وهيفرز يعني هرمونات تانية، هو التريبسينوجين اللي هيتحول لتريبسين، وهيفرز اللايبيز اللي بيهضم الدهون. بس السكرتين وكولسيستوكينين حتى يمكن من اسمه كده السكرتين يعني بيأثر في هضم السكريات او قطعة خبز من الكربوهيدرات، تمام. الهرمون يؤثر في عملية الامتصاص في المعدة هو سيروكسين، لان ده بيحفز امتصاص الجلوكوز الموجود في المعدة والامعاء عشان خاطر يمتص الجلوكوز يدخله في الدم. هرمونات تفرز وتعمل في نفس مكانها جسترين بروجسترون وتيموسين. الاكسونات في الجذور تثبط وتقلل النمو مع زيادة التركيز، والعكس ازود التركيز في الجذر اقلل النمو بتاع الاكسين. طب ازود التركيز في الساق ازود النمو، يبقى علاقة الاكسين مع الساق علاقة طردية، علاقة الاكسونات مع السيقان علاقة عكسية، تمام. طيب الزيادة المستمرة في تركيز الأكسجين النباتية تعطل النمو، زيادة مستمرة في تركيز الأكسجينات النباتية تعطل النمو. لو زودت بقى الأكسجينات أكتر من اللازم فإحنا كده بنقلل النمو، يبقى إحنا كده بنعمل حاجة اسمها الخلل. يمكن لهرمون واحد أن يؤثر في أنسجة مختلفة نفس التأثير، ويمكن لهرمون واحد أن يؤثر في أنسجة مختلفة تأثيرات مختلفة، ومعظم الهرمونات لها تأثير منشط. دي معناها إيه؟ الهرمون الواحد يؤثر في أنسجة مختلفة نفس التأثير، تمام. بيروح على انسجه يعمل نفس التاثير زي السيروكسين، بيروح على كل انسجه يحفزها تعمل انسجه مختلفه. اهي الانسولين نفس الكلام، الجي اتش بيعمل نمو. ممكن هرمون واحد ان يؤثر في انسجه مختلفه تاثيرات مختلفه، يعني على سبيل المثال البروجسترون بيروح على الثدي يعمل انماء بطريقه معينه، وراح على بطانه الرحم يعمل انماء، وبروح على المبيض يعمل تثبيط للتبويض، فده تاثير مختلف اهو. هرمون الجي اتش يعزز انقسام الخلايا الغضروفيه والعظميه والعضلات، يعني كده بيحفز انقسامات الميتوزيه. يعني هرمون السكرتين يعمل على الخلايا الحويصليه بالبنكرياس فقط لافراز العصاره الهضمه، يعني مش بيعمل على الخلايا البينيه المفرزه ل او بنسميها جزء لانجرهانز المفرزه للانسولين والجلوكاجون. يمكن لخلايا الجسم المختلفه ان تستجيب بشكل مختلف لنفس الهرمون. ايوه، يتم تفسير ذلك بان ارتباط الهرمون بمستقبلات الخلايا المختلفه ينشط مسارات ايضيه تختلف من الخلايا الاخرى. عندنا خليه عندها 5 مستقبلات، خليه تانية جنب منها اختها عندها 10 مستقبلات، يبقى اللي عندها 10 مستقبلات هتكون اكثر نشاطا من اللي عندها 5 مستقبلات. ادرينالين يؤثر في خلايا العضلات الملساء حيث يزيد من الضغط الدموي ومعدل ضربات القلب، كما يؤثر في خلايا الكبد وخلايا العضلات الهيكليه ويزيد التاثير العصبي. الله، حتى يساعد الجسم في مواجهه حاد العضلات حاد الطوارئ. طبعا هو ادرينالين بينشط كل عضلات الجسم بمعنى اصح، يعني عشان تستجيب لحاله الطوارئ اللي هتحصل للشخص ده.
معدل افراز هرمون النمو في مرحله الطفوله اعلى من معدل افراز في مرحله ما بعد البلوغ. يعني كلما زاد الشخص في العمر كلما قل هرمون الجي اتش. استنى، انت عايز تقول لي ان في هنا علاقه بينيه بنرسمها بالشكل ده؟ ادي هرمون اللي ادي العمر السنوات، وادي هرمون الجي اتش. يزيد معاك الجي اتش يا باشا عند مرحله البلوغ مثلا وليكن مثلا 16 ل 18 سنه، وبعدين يبدا الجي اتش ايه يقل مره تانية، تمام؟ فهرمون الجي اتش بيزيد وبعدين يبدا يقل مره تانية هرمون الجي اتش. وده على فكره حل كل الهرمونات تقريبا، لان كل الهرمونات بتبقى، مش كل الهرمونات، مش يعني معظم الهرمونات مش كلها. في عندنا واجه الشبه بين خلايا جذور لانجرهانز اللاقنوية والخلايا الحوصليه قنيات البنكرياس، ان هما الموقع، الخلايا الحوصليه وجذور لانجرهانز دول موقعهم هو واحد. واجه الشبه بين الغده الدرقيه وقنيات البنكرياس، الغده الدرقيه وقنيات البنكرياس تنبيههما وتحفيزهما يتم بالهرمونات. القنيات بتتم بالهرمونات ازاي؟ على القنيات بتاعه البنكرياس، هي قنوات البنكرياس بتتم بالسكرتين والكولسيستوكاينين. طب الغده الدرقيه بينها وبين الشبه بين القنيات ديت، مش الغده الدرقيه كلها بمعنى اصح، هنقول حوصات الغده الدرقيه هنا، هنقول ان هم بيتم تنبيههم بالهرمونات عشان دي بيجي لها هرمون التي اس اتش من الغده النخاميه. عندنا نخاع الغده الكظريه لا يعمل بالتغذيه الرجعه السلبيه مع الغده النخاميه، حيث ان هو تنبيه وتنبيه ايه عصبي، فكده كده لا يعمل به التغذيه الرجعه السلبيه. ارتفاع مستوى البروجسترون في فتره الحمل مسؤول عن عدم افراز الغدد الثدييه اللبن على الرغم من نموها التدريجي، تمام؟ فكده ده بيعمل برضو على الثدي ان هو بيوقف الرضاع. يعني ارتفاع مستوى البروجسترون في فتره الحمل مسؤول عن عدم افراز الغدد الثدييه للبن، يبقى ده كده بيثبط البرولاكتين في الفتره بتاعت الحمل، لانه بيعمل على نموها تدريجي على الرغم من نموها تدريجي، لان هو هنا بيوقف البرولاكتين. يبقى نقدر نقول البروجسترون بيأثر تأثير سلبي على البرولاكتين. بعض عناصر في تركيب وعمل الهرمونات زي الالدوسترون صوديوم، زي الباراسولمون الكالسيوم، زي الكالسيتونين كالسيوم، زي الاكسين اليود. ان الشعور بالعطش فان ذلك يؤدي الى زياده افراز هرمون الاي دي اتش. حلو خالص، عشان يحافظ على الميه الموجوده في الجسم، انت عطشان فلازم احافظ على الميه الموجوده في جسمك، فبالتالي الاي دي اتش بيزيد. شرب كميه كبيره من الماء فاز الاي دي اتش ينخفض ويقل ويقل اعاده امتصاص الميه في الجسم مره تانية عشان خاطر يخرج الميه الزياده في حاله وجودها في الجسم. يتم تثبيت هرمون الاكسيتوسين لمنع انقباض عضلات الرحم ولمنع الاجهاض طبعا، عشان ده الهرمون اللي بيتم تثبيته. طيب الماده المحفزه لهرمون الادرينالين هو الاستايل كولين. استنى، هو الاستايل كولين ده كان بيفرز منين؟ بيفرز من الشق التشابكي. ده الشق التشابكي اهو، كان بتاع العضلات. حلو خالص، كان في هنا حويصلات فيها استايل كولين. الاستايل كولين ده لما كان بتيجي اثاره عصبيه كان دي بتتفجر، المنطقه دي تروح متفجره من هنا، تمام؟ لما تتفجر من هنا ينتقل من هنا او ينتشر الاستايل كولين في المنطقه دي في الشق التشابكي، يروح رايح على البوابات بتاعة الصوديوم، يعمل لها فتح، فالصوديوم يدفع للداخل فيروح على مخزن الكالسيوم، فالمخزن الكالسيوم يندفع للخارج يكون روابط مستعرضة. حلو الكلام. طيب ده حالة إثارة أو مادة محفزة للأدرينالين هو الأستايلكولين. ليه يا باشا؟ عشان قال لك ده مثير عصبي، والنور أدرينالين، والأدرينالين بيفرزوا عن طريق العصب السمبثاوي، يبقى دي الأعصاب بتفرز الهرمونات بتاعت الادرينالين والنور ادرينالين، بس بيأثر فيها مادة الاستايل كولين. تنظيم عمل البنكرياس بهرمون السكرتين والكولسيستوكينين طبعا، عشان ده عمل البنكرياس هنا في افراز العصارة الهضمة. يوجد 6 غدد صماء على طول القصبة الهوائية، واحدة درقية، واحدة تيموسية، و4 جرات درقية. يمكن اعتبار تحت المهاد غدة لأنها تفرز هرمونات من الخلايا العصبية المفرزة. تحت المهاد ممكن نعتبرها غدة، بس هي هنا بنعتبرها حلقة وصل بين الجهاز العصبي والجهاز الهرموني، على الرغم ان هي تتبع الجهاز العصبي. تحت المهاد دي تتبع الجهاز العصبي، تمام؟ يطلق على النخاع الكظرية الخلايا الغدية الداخلية لفوق الكلية. وعند زيادة خمول منطقة تحت المهاد يعني عدم انتاج الـ DH. حلو خالص، ولذلك يؤدي الى زيادة اسموزية الدم. يعني مفيش DH، يعني مفيش مية، ففي هنا ملح زيادة، فالاسموزية في الدم زيادة. ضمور الخلايا العصبية المفرزة في الشهر السادس، عصبية المفرزة لا تؤثر على الحمل. الحمل مش هتأثر، بس هي ضمرت بتطلع ايه؟ بتطلع الاكسيتوسين، مش هتأثر على الحمل لكن هتصعب عملية الولادة.
عند فرط افراز الغدد الجراد الدرقيه ونقص افراز الكالسيوم يؤدي ذلك لتكوين حصوات الكليه. نقص الجراد الدرقيه سوري فرط الغدد الدرقيه يعني الباراثورمون زاد، ونقص الكالسيوم يؤدي الى تكوين حصوات في الكليه. زي ما قلنا ان الكالسيوم هيكون زياده في الدم، فبالتالي هيطرد في النفرون عشان يحصل له خروج من الكليه، فهيتكون حصوات اللي هو الاوكساليت اللي موجوده في النفرونات، وده يؤدي الى حصوات النفرون وبعد كده حصوات الحلب بقى والى ما شابه. عند ذات افراز هرمون الغده الدرقيه ثيروكسين تضخم كحوز يؤدي ذلك زياده الشهيه ونقص الكتله العضليه. تمام، ده عنده احتراق عالي جدا فبيحرق كل حاجه في جسمه بسرعه، وفي نفس الوقت يعني عنده معدل شهيه عالي عشان بيشعر بالجوع باستمرار. زيادة الكالسيتونين ونقص الألدوسترون، زيادة الكالسيتونين يبقى زيادة الكالسيوم، نقص الألدوسترون يبقى نقص الصوديوم. زودت الكالسيوم نقصت الصوديوم، نقص الباراثورمون يبقى كده مفيش كالسيوم في الدم بمعنى أصح. تمام، نقص الصوديوم في الدم بسبب نقص الألدوسترون، نقص الباراثورمون لو نقصت الباراثورمون يعني مفيش كالسيوم في الدم، يبقى ده هيؤدي لشنجات عضلية مؤلمة. تمام، مريض السكر قبل اكتشاف المرض يقل وزنه وبعدها وبعد تلقى علاج الانسولين فيزداد الوزن مره اخرى. ليه يا باشا؟ لان الانسولين زي ما قلنا بيزود دخول الجلوكوز للخلايا في الاحتراق، وكمان يزود تخزين وتخزين الجلوكوز في الكبد والعضلات والانسجه الدهنيه. فالانسولين ليه دور هدم، الانسولين ليه دور هدم وليه اتنين دور بناء، فدور الانسولين البناء اكتر من دوره في الهدم. تمام، فبالتالي اللي بياخد انسولين ممكن وزنه يزيد. في بعض الدكاتره او بعض الناس بيقولوا يعني ممكن ناخد حقن انسولين، طبعا ده خلل هرموني وبالتالي يزود عمليه تكوين الكتله الدهنيه في الجسم او يزود الكتله الدهنيه الموجوده في الجسم. الاوكسينات مواد منظمه للنمو تفرز من الساق والجذر وتنتقل في النبات بالانتشار. حلو خالص. الاوكسين بينتقل فين؟ بينتقل في اللحاء. معظم الأوكسونات تنتقل في اللحاء. المواد المناعية تنتقل في الخشب. طيب المية والأملاح في الخشب، مواد غذائية في اللحاء. تمام، طيب الأوكسونات برضو هي مواد عضوية بيولوجية كبيرة الحجم عبارة عن بوليمر. هرمون الـ ADH يمكن أن يرفع ضغط الدم بطريقتين مختلفتين، يزيد حجم الدم ويعمل انقباض لعضلات الملساء في الأوعية الدموية ويخلق في منطقة تحت من المعدة. يبقى هو بيزود من حجم الدم فكمية الدم زادت فضغط الدم زاد، وكمان لو سميناها في اتش بيعمل انقباض العضلات مين الملساء، فبالتالي كده يعمل على ضغط الدم بطريقتين. الضوء يعمل على توزيع الاوكسينات في القمة النامية وليس في الساق. الضوء بيوزع الاوكسينات في القمة النامية وليس في الساق. في الساق بيحصل لها انتشار على حسب بقى استجابة الساق ده على المؤثر اللي بيأثر فيه. ستارلينج لما قطع اتصال عصبي لفهم وتوضيح وتفسير كيفية إفراز البنكرياس العصارة الهاضمة. هو ستارلينج كان بيدرس العصارة الهاضمة، ملوش دعوة بقى بهرمون ولا غيره، فقطع اتصال عصبي عشان يشوف هل العصارة الهاضمة تفرز ولا لا. طبعا هو أول واحد اكتشف الهرمونات وسماها مواد أو رسائل كيميائية. هرمون النمو يعمل على أيض السكريات الأحادية والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية. النمو بيشتغل على كله لأنه بتاع نمو، فهو بيعمل على أيض سكريات أحادية وأحماض دهنية وأحماض أمينية كمان كلها، لكن هو على البروتين بيشتغل بصوره اعلى. هرمون العصب الذي يستخدمه الاطباء لاسرع عمليه الولاده طبعا هو مستخلص الغده الفصل الخلفي للغده النخاميه الاوكسيتوسين. هرمون جي اتش يعتبر اقل تخصص من هرمون تي اس اتش. تمام، تي اس اتش بيروح على الخلايا الحويصليه فقط في الغده الدرقيه، اما جي اتش بيشتغل على جميع خلايا الجسم لان الجي اتش بيستهدف عدد اكبر من الخلايا. الهرمون الذي يستهدف عدد اقل في الانسجه يكون اكثر تخصص، والهرمون الذي يستهدف عدد اكبر من الخلايا يكون اقل تخصص، يعني واخد خلايا كتيره فده يبقى اقل تخصص على ذلك في هرمونات الايض زي السيروكسين. ماشي، اخطاء الحروف دي في الكتابه الاملائيه فقط لكن انا بصححها معاك. افراز هرمون الاي دي اتش في الدم ينتج او ينتج من دخول انيات الكالسيوم عبر مضخات للنهايات العصبيه المفرزه. ايه ده الاي دي اتش؟ ايه علاقته بمضخات النهايات العصبيه وانيات الكالسيوم؟ وذلك ان هرمون الاتش يفرز، هرمون يفرز تاثير عصبي من تحت المهاد ليخزن في فصل خلفي للغده النخاميه ثم يتحرر في الدم. يعني انت عايز تقول لي ان احنا لما بنيجي نبص على منطقه التشابك العصبي هنا لما الكالسيوم بيروح
يفجر حصات نقاهة عصبية اللي هنا، فده بيحرر أصلا الكولين، فبيعمل إثارة عشان يحرر الـ ADH. أيوه، يعني الجملة دي مهمة. إفراز هرمون الـ ADH في الدم ينتج من دخول أيونات الكالسيوم عبر مضخات الأيونات العصبية المفرزة. لما الكالسيوم بيدخل هنا، فالـ ADH ده يتحرر من الفص الخلفي للغدة النخامية في الدم. خلاص. طيب، هرمون النمو يحفز تكوين الاكتين والميوسين في العضلات الهيكليه. هرمون النمو، اكتين وميوسين، تمام. مين اكتين وميوسين؟ دول خيوط بروتينيه، ده سميك وده رفيع. حلو خالص. مش دي خيوط بروتينيه؟ والهرمون النمو ده بيبني الجسم، فبيعمل بناء الخيوط البروتينيه الموجوده في الجسم، تمام. يبقى اذا بيكون عضلات. حلو، تمام. يبقى انا كده المعلومه صحيحه. ارتفاع هرمون السيروكسين يزيد من الضغط الدموي ويزيد من التعرق والتنفس وعدم امتصاص الجلوكوز، ويقلل من وزن الجسم، ويقلل من افراز هرمون التي اس اتش بتغذيه رجعه سلبيه، وطبعا بيقلل من وزن الجسم ويزود الشهيه. الفص الامامي من الغده النخاميه يؤثر على غدد صماء وغدد قنويه. الفص الامامي، غدد صماء وغدد قنويه. مين القنويه يا باشمهندس؟ عندك الثدي على سبيل المثال، عندك الـ ADH بيأثر على النفرون، دي غده قنويه بتفرز البول بتطلع البول لبره، تمام. فعندك الـ ADH او الـ VH بيأثر على الأوعية الدموية، يعني هي يعني بيحافظ على الدم الخارج منها. فإذا الأمامي بيأثر على غدد صماء وغدد قنوية في نفس الوقت. تناول قطعة خبز فإن تتابع الهضم يتم عليها بهرمونات كالسيكاتين، يكسر المواد الكربوهيدراتية يحولها الجلوكوز، ويفرز من الاثنا عشر، يشتغل على البنكرياس عشان البنكرياس يطلع العصارة الهضمية بتاعته، فيزود عملية الهضم، فيطلع سيروكسين، يمتص الجلوكوز ويدخله في الدم، وبعدين من الاوعيه من القناه الهضميه، وبعدين الانسولين، وبعدين الثيروكسين، تمام. بس يا ريم بقى خلاص، بس عشان بابا شغال، عشان بابا شغال، معلش روح اشتري، روح اشتري، دي ضريبه الشغل. عند فحص عين الدم لشخص يعاني من السكر وغير منتظم على العلاج، فاننا نلاحظ زياده اسمه زيت الدم ويقل حجم كرات الدم الأحمر، تمام. يبقى شخص يعاني من السكر والسكر عنده غير منتظم، هو نفسه غير منتظم على العلاج، هنلاحظ زيادة اسموزات الدم، السكر عنده عالي، يبقى الاسموزات بتاع الدم عالية، يعني عشان السكر عالي، ويقل حجم كرات الدم الحمراء. حجمها بيقل ليه؟ لأن يا أستاذ أنت هنا ما عندكش مساحة كبيرة للدم إن هو ياخد مكانه بسبب زيادة الجلوكوز في الدم. هرمون الأستروجين يفرز من غده مؤقته، وطبعا هي حويصله جراف. يؤثر كل من الاستروجين والاف اس اتش والسيروكسين على النضج الجنسي للانثى، حيث السيروكسين يزيد الشهيه وانتاج الطاقه. طيب، تذكر ان كل الهرمونات والانزيمات المفرزه من البنكرياس هي بروتينات تنظيميه. استنى، الهرمونات والانزيمات المفرزه من البنكرياس بروتينات تنظيميه، وده خدناها في الدي ان ايه. كنا بنقول انزيمات والهرمونات والاجسام المضاده عباره عن بروتينات تنظيميه ليها دور في تنظيم عمل الجسم، اما الباقي من البروتينات فهي بنسميها بروتينات تركيبيه، وقد يكون للبروتينات التركيبيه دور في عمل الجسم، تمام. طيب، عندنا كمان الادرينالين، وده بيزيد من انقباض الاوعيه الدمويه ومعدل التنفس، ويقلل من كميه الجلايكوجين في الجسم، تمام. وليس له علاقة بأكسدة الجلوكوز، الجلوكاجون يؤثر على الكبد فقط، وهو طبعا ده أبطأ الهرمونات اللي هتعمل على الجلايكوجين. يعني بقى احنا لو قلنا مين الأبطأ، هنقول الجلايكوجين أبطأ في الجلوكاجون أبطأ في تكسير الجلايكوجين، أما الأدرينالين ده الأسرع طبعا عشان ده إفراز عصبي. ليس هناك علاقة بين تهيج الأعصاب بسبب نقص هرمون الباراس هرمون وتفجير حويصلة الأسيتيلكولين من الشق التشابكي، مفيش علاقة. الأعصاب بتتهيج بسبب نقص هرمون الباراس هرمون وتفجير حويصلات الأسيتيلكولين، فبالتالي عندنا حاجة زي الكالسيوم. لو الأسيتيلكولين اتفجر، فالكالسيوم اللي في الشق التشابكي هيبدأ يقل، يعني تركيز الكالسيوم في الشق التشابكي هيقل. فلما تركيز الكالسيوم في الشق التشابكي يقل، إيه اللي هيحصل؟ بالنسبة لنا إحنا كمية الكالسيوم اللي في الدم قلت. يبقى لو نقص هرمون الباراس هرمون ما فيش علاقه بتهيج الاعصاب، خلاص كده الاعصاب دي مش هتتهيج، تمام. قد يتسبب استئصال الغده الدرقيه في التعرض لتشنجات عضليه، استئصال الغده الدرقيه لتشنجات عضليه،
حيث أنه قد يتم إزالة جزء من الغدة الدرقية بالخطأ. أيوه، لأن أنت لو شلت الغدة الدرقية ممكن تشيل جزء من الغدة الدرقية بالخطأ، وبالتالي لو شلت جزء من هنا فالباراثورمون هيقل، فالكالسيوم هيقل، فالصوديوم هيندفع على البوابات فيعمل تشنجات ايه؟ عضليه. هرمون الباراثورمون يؤثر في نقل سائل عصبي من الخلايا العصبيه الى الليفه العضليه، حيث يزيد مستوى الكالسيوم في الدم. طيب عندنا هنا المبيضين والغده الكظريه وفرزان نوعين من الهرمونات بيبتيديه واستروديه. المبيضين والغده الكظريه، المبيضين اشمعنى؟ عشان بتطلع استروجين وبروجسترون، وتاني ورلاكسين، ما تنساش انه كان بيفرز من الجسم الاصفر وده داخل المبيض. والغدد الكظرية بتفرز الأدرينالين والأدرينالين اللي هم عبارة عن أحماض أمينية أو بيبتيدية واستيرويدية في نفس الوقت من القشرة، اللي بتفرز 7 أنواع من الهرمونات. نسبة جلوكوز الدم بعد تناول وجبة بها سكريات تظل مرتفعة حتى بعد تناول الأنسولين عن طريق الفم. إيه؟ عن طريق مين؟ الفم يا حبيبي، عن طريق الفم. الأنسولين هيتهضم ويتكسر لأنه هو هرمون بروتيني، فبالتالي نسبة الجلوكوز هتفضل عالية زي ما هي، لأنه ما ينفعش يتاخد أنسولين عن طريق الفم. تشترك هرمونات الفص الخلفي مع الفص الأمامي للغدة النخامية في طبيعة التركيب الكيميائي. طبيعة التركيب الكيميائي هما مشتركين لأن نفس المنتج ليهم تعتبر واحدة في طبيعة التركيب الكيميائي، مش في تركيب في طبيعته، يعني شكلهم كيميائيا بيتركبوا بنفس التركيب مع اختلاف بعض ترتيب الأحماض الأمينية البسيطة، إن غدة واحدة مشتركة في تركيبهم كلهم. عند تناول أقراص الثيروكسين فنزلك لا يؤثر في حجم الغدة الدرقية، ولكن يؤثر في وزن الجسم ومعدل الايض والهدم، مش دعوه بالغده الدرقيه. طيب وصاحب ذلك اعراض الجوتر الجحوظي، كما يؤثر هرمون النمو ايضا في زياده مين؟ الوزن. يدخل في تكوين الهرمونات الاستروجينيه الاحماض الدهنيه والكوليسترول. حلو خالص، تعالى نمسك الحته دي. عندنا الاحماض الدهنيه والكوليسترول. لو واحد عنده كوليسترول عالي او احماض دهنيه عاليه، احنا بنكون ايه؟ بنكون هرمونات استروديه. يبقى كلما زاد تكوين الهرمونات الاستروديه، انا عندي الاسترويدي، ادي الاسترويدي، ده الهرمون الاسترويدي. حلو، ده هرمون عايز يزيد، هياخد منين؟ ياخد من الاحماض الدهنيه. يبقى اذا معدل الاحماض الدهنيه ماله؟ هيقل، والكوليسترول برضه هيقل. يبقى الكوليسترول هيقل، أحماض دهنية هتقل، فالهرمونات الاسترويدية مالها؟ هتزيد. في حالة الاستقطاب أو العودة للاستقطاب، فإن هرمون السيروكسين والألدوسترون يساعدان في هذه العملية. السيروكسين بيطلع اي تي بي، والألدوسترون بيزود الصوديوم أو بيعدل الصوديوم مرة تانية داخل الجسم. تمام، يمكن استخدام هرمون البروجسترون في تثبيت حمل حالة الإجهاض المبكر، لأنه هو بيزود بطانة الرحم وبيزود الإمداد الدموي وبيزود سمك بطانة الرحم. تمام، عند تكسير الجلايكوجين بهرمون الجلوكاجون، فإن نواتج تكسير الجلوكوز يخرج من الكبد في وريد كبدي. قلت لك من شوية أي عضو بيطلع أي حاجة بيحطها في وريد عشان تروح للورد الأوجه في السفلي، وبعدين يوديها على القلب، والقلب بعد كده يوزعها على العضلات والأجزاء اللي محتاجها داخل الجسم مرة تانية. هرمون البروكتين يحفز نشاط إنزيمات البلمرة لتكوين لاكتوز اللبن. مش احنا عندنا حاجة اسمها اللبن؟ اللبن ده بروتين، والبروتين ده كان اسمه عندنا اللاكتوز. طيب واحنا عندنا هرمون البروكتين ده بيحافظ انزيمات اسمها انزيمات بالمرة عشان ينشط انتاج اللبن، يكون بوليمرات من مونيمرات. زيادة هرمون الاي دي اتش او ما يسمى بالفازوبروسين قد يزيد من احتمالية تكوين حصوات الكلية. انا زودت الاي دي اتش، زودت الاي دي اتش يعني سحبت المية من الكلية، فبالتالي المية زادت في الدم، فلو في خلل بزياده مستمره الميه هتنزل من الكليه او البول، كميته هتكون اقل، فكميه الميه في البول هتكون اقل، فتركيز الاملاح هيكون عالي، فده بيزود برضه من معدل او احتمال تكوين حصوات الكليه. هنا بنقول لك تذكر ان الهرمون الواحد لا يوجد له اكثر من نوع من المستقبلات، وقد يعني الهرمون الواحد لا يوجد له اكثر من نوع من المستقبلات، هو ليه نوع مستقبل واحد بس، بس المستقبل ده قد يكون على اكثر من خليه، وقد يوجد له اكثر من نسيج مستقبل على اكثر من خليه، او اكثر من نسيج يكون موجود بس ملوش مستقبلات شكلها مختلف، هو مستقبله واحد فقط. الغدد العرقيه والدمعيه واللبنيه واللعابيه افرازها خارجي، يعني غدد لا قنويه ولا قنويه، دي بنسميها غدد قنويه.
تحكم هرمونات بروتينية مثل ال اتش وال اف اس اتش في افراز هرمونات استرويدية مثل البروجسترون والاستروجين. ال اف اس اتش بتحكم في الاستروجين، وال ال اتش بتحكم في البروجسترون عن طريق مثلا الجسم الاصفر او عند الذكر ال ال اتش بتحكم في التستوستيرون والاندروسترون، يبقى هرمون بروتيني بتحكم في افراز هرمون استرويدي. الخلايا البينية يزداد فيها إنتاج هرمونات استرويدية تستوستيرون والاسترون، يقل فيها الكوليسترول. أهو كنا بنقول من شوية الكوليسترول بيقل فبيزيد إنتاج الأحماض الأمينية، سوري الأحماض الدهنية للهرمونات الاسترويدية. يزداد ترسيب الدهون أسفل الجلد في الميوكسيديما، ده واحد عنده زيادة في الوزن فبالتالي ترسيب الدهون هيزيد في الجلد. حركة نمو اليقظة لا تتأثر بشكل كبير بغياب الأوكسينات. ليه يا باشا؟ حيث تعتمد على دعامة مين؟ الفسيولوجية. يعني هنا الهرمونات ما لهاش دور كبير في النمو اليقظة ولا اللمس. خلي بالك كنا بنقول الأوكسينات واحنا بنتكلم هناك، كنا بنقول الأوكسينات. عندنا حاجة اسمها اللمس. اللمس ده بنسميه تأثير لحظة نتيجة لمس. واللمس هنا بيبقى نتيجة انه حصل مؤثر ادى الى خلل في النفاذية بتاعت الاغشية البلازمية في السطح السفلي لبعض الاوراق زي نبات المستحيل، فبالتالي الاوكسين هنا لا يحفز النمو. تمام. طيب عندنا كمان في حاجة اسمها ارتباط الاوكسينات بالمستقبلات، ارتباط مؤقت وتنظيمي في نفس الوقت. مؤقت لانه هو اوكسين هيأدي وظيفته وخلاص، وتنظيمي لأن أوكسين عبارة عن هرمونات أو إنزيمات أو أجسام مضادة زي ما في جسم الإنسان، فهي بنسميها بروتينات تنظيمية وفي نفس الوقت بتكون مؤقتة. يجب أن يتكامل الشكل المستقبل مع الهرمون، يتكامل الذي يعمل عليه. يبقى لازم لو عندي مستقبل مثلا شكله عامل كده، ده المستقبل، لازم الهرمون يكون بنفس الشكل ده كده عشان يتكامل معه عشان يتم العمل على الخلية بشكل سليم. تمام. طيب كلما زاد عدد المستقبلات على الخلية كلما زاد نشاط الخلية. كنت بقول من شوية لو عندي خلية فيها 5 مستقبلات وخلية فيها 10 مستقبلات، أكيد النشاط اللي عندها 10 أكتر من النشاط اللي عندها 5، فبالتالي كلما زاد عدد المستقبلات زاد عدد أو زاد نشاط الخلية. حلو كده. طيب احنا ممكن نعالج الاكروميجال ازاي يا باشمهندس؟ قال لك والله بعمليه جراحيه، لان ده مفيش حل. الاكروميجال ده تضخم الغده النخاميه، وده ملوش حل غير ان احنا نعمل استئصال الورم من الغده النخاميه. افراز الكولينستريز في موضوع التشابك العصبي لا يحفز الهرمونات بصوره مباشره، لا يحفز الهرمونات بصوره مباشره. كولينستريز يبقى احنا كده بنروح نكسر الاسيتيلكولين عشان نحافظ على الصوديوم الموجود في الشق التشابكي، ونخلي الصوديوم اللي جوه يخرج لبره مره تانية، بالاضافه الى ان احنا بنمنع دخول الكالسيوم للحويصات التشابكيه، فبنحافظ على الكالسيوم بصوره طبيعيه في الشق التشابكي عند حقن هرمون النمو. فلذلك يؤدي لزيادة في كتلة جميع أعضاء وغدد الجسم، بيزود. وكنا خدنا ده إن إحنا نقلنا جين بتاع النمو من إحدى الكائنات للفئران أو من الإنسان للفئران، فزاد حجم الفئران. دي كنا خدناها في الهندسة الوراثية لو تفتكروا، وقلنا إن الفئران كمان نقلت الصفة الوراثية بدي طفرة بيحدث لها انتقال، أو طفرة بنسميها طفرة حقيقية. الهرمون المنبه للخلايا القنوية في الذكور هو هرمون منبه لتكوين حويصات جراف في الأنثى اللي هو الـ FSH. يبقى FSH بينبه تكوين حويصات جراف، هو المنبه للخلايا القنوية في الذكور اللي بتطلع الحويصلات المنتجة للحيوانات المنوية. هرمون الـ LH يزيد من نفاذية غشاء النفرون لجزيئات الماء للخارج، يبقى ده بيزود نفاذية غشاء النفرون لجزيئات المية للخارج لما بيزيد الـ LH. تمام. او سوري، لما بيقل اي دي اتش يبقى هو بيزود من نفاذيه غشاء النفرون لجزيئات الماء للخارج. استجابه الكليه والاوعيه الدمويه لهرمون اي دي اتش يؤدي الى زياده ضغط الدم. لو هم استجابوا فعلا للاي دي اتش يبقى معنى كده ان الاي دي اتش هيرجع الميه من النفرون، فالدم ضغطه هيزيد لان حجم الدم هيزيد. لاحظ الترتيب، زياده درجه حراره الجسم يزود معدل التعرق، فيزيد اسمه الدم، فيزيد معدل الاي دي اتش، فينخفض اسمه زيت الدم مره اخرى. الوحدة الوظيفية الأساسية للغدة العرقية، الغدة الدرقية، هي الحويصات الغدية اللي تحاط بأوعية دموية لإفراز السيروكسين. يبقى الوحدة الوظيفية الأساسية للغدة الدرقية هي إنتاج السيروكسين مش الكالسيوم. وجود برزخ في الغدة الدرقية يعني إنه منظر أمامي، لو شفت البرزخ يبقى المنظر أمامي، مفيش برزخ يبقى المنظر خلفي، وجود 4 غدد جراد درقية.
الغدة الدرقية تتحرك لأعلى الأسفل أثناء بلع الطعام، وبها جزئين، جزء حويصلي يخضع لتنبيه الغدة النخامية، وجزء آخر اللي هو بتاع الكالسيتونين اللي بيتأثر بالكالسيوم، وده بنسميه الخلايا بين الحويصلية أو خلايا بينية في الغدة الدرقية، ودي بتتحرك لأعلى الأسفل مع القصبة الهوائية. عشان كده هي ربنا خلقها لينا عليها غشاء من بره او نسيج ضام من شبكه من الشعاعات الدمويه الكثيفه. يرجع عدم قدره مريض الميكسوديما على تحمل البروده الشديده الى نقص نشاط انزيمات التنفس الخلوي في الميتوكوندريا، ما فيش عنده اي تي بي، فبالتالي نقص انزيمات التنفس الخلوي اللي كنا بنسميها الناد والفاد المسؤوله عن سلسله نقل الالكترون اللي خدناها في ثانيه ثانوي، اللي بتعمل على تكسير الجلوكوز داخل الميتوكوندريا لانتاج الطاقه، او بمعنى صح احتراق الجلوكوز داخل الطاقه. دي مسألة واحنا يعني ايه نعدي عليها كده بسرعة، وقت الفيديو بصراحة كده شكله هيطول. عندما يعاني الشخص من زيادة هرمون السيروكسين فإن ذلك يعني زيادة إنتاج الطاقة، نقص سوري زيادة السيروكسين يعني إنتاج الطاقة، يعني معدل دورة كريبس يزيد عشان انتاج الاي تي بي اللي خدناها في ثاني سنه لسه بتكلم عليها من شويه. القمائم قد تحدث نتيجه تكسير الاجسام المضاده للمستقبلات بتاعه هرمون التي اس اتش، يبقى اذا الاجسام المضاده ممكن تاثر على مستقبلات تي اس اتش، فبالتالي التي اس اتش مش هيفرز بصوره طبيعيه، فالثيروكسين مش هيفرز بصوره طبيعيه في الاطفال، فيؤدي لمرض القمائم اللي بيبقى فيها تخلف عقلي، وهنا التي اس اتش كده او الثيروكسين بيأثر، التي اس اتش بيأثر بصوره غير مباشره، والثيروكسين بيأثر على المخ بصوره مباشره. هرمون الالدوسترون له اثران متعاكسان على نفرونات الكليه، صح؟ ليه؟ عشان بيرجع الصوديوم للدم، بيزود البوتاسيوم في البول، او العكس بيقلل بوتاسيوم الدم بيزود البوتاسيوم في البول، او بمعنى تاني بنقول بيزود صوديوم الدم بيقلل صوديوم البول. تشابه هرمونات قشره الغده الكظريه مع هرمونات النخاع، فان كل منهما يؤدي لتحليل الجليكوجين الى جلوكوز. وعندنا هنا هرمونات الكالسيتونين والباراثورمون لهم تاثيرات متعاكسان على نفس الخلايا الهدف، دول بيروحوا على نفس الخلايا الهدف، يعني الكالسيوم مثلا بيروح على العظام وعلى الدم، وهنا برضه نفس الكلام العظام والدم، فالكالسيتونين بيروح نفس خلايا الهدف اهي، كالسيتونين بيزود الكالسيوم في العظام، الباراثورمون بيقلل الكالسيوم في العظام، فهم لهم وظيفه متعاكسه. لكن خلي بالك ان الكالسيتونين بيفرز من الخلايا البينيه للحويصلات الدرقيه، والباراثورمون بيفرز من 4 غدد جرات درقيه اللي هم خلف الرقبه. هرمونات تؤثر على انتقال السير العصبي من العصب الى ساركوليما، ساركوليما اللي هو الغشاء المبطن او الغشاء المغلف للحزم العضليه او الليفه العضليه بمعنى صح، الباراثورمون، الكالسيتونين والالدوسترون. الالدوسترون عشان الصوديوم، والاثنين دول عشان الكالسيوم، ودول المسؤولين طبعا ايونات عن مسؤوله عن نقل السير العصبي وتفجير حصيلات الناقله العصبيه الكيميائيه في النهايه العصبيه بالكالسيتونين والباراثورمون عن طريق الكالسيوم، والالدوسترون طبعا ده اللي بيفتح البوابات عشان يعمل نقل السير العصبي. ادرينالين يزود معدل ضربات القلب بصوره سريعه، يحفز عصبي، سيروكسين ياخذ زمن اكبر حتى يؤدي رفع ضربات القلب لانه تاثير هرموني عبر الدم، اما الادرينالين ده تاثير عصبي. تمام، اذا توقف الاتصال العصبي يتوقف كل من افراز الادرينالين من النخاع الكظريه، حلو، وافراز الفص الخلفي للاتش والاي دي اتش والاو اتش، ما احنا كده توقف الاتصال العصبي، الاكسجين من تحت مين؟ المحيط. الهرمون المسؤول عن امتصاص الجلوكوز من الخملات هو السيروكسين، بينما المسؤول عن دخول الجلوكوز الى الخملات هو الانسولين، ركز في دي كويس. هرمون مسؤول عن امتصاص الجلوكوز من الخملات سيروكسين، الى الخملات دخول الجلوكوز انسولين. هرمونات يزداد تركيزها في الدم في فترة الصيام الطويل، جلوكاجون والادرينالين والاي دي اتش. انسولين يختلف تأثيره على الكربوهيدرات باختلاف الخلايا المستهدفة، حيث يزيد من نفاذات خلايا دخول السكر الجلوكوز ليها، ثم يزيد من تخزين الجلوكوز الزائد في صورة الجلوكوجين، ويزيد أنسجة أدونية في الجسم. الاستروجين بيعمل على نمو نسيج غدي وهو الثدي، حلو، وده نسيج غدي لأنه غدي، بس غدي قنوي لأنه بيفرز اللبن في قنوات خارج الجسم، يعني بنسميه افراز خارجي. مرض السكري الكاذب هو مرض يحدث نتيجه فشل الكليه في استقبال او خلل في المستقبلات. تعال نبص على السكر هنا كده ونشوف الانسولين ايه اللي بيحصل معاه. الانسولين في حاجتين في مرض السكر، في مرض السكر بسبب نقص الانسولين، في مرض سكر بسبب فشل المستقبلات.
بتاعت مين؟ الانسولين. تمام؟ فهنا هيبقى بسبب وجود الانسولين، النقص الانسولين ده يبقى الخلل في جزر لانجر هانز، ده فيها خلل. طب فشل المستقبلات، ده جزر لانجر هانز شغاله بصوره طبيعيه خالص، يبقى هنا جزر لانجر هانز يا باشا شغاله تمام، لكن الخلل فين؟ في المستقبلات، وده بنسميه مرض مقاومه الانسولين، اللي بصراحه بيكون اخطر شويه من نقص الانسولين. يعني ده بيتعالج، انما ده المشكله في ده هتعالج الخلايا ازاي عشان تستقبل الانسولين اللي عندك. حدوث جلطه في الوعاء الدموي الصادر من الفص الامامي للغده النخاميه في ذكر بالغ قد يؤدي الى انخفاض ضغط الدم عن الطبيعي. في ذكر بالغ حدث فيه جلطه الصادر يعني الخارج من الفص الامامي، فده الغده النخاميه، فقد يؤدي لانخفاض ضغط الدم عن الطبيعي. هنا الوعاء الدموي الصادر من الفص الامامي للغده النخاميه. الجلطه دي يعني هيخلي الهرمونات اللي خارجه من الفص الامامي تقل. تمام؟ وهو بصراحه المفروض ما يكونش الفص الامامي، يكون الفص الخلفي للغده النخاميه. في ذكر بالغ يؤدي لانخفاض ضغط الدم عن الطبيعي. ليه؟ عشان هنا هيبقى عندي هرمونات، يعني ممكن نقول هنا التي اس اتش هيقل، فالثيروكسين هيقل، فضغط الدم هيقل. ممكن نقولها كمان الفص الخلفي، انه لما يحصل جلطه في الفص الخلفي فالاي دي اتش هيقل، فبالتالي كميه الميه اللي في الدم هتقل، فضغط الدم هيقل. نشاط الميتوكوندريا تتاثر بشكل مباشر بهرمون الثيروكسين. تمام؟ يعني الميتوكوندريا بتعمل احتراق للجلوكوز فبتطلع الاي تي بي. حدوث تورم في الغده الكظريه يعني زيادة إفراز، يعني زيادة تركيز الصوديوم في الدم، ويقل فين؟ في البول نتيجة تورم الغدة الكظرية، فزيادة الألدوسترون اللي بيزود من الصوديوم في الدم ويقلل فين؟ في البول. فلو الصوديوم زاد في الدم هيعمل ضغط على البوابات بتاعته ويدخل يعمل تشنجات عضلية بصورة أكبر. نشاط هرمون الجي اتش في الأشخاص كلما قل تركيز الأحماض الأمينية فين؟ في الدم. يبقى كلما زاد نشاط الجي اتش، ما هو بيعمل ايه؟ بياخد الاحماض الامينيه يبنيها البروتين، فبالتالي تركيز الاحماض الامينيه في الدم هي ايه؟ هيقل. العامل المشترك الذي يؤثر على نشاط الغده الدرقيه والدرات الدرقيه هو الكالسيوم، اللي هو الباراثرمون والكالستونين. خلل فائض الجلوكوز والدهون في الجسم يعرف البول السكري. حلو. السائل العصبي يصل للخلايا المستهدفه بطريقه مباشره، بينما الهرمونات تصل للخلايا المستهدفه بطريقه غير مباشره. عن طريق مين؟ عن طريق الدم. السائل العصبي بيصل خلايا مستهدفه بطريقه مباشره، لان ده اسرع طبعا. تتكون هرمونات الاستروجين من اللبيدات المشتقه. اللبيدات المشتقه كنا خدناها في اولى ثانوي، اللي هي مشتقه من الدهون والزيوت والاسترويدات، اللي كنا بنسميها اللبيدات مشتقه، بتشتق من الدهون الخفيفه والدهون الثقيله، زي اللبيدات المشتقه زي الكوليسترول والهرمونات الاسترويديه. النخاميه تفرز هرمونان يؤثران بشكل مباشر وغير مباشر على النمو، على سرعه على نفرات الكليه، اي دي اتش واي سي تي اتش. ده مباشر بيرجع الميه، ده غير مباشر بيروح على الالدوسترون في قشره الغده الكظريه ويطلع الصوديوم مره ثانيه من نفرات الكليه. هرمونات عصبيه تؤثر في انسجه غديه وغير غديه، قد يتاثر بعضها بفصول السنه كما في حال اي دي اتش. اي دي اتش في الصيف، احنا دلوقتي كلنا في الصيف اهو، اي دي اتش عندنا بيقل عشان العرق بيزيد. طيب لما العرق يزيد، يعني احنا عندنا كميه ميه كتير بنشرب ميه طول النهار، فالاي دي اتش بيقل فالعرق يزيد، لما العرق يزيد نفقد كميه ميه كتيره، فجسمنا يبدا يزود الاي اتش مره تانية عشان يحافظ على الميه اللي موجوده في الجسم. ودي علاقه بيانيه ممكن نرسمها بالشكل ده كده. ادي هنقول علاقه بين الاي دي اتش والعرق، والعرق والاي دي اتش، هنعمل علاقتين بينيتين مختلفتين ونشوف الاي دي اتش بيتغير ازاي على المحورين السيني والصادي. تمام؟ شوف يا باشا، عندك ادي اول علاقه بينيه، هنقول هنا الاي دي اتش، وهنا هنقول معدل العرق، وهنعمل هنا نقول العلاقه الثانيه اهي برضو معدل العرق، وهنقول هنا الاي دي اتش. معدل العرق بيزيد، الاي دي اتش ايه؟ يزيد عشان يمنع فقد الميه. طب الاي دي اتش يزيد، ها الاي دي اتش يزيد هنا بالنسبه لنا في العرق، ايه اللي هيحصل في العرق؟ يبقى المفروض ان كلما زاد الاي دي اتش كميه العرق ايه؟ تقل. ليه؟ عشان ده بيحافظ على الميه الموجوده في الجسم. فالعلاقه هنا علاقه عكسيه، والعلاقه هنا علاقه طرديه.
طيب هرمونات، عندنا هرمون عصبية تؤثر في السكة الغدية وتأثر زي الاي دي اتش، ونظم كمية المية الموجودة في الجسم حسب الصيف والشتاء. الأكسيتوسين يؤثر على الثدي ده غدي، والعضلات المنسية ده غير غدي. تمام. هرمون اي دي اتش يؤثر على عضوين مختلفين، الكلية والعضلات المنسية في الأوعية الدموية اللي احنا بنسميها في الحالة ديت الفي اتش، ويزداد إفرازه صيفا ويقل شتاء، ويستخدم في العمليات الجراحية لبعض المرضى عشان يوقف النزيف باسم الـ VH. ارتفاع درجة حرارة الحرارة ينشط هرمون الـ ADH، كلما زاد درجة الحرارة أنا عندي حرارة عالية، فبالتالي نشط هرمون الـ ADH، بينما انخفاض درجة الحرارة نشط النخامية لإنتاج الـ TSH عشان يزود الحرارة بتاعة الجسم. أنا بتكلم عن الحرارة، تمام، حرارة الجسم مش حرارة خارجية. العلاقة بين نقص حجم السوائل بين خلايا الجسم وتركيز هرمون الـ ADH في علاقة إيه؟ علاقة ثابتة. نقص حجم السوائل بين خلايا الجسم وتركيز هرمون الـ ADH في الدم، علاقة إيه؟ علاقة ثابتة. هناك عضل ده نقص بين خلايا الجسم وبعضها، تمام. هناك عضلة عاصرة في المثانة البولية تتحكم في خروج البول من الجسم، وعند زيادة الـ ADH فإن الضغط الواقع عليها يقل. انا زودت الاي دي اتش، تمام، فالضغط يقع عليها عشان تعمل انقباض بيقل، عشان تفتح، عشان تخرج البول من الجسم. هرمون النمو يكون اكثر تركيزا في الاناث عن الذكور في مرحلة البلوغ، تمام. هرمون السيروكسين يسمى هرمون النشاط، ويتأثر بموقع الجغرافي زي ما قلنا من شوية. طبعا غدته تقع على جزء من الجهاز التنفسي اللي هو القصبة بتاعة القصبة الهوائية، وتأثر إفرازه بعنصر اليود. القمائة نقص حاد في السيروكسين أو معدل الأيض الأساسي. الكالسيتونين يؤثر على الكلية في إنه بيثبط إعادة امتصاص الكالسيوم من نفاة الكلية، وأيضا يثبط امتصاصه من الأمعاء، وهذا عكس الباراثرمون. جميع هرمونات الغدة الكظرية تذوب في الموزبات القطبية لأن هي استرودية، ولكن ليست جميع هرمونات المبيض تذوب في الموزبات القطبية، عشان عندنا هرمون مين؟ الأكسين اللي بيفرز من الجسم الأصفر، ده بيذوب في المية. هرمون الذي يزيد تركيز الجلوكوز عن مستواه الطبيعي أكثر من 120 هو الأدرينالين، بينما الجلوكاجون بيزوده للمستوى الطبيعي. يبقى الجلوكاجون لو انا عندي المستوى الطبيعي، وليكن مثلا المستوى الطبيعي بين 80 و 120، فالجلوكاجون لو ان الانسولين زاد في حالة مثلا الطعام وده الجلوكوز يقل، فبيجي ده كده ده كان عالي اهو، فهنا كان شغال الانسولين. الجلوكاجون يعمل ايه؟ يزود المستوى الطبيعي، فيبقى بين 80 وكام؟ و120، يعني يبقى في الحد ده كده الجلوكاجون. اما اللي زوده اكتر من اللازم ده الادرينالين، تمام. طيب كثافة الهرمونات الاسترويدية أقل من كثافة الماء، عشان كده بتطفى على السطح. ليه؟ لأن الهرمونات الاسترويدية والدهون خفيفة، يعني حط نقطة زيت على المية هتشال على المية. تذكر أن الأدرينالين يزيد من معدل التنفس وتبدل الغازات، لكن تظل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الزفير ثابتة يا باشا، لأنه هو أنت بتاخد أكسجين كتير فبتطلع ثاني أكسيد الكربون كتير، فبالتالي نسبة ثاني أكسيد الكربون بتظل ثابتة عشان الأدرينالين كده كده بيزود معدل التنفس. تورم كرشة الغدة الكظرية يؤدي إلى نقص إفراز الهرمونات الجنسية من المناسل، وقد يؤدي للعقم. وتورم وتضخم نخاع الكظرية ليس له علاقة بظهور الصفات الجنسية على الجنسين. ليه بقى؟ لأن ده هنا التورم وتضخم النخاع الكظرية، النخاع هنا مسؤول عن الأدرينالين والأدرينالين، فكده مفيش أي أثر على الجنسين. العلاقة بين هرمون الـ ADH وكمية البول علاقة عكسية. الكليه تتاثر بهرمون الاس تي اتش والجي اتش والاي دي اتش والسيروكسين والانسولين. السيروكسين لا يؤثر على الجليكوجين في الجسم، السيروكسين مش دعوه بالجليكوجين، هو بيشتغل على الجلوكوز. هرمون ال اتش يؤثر على نوع واحد من الخلايا في غده صماء هي المبيض، بينما في الخصيه فهو يؤثر على غده مختلطه، تمام، اللي هي اللي بنسميها غده ايه؟ غده الخصيه، اللي غده المختلطه. طيب اما في المبيض بيشتغل بس على الغده الصماء المؤقته اللي هي حويصله جراف. هرمون يفرز من نوع واحد من الانسجه حويصلات جراف زي الاستروجين، والبروجسترون يفرز من نسيجين الجسم الاصفر والمشيمه، والانقباض العضلي يتم بثيروكسين عشان انتاج الطاقه، والاردوستيرون عشان الصوديوم، والباراثورمون الكالسيوم عشان الكالسيوم، والانسولين والجلوكوجون عشان سكر الجلوكوز. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الفنيات المهمة جدا والتركات العالية جدا الخاصة في منهج الأحياء. ده جزء ملخص كده، ممكن نبقى نراجع عليه
في فيديو تاني عشان وقت الفيديو ما يكونش أطول من اللازم. تمام، نعرضه لكم إن شاء الله في الفيديو القادم بأمر الله تعالى. دمتم سالمين وأقرب إلى الله، وبالتوفيق دايما، ربنا يكرمكم وبالنجاح دايما كده. اتمنى بس ان شاء الله كده ان احنا نكون داعمين للفيديو ونكون استفدنا من الجزء بتاع الهرمونات، واشوفكم على خير دايما، واتمنى لكم كل خير، وان شاء الله هنكمل مع المناعة والتكاثر والDNA بنفس الكيفية كده في التركات والفنيات الهامة الخاصة بمنهجنا.